طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين، ومواصلة في سلسلة دروب على دروب النجاح مع الأساتذة الأجلاء. بدأنا السلسلة مع بروفيسور صادق موسى، واستعرض فيها مسيرة حياته وإنجازاته، وتواصلت مع بروفيسور سعاد الصادق بدري، وبرضه يعني استعرض مسيرة حياته وإنجازاته. وكلهم ناس يعني عظماء، نحن نفخر بهم جدا وسعيدين جدا بإنجازاتهم واستعدادهم المتواصل لأنه يخدم الشباب. اليوم عندنا يعني شخص ما عارف نوصفه ونبدأ من وين، فهو زول متعدد الأبعاد. يعني بروفيسور عبد الباسط آدم مريوت، الزول الجميل السمح، هو أديب، هو أكاديمي، هو رياضي، هو مقدم برامج إذاعية. الحاجات دي كلها يا إخواننا، وفي حاجات تانية يعني إحنا ما عارفينها، إن شاء الله نتمنى إنه عبر الجلسة دي نعرفها. دي كلها بتنطبق على الأشخاص اللي بيقولوا عليهم ذوي الشغف المتعدد، المالتي بوتنشالايت. والمصطلح ده مصطلح أكاديميا موجود، وموجود في علم النفس، بيوري إنه الشخص لما يكون عنده القدرة على إنه ينجز ويحقق في اكثر من مجال. يعني تكون انت والله استاذ، وتكون انت ابو، وتكون تاجر، وكل الحاجات مع بعض. واعتقد انه دي ممكن من الاوصاف اللي نطبقها على ضيفنا الجميل الرائع بروفيسور عبد الباسط ادم مريم. قدم 3 دورات يا اخواننا الباحثين السودانيين في اوقات مختلفه عن كيف تكتب وتنشر اوراق علميه. هو زول فنان واديب، ونحن سعيدين جدا بين الليلة نكون موجودين معاهم. نرحب بجميع الزملاء والزميلات الموجودين داخل الزوم، وكذلك مبثوثة على مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك. فممكن الناس الدائرة ينضموا لنا عشان يستمتعوا معنا، ولا الناس اللي هيجوا لاحقا لو في أي سؤال ممكن يكتبوه في التعليقات. بروفيسور عبد الباسط، مرحب بك حبابك. وعليكم السلام ورحمة دكتور عمر. حقيقة أنا سعيد جدا بتواجدي في منصة سوداني سيرش فاونديشن. البوابة التي أطلينا من خلالها كثيرا، والأصدقاء والأحباب الذين نحبهم كثيرا، وأنا من خلال هذه المنصة طولت لي مجموعة من العلاقات، أنا بسميها العلاقات الغير مباشرة الخفية. أنك تتواصل مع شخص وتكون أنت لا لقيته ولا شافك، مثلا زي دكتور طارق ده، هو شوف صلاحته الكبيرة دي هنا في النهاية، لكن طبعا القلوب لبعضها يعني. ومن 2013 أنا كان عندي في تواصل مع الشباب كثر، يعني تواصل معي من خلال الدورات اللي قدمناها هناك يعني. فجزاكم الله خير وشكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم انكم يعني زي ما بقولوا يعني ظنيتوا فيه خير، انه ممكن اقدم شيء للاخرين ممكن يستفيدوا منه يعني في الجوانب المختلفة يعني. أنا حقيقة الفكرة اللي هي اليوم عايز أقولها يمكن تقدمت مرة واحدة قبل كده، وأنا كنت في غبيش، جونا ناس وزارة التعليم العالي للكلية بتاعة غبيش نعمل التكنولوجيا، فكانوا بيستغربوا جدا إنه يعني طبعا جايين بفهم، الناس جايين من الخرطوم يعني، ومعانا ومعارف، وصلوا لحد الأبيض وبعدين أخذوا ريستو الأبيض جن وهود، وبعدين عايزين فندق ومش عارف بتاع، وأخيرا وصلوا غبيش يعني. فكانوا متخيلين إنه هي غبيش على حسب البعد والكلام ده، أن الكلية تكون كلية وخلاص يعني، يمكن بيت مؤجر ولا زي ما بيتعامل الكليات سابقا يعني. فلما وجدوا الكلية بالشكل الموجودة عليه استغربوا جدا يعني، قال لي كيف تكون في الكلية؟ فقلت لهم يا أخي عملت البرزنتيشن حقيقة لهم، فكان سمينا وضع بصمتك يعني، فحكيت لهم الفكرة بتاعت المشروع وكذا يعني. من وقتها كانت الفكرة بتاعت انك انت يعني يكون عندك مشروع حياتي، هي اصلا فكرة متولدة من زمان يعني، لكن اول مجموعة للناس اللي هم الناس اللي بتفتكر ناس مستنيرين يعني احنا لو، فكانوا فوجئوا جدا بانه الانسان ممكن يكون يعني زي ما يقولوا يضع كل شيء جميل في مكانه المناسب، ويحاول يعني يحاول يخلي كل اللي حوالينه
يكون هو بؤرة بتاعت انطلاق وبؤرة بتاعت إشعاع لأشياء كثيرة جدا. وطبعا زي ما هنشوف نحن التلاقي الثقافة مع الأدب مع الفن مع الحياة الأكاديمية، وبعدين الانتظام في شتى ضروب الحياة بوجه مختلف، فده بيجعل من التجربة بتكون إلى حد ما إشعاعها بيكون أكثر. يعني مثلا كثير جدا ما يعني يطرح مريود في الجانب الأدبي، صالونات الأدبية، مسابقات، جوائز، مواقع إلكترونية أدبية مثلا، أو مجلات أدبية رصينة كبيرة، يعني سواء كان في السودان أو الوطن العربي ولا كذا. وطبعا هنا الأودينس يختلفوا من لما تطرح شخص مثلا يتحدث عن التفنس بتاعت الساينتفك رايتنج ومعارف البحوث والمشاريع البحثية والإشراف والطلاب والأكاديميات وكذا، يعني طبعا ده عنده أودينس مختلف يعني. فأنا كنت بتخيل أنه الإشعاع بيكون أكثر، وبعدين بيكون فيه إثراء أكثر للمش، لأنه أنت إحنا أصلا في حياتنا دي بنبدأ بتفكير مبسط جدا من إحنا صغار يعني. فكل واحد زي ما ذكر أخونا بروفيسور قبل كده في محاضرته، أنه أنت بتكون داير تكون شنو يعني، بيسألوك كده يعني. أوكي، فوقتها بتتفكر يعني، أنت بتطلع حلم بالنسبة لك، ويظل الحلم ده هو مراودك يعني إلى أن يتحقق، من يتحقق هو أو يتحقق بدين له أو خلافه يعني. ولكن وقتها هي البذرة الأولى لمشروع الحياة. وكثير جدا من الناس في الدنيا دي احنا بنشوف عندهم مشاريع كبيرة جدا، مشاريع مرات يعني تكون على الفضاء الكوني مثلا، لما يكون الطرح مثلا على مستوى العقائد والأديان وكذا يعني. وبعد ذاك يعني شوف رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام وكذا وما واجههم، فبالتالي أصبحت البصمة كبيرة جدا على كل البشرية، وحتى الذين لا يؤمنون بالدين الإسلامي على فكرة عندهم اعتقاد كبير جدا أنه ما يعني البصمة واضحة جدا في مسيرة الحياة، وتأثروا بالآخرين كثير جدا. بعد ذلك تتضاءل البصمات على حسب الأشخاص، وقتها بتكون، لكن في جملة الأمر أنه هنالك إشعاع بأي قدر من المستوى أنه الآخرين بيستفيدوا منه يعني. ففكرة مشروع الحياة هي أنك أنت بتكون عندك من البداية فكرة يا بروف، سبيل. يا ريت لو عملتها بس فول سكرين. أوكي، تمام، ممتاز. فبتكون في فكرة صغيرة بدأت معك، لأنه إحنا من خلال أحلامنا في طفولتنا بتكون مبنية على الفكرة بتاعت مشروع حياة ببساطة طبعا، اللي هو ما نريد أن نكون وما سنفعله، وبالتالي من خلال فصول حياتنا الطويلة أنك أنت تحقق جزء من هذا المشروع. طبعا كل مشروع محتاج لأناة ومحتاج لصبر كبير جدا، لأنه مدافعة الحياة نفسها تحتاج لصبر يعني وأناة، وكثير من الأشياء عندنا تحتاج للصبر والأناة. فأنت بالتالي مشروعك لو ما صبرت عليه وما يعني ما واجهت كل الصعاب يعني، وبذلت كل ما في وسعك كل ما متاح لك، أوكي، قد لا تحقق الأحلام اللي أنت أصلا كنت بانيها، قد تتحقق جزء من الأحلام. ولكن يظل المشروع بتاع الحياة هو دليل صغير يعني، بانل صغير عشان تسجل فيه كل الأحلام بتاعتك والإجراءات اللي بتقوم بيها أنت عشان تحقق الأهداف. يعني مثلا واحد من صغير يكون داير يبقى ضابط مثلا، أو يكون داير يبقى مدرس مش عارف بتاع كذا، لكن بتبقى فيه بعد ذاك كيفية أنك أنت تحقق هذا المشروع. طيب، أهمية البصمة وأهمية مشروع في الحياة عفوا، أهمية البصمة نفسها وأهمية مشروعك في الحياة، هذه المسائل ممكن تساعدنا كثير جدا في التفكير في مشروع الحياة. مثلا أنت لازم تربط أنشطتك اليومية بأهداف أكبر، لأنه اليوم أصلا 24 ساعة. إحنا بنعرف إنه عمرنا كله محسوب بثواني ودقائق وساعات وأيام وشهور يعني وسنوات. فإذا أنت لو ما ربطت ساعتك البيولوجية بأهدافك اليومية هيكون عندك مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي عشان تكون الأعمال بتاعك متماسكة ويكون في إدراك كبير جدا عشان تحقق هذه الأهداف،
ايضا تحتاج يكون اداره الحياه بطريقه اكثر احترافيه، وطبعا هذا يختلف من شخص لاخر حسب المقدرات وحسب الهمه. في ناس عنده استعداد انه يضحي بكل ما في نافي تحقيق اهدافه مهما كانت الاهداف يعني، ولكن في ناس ينسحبوا من الاهداف لما تكون المعركه مثلا فيها اي غبار بتاع دفوعات قويه وكذا. ولكن بالضروره انك انت تستفيد من مواهبك فيه. وطبعا سبحان الله يعني اي انسان في داخله بذره بتاعت خير كبيره جدا، وفي داخله مواهب متعدده، لكن بتبقى الفكره بتاعت انه كيف تطور هذه الفكره اللي هي الموهبه، او كيف تغذيها، او كيف تعمل عليها. لانه كثير جدا من بيخربش، بكتب، بيرسم، بغني، بلحن، اوكي، او يكون عنده رغبه انه يحفظ قران مثلا، يبدا كده، او مثلا يحفظ احاديث، اوكي، او يكون داير يكتب كتاب مثلا عن موضوع محدد. منذ الصغر مناسبه الحاجات دي موجوده في الناس يعني. ولكن بتبقى الاشكاليه في انك انت كيف الاخراج، وبعدين كيف انك انت يعني تصل للنتائج اللي انت عايزها. وبالضروري جدا لما يكون عندك مشروع بيكون عندك ينشئ لك حاجز وقائي ضد الاكتئاب والقرارات السيئه، لانه كثير جدا انت بتعكف على مشروعك تشتغل عليه وهو بحقق لك رضا نفسي داخلي اصلا يعني. وببساطه جدا بالمناسبه، لو لما تجيك خاطره بتاعت كتابه قصه مثلا او كتابه قصيده، او حتى لو عايز يعني تكون شغل بتاع انوفيشن ولا كذا، فانت تكون شغوف انك تحقق ذلك، وده بيخليه يعمل لك حاجز وقائي ضد اي اكتئاب واي قرارات سيئه سواء من عندك انت او من الاخرين، خاصه في حاله الازمات مثلا او التغيرات الغير المتوقعه. عشان كده احنا بنشوف كثير جدا مرات في مجال الفنون وكذا، الناس ديل بيكونوا حساسين لدرجه كبيره جدا، ويصل لمرحله انه مثلا واحد يقطع اذانه مثلا، اوكي، او يعني يعمل لي شيء كده يكون يفرق فيه جزء من الاكتئاب والقرارات بتاعته السيئه. بالضروره انك تستفيد بنسبه 100% من الموارد والفرص اللي توفر لك الحياه، كثير جدا توفر عندنا الفرص، ولكن تبقى اشكالاتنا فانه احنا لا نحسن. لانه الخواجات بقول لك don't lose your chance، يعني you have to catch your chance because the chance cannot come again. هي معظم الفرص لا تاتيك مره اخرى. فعشان كده انت لازم لما يكون عندك مشروع حياه بتكون متاكد تستفيد 100% من الفرص، لانه انت اصلا منتظر هذه الفرص لتاتيك. الفكرة بتاعت مشروع الحياة بيزيد احترام الذات والوعي الذاتي ومعرفة نفسك واستيعاب السلوك، وأيضا تعمل لك تخطيط وتحديد الأولويات واتخاذ القرارات وفقا للأهداف. هذه المسألة مهمة جدا. الإنسان بطبعه يرتبط بالمكان والزمان في أي حركة لحياته. الارتباط اللي احنا في الكتابة بسموها الزمكانية للحدث، سواء كان قصيدة أو حتى لوحة ولا رواية ولا قصة، بتلاقي الأحداث تدور في أزمنة وأمكنة مختلفة. الفضاء بتاع الروي هذا أو بنسميه الفضاء الحكي هو دائما مربوط بالأزمنة والأمكنة. فالشخص الضعيف في منطقة اسمها غبيش في ولاية غرب كردفان، زي ما مشير لها أنا في السهم الأحمر هنا، مدينة يعني بسيطة إلى حد ما، ذات موارد ضخمة مهولة، ولكن يعني لم يستفيدوا من مواردها بأي حال من الأحوال. حتى نحن عندنا قبل أسبوع على فكرة كان عندنا اعتصام في غبيش يمكن 10 أيام في الميدان بتاع الحرية، عندنا اعتصام كل البلد معتصمة فيه يعني. أوكي، لأنه كان بيتكلم عن أنه الموارد أصلا ما مستفيدين منها نحن. طبعا نظام الحكم الفيدرالي ولا مش عارف إيش بتاعه، هنا أنت تجيب الإيرادات وتمشي المركز، تمشي الولايه، من الولايه تمشي الخرطوم، بعد ذلك تجيك راجع انت في الصوره بتاعت اوكي. فمنطقه يعني فيها جمال اخاذ جدا، اذا كان احنا بنقيس الجمال بالطبيعه طبعا والبيئه وكذا يعني. درست في المنطقه دي في مدرسه اسمها، احنا كنا بنسميها مدرسه غبيش الشرقيه، لكن طبعا بعد الفتره بتاعت الانغاز وكذا جاءت الفكره بتاعت تسميه المناطق بالاسماء بتاعت الصحابه وكذا، لا ضير في ذلك، ولكن التاريخ لا يتغير. التاريخ يكتبه الاشخاص ولكنه لا يتغير، والاحداث لا تتغير، تكتب في التاريخ. فهي لحد اللي احنا بنقول لها مدرسه غبيش الشرقيه يعني. وهي تاسست بدري جدا 1938. واحنا كنا محظوظين من
من الناس اللي درسوا فيها يعني، ودرسوا فيها ناس كبار جدا يعني في السلك بتاع الدولة وكذا يعني، من أبناء المنطقة. ولكن كعادة السودانيين دائما إحنا يعني عندنا إشكالية في أنه لا نحتفي بأشياء الثمينة أصلا. يعني بعد ما يموت الفنان أو يموت الشاعر أو يموت الأديب ولا ما عارف رئيس الوزراء ذاك كان كذا وكذا، حتى بعد ذاك نجيب الروي بتاعنا الجيد وكذا أو الأحداث الجيدة عنه، وبنفس القدر لا نهتم بأشياءنا الثمينة يعني ممتلكاتنا يعني. فهذه الصورة بتاعتكم قدامكم، هذه الصورة للمدرسة دي يمكن من 38 اتغيرت فقط الأبواب البجاية دي، الفصلين دي اللي هم الفصل السادس والخامس والسادس يتغيروا في زمن احنا كنا ممتحنين، في زمن نميل أظن غير السلم التعليمي، ما في أي إضافة تانية. الجانب الخلفي فيها ستة عنابر، وفيها ميز للأساتذة وبيت لمدير المدرسة وكذا يعني، موجودة بنفس الهيئة. بعد ذاك تدخلت السياسة في أنه يقتسم جزء من العنابر بعد أفرغت الداخليات وكذا، يعني خصصوها لمكاتب بتاعة التعليم، وجزء يتخصص مش عارف لكذا يعني، كل مرة بيقطعوا حاجة كحالة الفترة اللي فاتت في زمن السودان يعني. في 2005 الصور هذه مأخوذة 2005، أنا طبعا أنا من أبناء المنطقة لكن كل مرة بزور المدرسة، ولكن دي زيارتي لها كانت في 2005، وجلست في نفس الكرسي ده اللي هو الصورة على يدك الشمال الأسفل دي، اللي هو الفصل درست فيه سنة أولى ابتدائي يعني. وهناك الفصول اللي درسنا فيها الخامس والسادس وكذا، وبعدها اتنقلت لمدرسة افتتحت في نفس المدرسة دي. طوالي احنا درسنا خمسة وسادسة، قاموا عملوا حاجة اسمها الثانويات العامة، وقتها كانت في وسطى وكانت المدارس أولية، قاموا غيروها عملوها المدارس الابتدائية، وبعدين طوالي عملوا سموا المتوسط ده سموه الثانوي العام. فافتتحت مدرسة غبيش الثانوية العامة واحنا كنا أول دفعة فيها. والصورة اللي فوق دي وأنا في مدرسة غبيش الثانوية العامة، ومعي الزملاء ده أو اللي جالس على يعني معي في الكرسي ده صديقنا واخونا المستشار المرضي صالح، هو حاليا في كان وكيل الوزاره وحاليا في الـ في الـ في الـ في واحده من مؤسسات الدوله يعني، واخ اخر اسمه حسن ابراهيم هو موجود في مدرمان دلوقتي، مقيم في مدرمان. هذه المدرسه درسنا فيها 3 سنوات، وكنا بدوا لنا بفصلين بتاع قش يعني كرانك 2 وكورنيكين لان احنا كسكن يعني، كانت في داخل المدرسه يعني. ادونا فصل عشان من العنابر خصصوا لنا فصل، وبعد ذاك عملوا مكتب الاساتذه هنا جوار الفصل الخامس والسادس ده يعني. واستمرت بنا الحال في غبيش وارتباطنا بها بالمنطقة والأهل وكذا، فقط شوية طلاب جونا من مناطق مختلفة من غبيش يعني حوالين المنطقة يعني. درسنا فيها المتوسطة 3 سنوات، وهنا أذكر أنه من الناس المهمين جدا أثروا فينا شديد، وسبحان الله يعني يمكن متواصلين إحنا مع أساتذتنا اللي أسسوا المدرسة معانا، هذه من الأشياء المهمة جدا يعني. يمكن ونحن في افتتاح كلية غبيش 2017 عندنا جروب في الواتساب مسمينه غبيش الثانوية العامة الدفعة الأولى، عندنا زملاء في يعني في دياسبور اللي مقبولة في أمريكا مش عارف في السعودية هنا مجموعة، فبنتلاقى يعني بصفة راتبة في اليوم الواتساب وكده. فقالوا يا جماعة لما نيجي افتتاح لنا لازم نكرم أساتذتنا الأوائل، وهم موجودين في المنطقة سبحان الله يعني. فكرمنا أساتذتنا الأوائل اللي هم وقتها كانوا على وشك المعاش يعني، حاليا نزل المعاش، وكانت لفتة بارعة جدا بالنسبة لهم يعني كونه لسه عندهم طلاب بيتذكرون بالخير وكذا يعني. ولكن الشاهد في الأمر إحنا متواصلين معهم يعني، لأنه أنا من أبناء المنطقة وهم أيضا موجودين في المنطقة يعني، فيهم ما تربطنا به وصلة الغرابة بتاعت الرحمس، وفي ناس ما تربطنا به وصلة بتاعت أنه أستاذك وكذا. فأول من تنزل الإجازة لازم تمر على هذه الشخصيات الأساسيات يعني. وارتبطت جدا بالمنطقة لحد الآن يعني، أنا لا تمر علي سنة أو سنتين لازم أمشي غبيش بأي حال من الأحوال يعني، حتى في الظروف البدري يعني كنت برضو بروح يعني.
يعني لما نجي من ألمانيا بمشي غبيش، لما نكون في ماليزيا ولا هناك بيجي بمشي غبيش يعني. انتقلنا من المتوسطة دي، وفي المتوسطة دي من الأشياء مهمة جدا أنه نحن في المتوسطة في السنة الأولى، الكلام ده على ما أعتقد في يعني نهاية 72 أو أول 73، كان أظن في إضرابات مشهورة في الخرطوم. كان فجونا ناس مدرسة النهوض الثانوية في النهوض، مندوب الاتحاد جانا بالمساء بالليل واجتمع بينا في الميدان برا، ونحن شوفوا الأشكال دي كنا صغار يعني، اجتمع بينا قال لنا بكرة لازم تطلعوا انتوا في مظاهرة، لأنه أظن مظاهرة رمضان على ما أعتقد، فقال لازم تطلعوا ودي الشعارات اللي هتقولوها ومش عارف ايش وبتاع وكده يعني. وفعلا بعد ذاك بالليل رتبنا الامور، احنا كنا من الطلاب الصغار يعني، ما كان افتونا في الموضوع يعني، ولكن الصباح كلمونا قالوا لنا احنا لله ما في دراسه، من هنا طوالي نطلع نمشي على الفصل، ونطلع طوالي نمشي في المظاهره يعني. تخيل احنا فصل واحد كلنا زي 51 طالب يعني، في ناس ما مشوا ما طلعوا المظاهره، لكن جزء كبير طلع المظاهره مشينا. الحادثه دي بتذكرها جدا، انه في طالب من المدرسه الابتدائيه دي، نحن طبعا جيرانهم، طالب في الصف الثاني ابتدائي طلع معانا المظاهرة، ولد صغير جدا لكن وش شجاع بشكل ما عادي، اسمه حامد الرحيم، أنا أذكر اسمه جيدا يعني. بعديها مشينا على مشينا لفينا السوق وجينا راجعين، والناس بيستغربوا يعني شنو الطلاب هذيل يعني، كنا في حدود كم 30 طالب يعني، بنهتف بالشعارات دون لا في بالليل. وبعد ذاك بعد أدينا هناك جينا مارين بالشرطة، الناس الشرطة ما تكلموا معانا وكذا، لكن وقفنا نهتف قدامهم. فمذكر الصول جه طالع علينا، فعندنا واحد من زملائنا من اصدقائنا من هنا بحييه، وقتها هو كان من الناس القائدين المظاهره، فقبل ما يصلنا هو ده مسك القميص بتاعه شرطه، شرط قميصه وقال له اضرب. فسبحان الله يعني الراجل جاء وقال له لا يا ابنائي انتوا امشوا في مظاهرتكم ومش عارف كذا وهنا، لا انتوا ما عملتوا حاجه خطا وبتاع كذا يعني، ورجعنا للمدرسه. فدي من الاشياء. وطبعا بعدها خلاص بدأت المسائل هذه، كل سنه كان بيكون في اضرابات كده. انتقلنا من غبيش المتوسطه لمرحله الثانويه، ودي كان لما امتحنا في طبعا لما امتحنا في الابتدائيه كان وقتها تذاع المدارس بالارقام الجلوس، وانا اذكر جيدا يعني لما امتحنت من المتوسطه من اللي هي سموها وقتها الابتدائية وتذاع المدارس، ما عارف مدرسة أي كذا لم ينجح أحد، مدرسة كذا كذا 425 320 كذا برقم الجلوس يعني. فما كان عندنا راديو في بيتنا أنا، فعندي عمي عنده راديو، وبعدين مسافة منا بعيدة يعني، فانتقلت لبيته عشان أنا أسمع الإذاعة بتاعت النتيجة. ففعلا سمعت الرقم بتاعي وطلعت، وكانت المسألة أن الآخرين طبعا المجتمع بسيط جدا، ما كان لا كان يدرك هذه المسائل يعني شنو يعني أنت يذيعوك ولا كذا، لكن وضحت للناس والله أنا خلاص تم قبولي من المدرسة دي، ماشي لمدرسة ثانية يعني مرحلة أخرى يعني. وجيت جارية في السكة وريت أهلي وكذا، وكانوا الناس يستبشروا بالمسألة دي خير يعني. وبعدها انتقلت من الابتدائي للمتوسطة بنفس القدر، امتحنا بدون أي ضوضاء، احنا داخلية بنمتحن وما شاء الله الدولة كانت موفرة لنا أي حاجة يعني. وبعد ذاك قبل ما نخلص جات في أرانب كده بيملوها الاختيار الرغبات، فتختار أنت تكتب اسم يعني، كان في فرص بتاع أكاديمي وأكاديمي شعبي وفي فني. فالناس طبعا كانوا ناقشين الفيلم وكذا كانوا بيكتبوا على حسب المستوى بتاعه، احنا طبعا ما كنا ناقشين، كتبنا اكاديمي وخلاص. لما جه التوزيع للمدارس الاكاديميه كان اعلى شويه، وبعدين يجي المدارس الشعبيه وبعدين تيجي المدارس الفنيه، فما اخذوني انا لانه ما كنت اكاتب، فاضطريت اعيد السنه والسنه الجايه امتحن يعني. فامتحنتها، والمره دي طوالي كتبت انا معرفت الموضوع، قلت لا انا لازم امشي مدارس فنيه. ليش؟ لانه لو كتبت النهوض جنبنا حكون خارج انا اوكي، واصلا مناطقنا بيزعوا للنهوض، فقلت يا اخي انا امشي اقرا مدارس فنيه.
فمشيت قبلت في مدرسه طلحه الزراعيه، لانه كان واحد من زملائي اللي امتحن قدامنا من اول جيراننا هو مشى طلحه الزراعيه، فحكى لي عنها الجزيره ومشروع الجزيره ومش عارف ايش، وعندنا البان وعندنا تصنيع غذائي وعندنا كذا. فقدمت للطلحه الزراعيه. الزراعه اصلا انا مما كنت صغير مهتم جدا بمساله الزراعه دي. يعني انا اذكر صغير جدا كثير جدا من الاشياء بتحدث لي في البيت اللي هي لها علاقه بالزراعه. انا اذكر اول مره وصلت يعني عطاني كلب، وانا كنت عندي شجر بسقفيهم، عندي طماطم زارعه حول البيت كده وزاريمه، فالكلب جاري بعدك مديت يدي له وعضاني كلب، وانا كنت بسقف الزراعه بتاعتي يعني. فمهتم جدا بموضوع الزراعه ده من انا صغير. طبعا لما نجينا المدارس والداخليات وكده كان في برنامج خاص للطلاب انك لازم في مزرعه خاصه ملحقه بالمدرسه الطلاب يمشي يشتغلوا فيها، وفي احواض بتاع الزهور يزرعوها، وفي شجر بتاع النيم لازم يزرع، وفي معر، يعني اشياء كثير جدا كانت في الفلاحه المدرسيه يعني. فدي شجعتني جدا في موضوع الزراعه. تغنت المساله دي لما التحقت بالطلحه الزراعيه في الجزيره يعني. بنشوف احنا هنا عندنا في المنطقه زي ما ذكرت انا، هي منطقه مرتبطه جدا بالاقتصاد السوداني بشكل كبير، يعني اهم ما يميز غبيش الضان الحمري، معروفة المسألة دي بالنسبة للناس اللي لهم علاقة بالإنتاج الحيواني وكذا. وعندهم قطعان كبيرة جدا، وعند سوق مشهور بشكل كبير يعني. حتى الإنجاز في أوائل التسعينات فكروا يعمروا مطار هناك، واستقطعوا جزء من أراضينا عشان يتعمل مطار كذا، وجو مسحوه وكذا، لكن كان بيفتكروا أنه يفترض طوالي من الخرطوم تترحل إلى بورسودان مثلا، لكن ما 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 نفذ المشروع كعادة المشاريع اللي هي مشاريع طق الحنك يعني. فالمنطقه مرتبطه ايضا بانتاج السمغ العربي بدرجه كبيره جدا، يعني الناس هناك نشاطهم الزراعي وانتاج حيواني. في الزراعه بيزرعوا الفول السوداني كاش كروب، السمغ العربي طبعا ما بيزرعوه لكن من الغابات بتاعتهم، وبعد ذلك بيزرعوا اللهم صل على النبي الدخن اللي هو الوجبه الاساسيه عندهم، بيتغذوا على الدخن بشكل كبير. وواحده من الحاجات اللي احنا وجهنا عليها ابحاثنا كثير جدا للاشياء المرتبطه بالمنطقه، كل ما يتعلق بالمنطقه. وطبعا ده بعد شوية هنشوف كيف إشارات المشروع الحياتي بتنعكس على المكان يعني. فمن الحاجات المهمة جدا عندنا هذه الصورة اللي على الأشجار دي، أشجار التبلدي دي، في زيارة من العائلة كله من ننزل الإجازة وكده، ومرتبط أنا شخصيا مرتبط بها وجدانيا حتى على مستوى الأبحاث. أهم يعني كثير جدا من الشغل بتاعي كان وجهته لي، سواء كان الصمغ العربي ولا البعوباب اللي هو التبلدي ده، لانه هو من الاشجار اللي دلوقتي في العالم كله بقى اهتمام بها كبير جدا. هنشوف بعد شويه لما جينا في الماجستير انا اهتميت باشجار الحميط، وهي من الاشجار برضو اللي لقت رواج عالمي يعني، حتى عندها صفحات كامله على الانترنت وشركات كامله بتشتغل عليها، وحتى يعني اتنقلت من جنوب افريقيا لاسرائيل يعني، واستوطنوها وعملوها واحده من الفواكه اللي بتصدر لي اوروبا يعني. طبعا الواقع يشيل الوضع الحالي لحياتنا، كيف تصنع مشروع حياتك الخاص؟ ضروري جدا الواحد يفكر كيف يصنع، بالنسبه للشباب كيف يصنع مشروع حياته الخاص؟ وانت اصلا المسائل مرتبطه بوضعك الحالي، حوالينك مجموعه من الموارد وعندك مهارات ومواهب. الهدف الرئيسي من وبالتالي من ثم عشان تحقق هذه الاهداف لازم يكون عندك قيم محدده، لازم تكتب ومنطلق من قيم اخلاقيه بلا شك. يعني حتى الناس اللي انسلخوا من قيمهم وكتبوا ما لقوا رواج كبير على فكره، صحيح مرات بعض الاشياء كده يعني بنشوفها نحن عندنا على مستوى الكتاب في البدان العالم الثالث وكذا، هو بحاول ينسلخ من القيم والمعتقدات بتاعته بشكل كبير عشان يجاري انه مثلا يكون له صوت في الغرب وكذا، لكن بتبدا فكره بتاعت انتعاشه كده ويختفي الشخص يعني. لكن من الحاجات المهمه جدا انا بفتكر الناس مثلا اديبنا الكبير الطيب صالح يعني، يعني ربنا يرحمه ان شاء الله يا رب، هو من الناس اللي كان عنده مشاريع مرتبطه بالقيم الاخلاقيه بشكل كبير جدا، ومرتبط بالسودان بشكل مبالغ يعني، سواء كان من داخل الكتابة بتاعته أو حتى أفكاره يعني. عشان كده اختير
من أعظم ما كتبه في خلال المئة سنة الأخيرة يعني، وارتبط اسمه بشخصيات كبار جدا يعني. فده لأنه هو مرتبط بقيم أخلاقية محددة يعني، وتجد الشخص لا يتغير، لأن الإنسان اللي بيحمل أفكار وبيحمل مشاريع كده وعنده أهداف محددة لا يستطيع أن ينسلخ من ذاته بسرعة يعني. ولكن إذا كان المشروع فيه أي خلل، أي إشكاليات أو عقد أو مشاكل، فالانسلاخ منه يكون سهل يعني. كثير مرات الآخرين ينسلخوا، يتكلم عن أشياء أو يكتب أو يبرز مسائل تلاقيها ما جيدة. وكثير جدا بنشوف هذه مرات عند أصدقاء الفنانين الرسامين يعني، أو الناس اللي بينحتوا ولا كده، مرات كثير في ناس بيحصل لهم خلل في أنه هو ممكن ينسلخ من فكرة مشروعه الأساسية، أنه هو مرتبط بزمان ومكان محدد ومقيم أخلاقية محددة بعدين ينسلخ منها. فما بيمشوا كثير، بالعكس الناس اللي بيمشوا كثير هم اللي بيكونوا مواظبين على مشاريعهم حتى لو كانوا في بلدان أخرى يعني. طب احنا بنعرف كثير من السودانيين مفكرين وأدباء وفنانين ورسامين عاشوا في اسبانيا، عاشوا في امريكا، في اوروبا، في كذا، ولكن متمسكين بمشاريعهم بشكل كبير جدا يعني. هذه انعكست بشكل كبير جدا على داخل اوطانهم يعني، سواء كان في مجال الكتابات او مجال الفنون، ممكن نتحدث عنها لما نيجي للنواحي بتاعت الادب وكذا. من ربيش بفهم انه طبعا الانسان بيحاول بقدر الامكان بكون شغوف بفكره النبش والبحث عن الامكنه الاخرى. الناس بيسموها ترحال، ناس بيسموها اسفار، ناس بيسموها كذا، ولكن الفكره الاساسيه انك انت تنتقل من مكان الى مكان. تنتقل طبعا تنتقل بجسد وكذا، لكن كثير من الاشياء انت بتكون مرتبط بالجهه اللي بتنتقل منها يعني. فمن المحطات المهمه جدا، وانا زودتني كثير بالاشياء ورسخت في ذهني مساله فهم الزراعه بشكل كبير جدا، اللي هي مدرسه طلحه الزراعيه، واحده من المدارس القوميه كانت في السودان، وهي مدرسه اسست سنه 71، ويمكن احنا كنا الدفعه الخامسه فيها. وخريجين هذه المدرسة دول اشتغلت لحد 94 على ما أعتقد، بعدين جاءت الفكرة بتاعت معارف معسكرات تدريب الدفاع الشعبي وكذا، فنزعوها عملوها مركز بتاع تدريب ودهورت المدرسة. هذه الصور زي ما شايفين، ده واحد من الصور بتاعت المدرسة، كانت مدرسة يعني. تعلمت فيها أشياء كثيرة جدا، أهم ما تعلمته في هذه المدرسة المهارات، مهارات التصنيع الغذائي، لأنه إحنا دخلنا للمدرسة دي وفيها أول شيء عندنا 24 أستاذ مصري، وعندنا 2 أساتذة من إيرلندا للغة الإنجليزية، وعندنا كوكبة من الأساتذة السودانيين، ونحن من كل بقاع السودان، وأقل طلاب عندنا كانوا من الجزيرة يعني. ناس كنا إحنا فصلنا من الجزيرة كان عندنا واحد، كنا بيقبلوا لنا الفصل فيه 3 مع بعض، ألف وباء وجيم يعني. فأنا أذكر فصلنا ألف كان فيه واحد صديقنا من الجزيرة يعني، الباقيين كلهم من شتى بقاع السودان، شرق السودان بكامله، بور السودان وكسلا، وبعد ذاك شمال السودان من طالع من الجليد لحد حلفة، وغرب السودان ده احنا كنا بنسميه كردفور يعني، ناس كردفان ودارفور بكل التقسيمات بتاعتهم يعني. واخواننا الجنوبيين كانوا بيحتلوا حيز كبير جدا في المدرسة يعني. فالمدرسة دي بشكلها القومي ده كانت بوتقه مهمه جدا، ان تصير فيها كثير من الاشياء والافكار يعني. احنا اول ما دخلنا الثانوي يعني عرفنا فيها كيف الجرائد الحقيقيه والتيارات السياسيه، والكلام ده في السبعينات في اوج عظمه نظام نمير يعني، وقتها بدات مناوشاتنا المعارضه وكذا وناي، وكان كثير جدا احنا مظاهراتنا من الطلحه تنتقل الى مدني اونفوت، مدني زي 17 كيلو، فكانت كل فتره ثانيه في مظاهرات، فوالله نطلع نمشي مدني برجلينا، ويجونا ناس الاحتياطي ديل وكذا وهنا لسنه نركب نرفض الى ان نصل مدني. فكانت اشكاليه، كان دائما كونوا ناس الطلحه ديل يجوا داخلين مدني فكانوا بيعملوا مشكله، فكان دائما بيقفلوا لنا مدني ما ندخل مدني يعني. ويعني النظام النميري كان القى يعني، بدا احنا جينا في 76 بدات الفكره بتاعت على المستوى السياسي كانت في المصالحه اظنه، وبعدها طوالي عفوا 76 جات المساله هو سموها ناس نميري، كان
اللهم صل على النبي، اللي هي الحركة بتاعت محمد نور سعد، المرتزقة، المرتزقة المرتزقة، هم سموها المرتزقة، نعم. ودي فيها طرفة بتذكرنا بحاجة مهمة جدا. يعني حصلت المشكلة دي، وعندنا صديقنا من أولاد جبل مرة اسمه عبد المولى، راجل عبد المولى ده من الشباب اللي ربنا سبحانه وتعالى حباب وموهبة بتاعت حفظ المباراة. ده كان بيحفظ الزمن ده كان في العربي، كان عندنا حاجة اسمها المعلقات، فكنا ندرس معلقة عنتر بن شداد، فهذا عبد المولى كان يحفظ المعلقة من تحت لفوق. وعبد المولى ده من الناس اللي تم قبضهم في مدني باعتبار انه سحنته وشكله كده، فقالوا الزول ده من المرتزقه، شالوه ناس الامن خطوه وكذا. وده يا جماعه انا طالب في الطلحه الزراعيه ومش عارف، الصوت بيقطع شوية يا بروف. لم يتصل على وكيل المدرسه منه انه هو من الناس بتاعنا الحركه. الو الو، ايوه، الصوت شوية كده كان مقطع قبل شوية. كده كويس، اوكي كده كويس، كويس، شكرا يا انور. فهذه المدرسه يعني سهرت، يعني تعرفنا فيها على الافكار السياسيه، الشيوعيين، البعثيين، اخوان المسلمين، معارف، يعني حاجات كثيره جدا من النهج السياسي كان شفناه، وكانوا نشيطين جدا، كل مجموعه عندها صحف حيطيه وعندها ندوات وعندها وكذا. يعني اذكر واحده من الندوات المهمه جدا كانت عاملينها الاخوه في التنظيم الاسلاميين، وعندنا استاذنا لو حي ربنا يميت في ايامه وتوفى ربنا يرحمه ان شاء الله، اسمه الطيب عبد الغفار. هذا الطيب كان احنا كنا نطلق عليه تحت تحت، بنقول لهم ولا سيدنا عمر بس، يعني كان يمثل لنا نوع من الكاركتر القويه جدا. وكل الاساتذه كانوا بيلبسوا بناطيل، هو بيلبس جلابيه سودانيه وعمه كده وكذا يعني، وكان صعب جدا يعني. ففي الندوه بتاعت هو كان منتمي للاخوان المسلمين، فالندوه بتاعتهم عندنا واحد زميلنا قام ساله سؤال، وسؤال حقيقه هو في وقتها الطالب يمكن ما يكون مدرك الحقيقه بتاعت السؤال. فساله قال لي يا استاذ، هل الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم بصوره نهائيه انه كذا يعني؟ على حسب فهمه الطالب يمكن اختلجت عليه بعض الامور وكذا يعني. فما جاوب عليه، قال له خلاص انت تعالي بكره في المكتب بجاوب عليك انا يعني. فبعد ذاك احنا قلنا له اسم مبارك، هو من اولاد مناطقنا هناك من الهود يعني، يا مبارك انت كيف؟ انت ما عارف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معصوم من الخطأ خالص، ما في اي هذه المفروض ما تشك فيها اصلا انت. قال والله يا جماعه انا عايز اتاكد من الاستاذ ومش عارف والله. قلنا له خلاص اي تو انت بكره تحل لك، امشي للاستاذ. فالمهم هو مشى للاستاذ، والاستاذ كان يعني كان فيري تف يعني، انا ما عايز اقول اللي قالوا ليش، لكن كان فيري تف لدرجه ما تخيل انت اصلا. المهم بعد ذاك يعني صديقنا طبعا عرف الحكايه كويس وكذا، واستقام على الفكر بتاعته وكذا. فبعد ذاك من الاميز الاشياء كان عندنا اساتذتنا المصريين، هم كانوا بيدرسوا كل ما يتعلق بالكورسات الخاصه بالزراعه. المدرسه دي كانت يعني انا درست في بعدين لحقت معهد شنبات ومشيت جامعه الاسكندريه كليه الزراعه، من الكليات الكبيره جدا، ومعهد شنبات من المؤسسات القويه. لكن صراحه من ناحيه بنيات تحتيه، من ناحيه مهارات، انا اللي اكتسبتها في هذه المدرسه ما اكتسبته في المحتات الثانيه. ببساطه جدا كان عندنا البان، معمل بتاع البان متكامل، كل ما تخيلك بالالبان يعني. عندنا معمل بتاع صناعات غذائيه متكامل. عندنا حظيره بتاعت انتاج حيواني فيها كل انواع الحيوانات، كله. حتى تتخيل اللهم صل على النبي، النعام، مش عارف الجمال، الخيل، كلها كانت عندنا في البيت. ولانه كانت عندنا يعني عياده بيطريه يعني. وطبعا الدواجن، وعندنا فقاسات اوتوماتيك، يعني احنا الكلام ده في 76 77 عندنا فقاسات وبتشيل 3000 بيضه تشتغل اوتوماتيك يعني. فكانت المدرسه هي فيها جانب انتاجي، يعني منتجاتها بتمشي السوق من القريه ولمدني جوا، وعندها حته بتاعت عرض لمنتجاتها في مدني، وبعدين بالذات لما يكون في الاعياد بتاعت
الدوره المدرسيه وكذا، فالمدرسه كان عندها مشاركات كبيره جدا. فكنا احنا في من خلال العملي كنا نتدرب على كل هذه الاشياء. اوكي. فحقيقه اكتسبنا فيها مهارات، بالاضافه للمهارات الاخرى. كنت شغوف جدا انا بالقراءه، يعني بالاطلاع. الكليه المدرسه كان فيها مكتبه كبيره جدا. انا اذكر كانت توفر فيها كتب حتى انا ما اعرف الزمن ده كان الفهم شنو يعني. يعني كتب في المجال الاشتراكي، الكتب في مجال الرأسمالية، الكتب في كل مجال الأنواع، مثلا الأدروب والفنون والثقافة وكذا. أوكي. فكانت فرصة كبيرة جدا إن إحنا يعني ننهل منها واستفدنا منها. يعني حتى لما بعديها جينا معهد شنبات وأخذونا مجموعة لمعهد شنبات، لأنه كانت الفكرة بتاعت أنك تمتحن من الثانوي الفني للجامعة، كانت أنك تمتحن 15 مادة أنت عشان تدخل مثلا جامعة كلية الزراعة الخرطوم أو كذا يعني. طبعا المنفذ الوحيد لنا كان كلية الزراعة الخرطوم، أو المعاهد الزراعية، كان في 3 معاهد زراعية يعني. ففي بعد ذاك حصلت إشكالية، فإنه نحن عندنا أستاذنا بتاع الكيمياء حصل له ظرف، وكان هو استاذ سوداني كان بيدرسنا، وحصل له ظرف اتنقل لمدينه ثانيه، ونحن الكلام ده شهر 12 يعني. وقدر ما اجتهد المدرسه عشان تلقى لنا استاذ بتاع كيمياء، ما لقيت يعني، بيجينا استاذ زائر من مدني مره مره كده. فحسيت انا كنت ماخذ ال 14 كورس دي عشان امتحن، لانه كان عندي فرصه فكره انه اقرا جامعه، اقرا اي يعني انافس يعني، سواء كان في المجالات الطب او الصيدله او خلافه يعني، او الزراعه يعني. ففوجئنا شهر 12 نهاية 12 أنه المسألة كده صعبة علينا يعني. فأنا تركت الجانب الأكاديمي وامتحنت في الجانب الفني. وقتها ما كان بيدخلوا الفنيين للمعاهد، لكن سبحان الله سنتنا ديك، ما عارف سنتنا ديك، فتحوا للفنيين يدخلوا بالشهادات الفنية للمعاهد الفنية، وكانوا 3 معاهد اللي هو معهد شنبات الزراعي وأبو حراز وأبو نعامة. وكنت من المحظوظين انه دخلت معهد شنبات الزراعي، ومعي كان زملاء من اصحاب من اصدقائي معي من المدرسه، مشينا معهد شنبات. فالشاهد في الامر احنا لما نقينا معهد شنبات ما كان عندنا مشكله اصلا في كل العلوم اللي درسناها. الفرق الوحيد انه درسنا بالعربي، جينا هنا بندرس باللغه الانجليزيه. وعشان كده كنا متفوقين جدا يعني. البورد اللي فيه بيدخلوا فيه الطلاب 5 طلاب كل سنه، ده كنت ما بطلع منه اصلا. و شنبات طبعا انتقال من الجزيره لشنبات في الخرطوم بحري وكده. وقدامنا برضو زملاء امتحنوا من المدرسه قبلينا يمكن بسنتين او 3، برضو جيناهم في المعهد. فكانت المعهد معهد شنبات ما غريب علينا. وتميز المعهد ده يعني بصفه لحد الان انا استغرب فيها يعني، انه يعني احنا مرتبطين مع بعض بشكل رهيب يعني. معهد شنبات ده احنا كان عندنا تور بنطلع كل سنه بنلف السودان ده، بنمشي مشاريع زراعيه. فاول ما نمشي اي مشروع بنسال من الشنباتي وين. الشنباتي ده كان مدير المشروع او موظف او فني بتاع الزراعه في المشروع، هو بيستضيفنا يعني. وبعد ذاك يعملوا لنا الولائم وكذا، وعندنا ارتباط كبير جدا. كل سنتين بنعمل احتفال في المعهد، فكان بيجونا الخريجين من مشاريع كنانه، يجونا من ومشروع الجزيره، يجونا من الرهد، يجونا كذا، وبعدين يجنوا ويحتلوا الداخليات بتاعتنا دي. والغريب يجوا بسيارات، وانا الزمن ده طبعا كان المهندسين الزراعيين العربيه كانت اهم حاجه. ناس كنانه ديل كان بيجوا بالسوزوكي، عندهم سوزوكي خاص كده للزراعيين. فكان بيجوا ويجنبوا يوم ويومين وكذا، ويعيدوا ذكرياتهم وبيعملوا شغب كبير جدا كان، لكن هذا الشغب كان محبب بالنسبه لنا. وده كان نوع من ارتباط الخريجين بالمؤسسه دي. وافتكر لحد الان عندهم رابطه الخريجين. الصورة الأسفل دي يعني أنا أوضح لكم النوع ده من العلاقات. إحنا طبعا الزملاء ديل عندنا جروب كبير جدا اسمه شامباتا، يعني يضم أعداد كبير جدا، وبعدين دفع مختلفة يعني. ولكن الناس اللي دفعتك بتكون مرتبط بهم بشكل مبالغ يعني. أسي أنا زملائي درسوا معايا في معهد شامبات ومشوا معايا الإسكندرية، أول ما مشوا معايا مرتبط معاهم بطريقة يعني الناس ما تتخيلها يعني. حتى أنا لما اولادي بيستغربوا يقول لي يا ابوي كيف انتوا ناس قريتوا الجامعه قبل 30 سنه وكيف متواصلين لحد الان؟ لما نسوكم زيارات لهم مثلا، احتفالات زواج مثلا، وفاه كذا، ويجونا يعني. تخيلوا ديل
يعني يمكن ده 9 من الزملاء زاروني انا هي في منطقتي قاعد فيها دي في الكامل هنا في 2016. واحدين جاي من الكويت، يمكن في 2 جاي من الكويت، وواحد جاي من السودان او 2 جاي من السودان، واحدين جاي من مناطق مختلفه من السعوديه. فجو يعني زاروني في المنطقه دي يعني، وقضينا يومين كنا مع العائله كده. ولانه انا زوجتي ربنا يرحمها الاولى كانت امي يعني، على ان شاء الله من الصالحين يا رب ويغفر لي، كانت زميلتي يعني، فهي زميله لي وزميله لهم في عام واحد. فقضينا، وهذا يدنك شنبات دائما يعني، احنا نروح الخرطوم في اي اجازه لازم نمشي الساحه الخضراء، عندنا اجتماعات بنجتمع فيها يعني احنا واسرنا يعني. فهذه الرابطه اذهلت الكثيرين جدا، في ناس كثيرين جدا بتفكروا بيتكلموا انه كيف الشنبات هذول يكونوا مرتبطين بهذا المستوى. لما اتنقلت انا من محط شنبات حقيقه بعد خلصت المحط، وفي محط شنبات انا مارست يعني نوع من العمل السياسي، كنت في الاتحاد. الاتحاد وانا في السنه الثانيه وفي السنه الثالثه، الاتحاد السنه الثانيه وكنت يعني سكرتير رياضي، وفي السنة الثالثة كنت في المجلس الأربعيني، رئيس المجلس الأربعيني للاتحاد. وطبعا في الزمن ذاك كانت خلاص النظام النميري على وشك انه يعني يتداعى، اللي هو في 83 84. وبعد ذاك كانت في الأنشطة اللي هي المعارضة بشكل رهيب جدا يعني، وكانت كل فترة ثانية بيجي الدبابات وداخلين الحرم الجامعي ومش عارف ايش وبتاع، ومشاكل كثيرة جدا. اذكر واحدة منها، نحن ممتحنين في 84 استغلينا وضع محدد كان عندنا في المعهد وعملنا اضراب كده، والاضراب ده يعني شاطرة الله سبحانه وتعالى، وانه الناس على راس البلد في الزمن ده قرروا انه يجمدوا الدراسة في معهد الكليات التكنولوجية كله سنة كاملة. انا اذكر الكلام ده جيد يعني، دفعتنا كان جاي مديرين الدراسه لمده سنه، والقرار طلع من مجلس الشعب كان وقتها، عندنا واحد بروفيسور احمد الامين كان مدير المعهد، ربنا يديه الصحه والعافيه، هو من الشخصيات القويه جدا، الناس اللي اسسوا معهد كليه التكنولوجيا ده، فكان هو المدير بتاع المعهد. طبعا معهد شمال كان بيدفع له، كان بيدفع له معهد كليه التكنولوجيا اول شيء، او قبليها طبعا كان مستغل، كان بيدفع لوزاره الزراعه، بعدين تبعوه التعليم العالي، وبعدين تبعوه اللهم صل النبي لمعهد كليات التكنولوجيا. فكان الاضراب ده دفعنا ثمن احنا سنه كامله، كان جمد الدراسه يعني في معهد كليات التكنولوجيا او في معهد شنبات الزراعي على وجه الحديد تحديدا. وكنا مدبرسين جدا لانه سنه كامله. فانا قمت يعني مشيت البلد سريع وجيت راجع، لما جيت راجع حتى اتخذوا القرار بتاع انه جمد الدراسه، وجيت راجع على انا خلاص مجهز حالي امشي الاسكندريه، فاخذت مصاريفي من اهلي هناك وبتاع، وجيت على انه انا بس حامتحن واسافر، فلقينا انه جمد الدراسه، فاضطريت اكون قاعد عندي اخواني في الخرطوم قعدت معاهم. وقمت اشتغلت في شركه بتبيع الاجهزه الكهربائيه في مدرمان، في وسط مدرمان جنب البوسطه، شركه اسمها في مدرمان، شركه بتبيع اجهزه كهربائيه. كنا اثنين احنا في واحد مسؤول اكبر مني يعني اسمه ازهري، وانا كنت معاه زي الصبي بتاع الدكان يعني، انظف التلفزيونات الزمن ذاك، تلفزيونات جاداب شويه غسالات وما عارف افران كده ومراوح وبتاع، دي كانت الاجهزه الكهربائيه. فكنت الصباح اجي افتح المحل وانظف وبتاع كده يعني. فيوم من الحاجات اللي ما بنساها في حياتي جدا، انا جالس الشركه اسمها شركه الجيلين، هو واحد الجيلي محمد حسين، اللي هو ناس محمد حسين في درمان ده لو الناس بيعرفوا درمان كويس يعني، اسمه الجيلي، وواحد اسمه الجيلي من ناس امدوم، فعاملين شركه اسمها الجيلين في المنطقه دي بتبيع اجهزه كهربائيه وكذا. فالجيلي محمد حسين ده زي عنده علاقات مع ناس من درمان وكذا. فاذكر مره جالس هو جالس كده بيتونس مع جاته وحدي اللي هي عنده معاها بزنس يعني، الزمن ذاك كان ناس نميري قالوا يعملوا الرغيف المخلوط بالذره، او كانوا مثلا دي لناس مركز ابحاث الاغذيه اللي هم ده طبعا بيفتحوا مباشره على محل شنبات يعني، فكنا بنعرفهم بنعرف اشكالهم يعني، بقول لك ده دكتور فلان دي دكتوره فلانه كذا يعني. فاذكر اخت فاضله جدا اسمها بروفيسور منى العجب، هي كانت عندها بزنس معاه، لانه
او عندها شغل معاه، لانه هو قام جاب افران وهم ديل بيوروا الناس كيف يعملوا الخبز المخلوط وكده، وبعدين كيف الافران الكهربائيه والناس بلوا وكذا يعني. فهي زي كانت بتوزع المسائل دي من خلال الشغل ده يعني. فهي لما تيجي طبعا المفروض انا امشي اجيب مويه ولا اجيب بارد ولا كذا، اليوم قدمت على وكذا فسالتني قالت لي انت، لانه كانوا بيتكلمون عن الخلطات ومش عارف شنو، فانا دخلت يعني بفهم بحكم ان انا بفهم في الزراعه يعني وفي اللغز يعني، فقمت تكلمت عن حاجه كده، فهي حست اني انا شخص بيعرف حاجه يعني. فقالت لي انت بتدرس؟ قلت لها انا طالب في محطة شمبات ماشي الاسكندريه. يا سلام، طيب وماشي تقرا شنو؟ قلت لها والله انا ماشي اقرا محاصيل. قالت لي لا 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 امشي اقرا اغذيه. قلت لها ليه؟ قالت لي يا اخي انا دكتوره في مركز ابحاث الاغذيه. قلت لها والله انا شايفك يا دكتوره. قالت لي انا متخصص في مزرعه الاغذيه وهي متخصص في الحبوب يعني وكذا. قالت لي المجال ده واسع في السودان وبالذات للشباب وكذا، والمصانع كثيره وفي مصنع سعيد وفي مصنع مين وبتاع كذا يعني. ففعلا وكانت عندي فهم بتاع انا اقرا محاصيل، فغيرتها من خلال التوصية بتاعت البروف دي، وربنا يمد في ايام ويديها الصحه والعافيه يا رب. فهي غيرت لي الفكره وانا مشيت قريت الاغذيه من خلال الموضوع بتاع الاستاذه الدكتوره دي يعني. وانتقلنا بعديها بعد خلاص السنه تمت امتحاننا ومشينا مشينا الاسكندريه. طبعا الاسكندريه كانت عالم اخر بالنسبه لنا احنا، لانه الرحله من السودان عن طريق القطر لحد حلفة، ومن حلفة مكسنا فيها زي يوم كده وبيتنا، واليوم الثاني سافرنا بالبحر. وطبعا دي بتكون فيها حاجات كثيره جدا، احنا تلاقينا بنسافر شوله شنباتة مع بعض يعني، احنا كنا مسافرين 10 مع بعض يعني. اول شيء من الخرطوم ميزنا طوالي، دفعنا الميز مع بعض واشترينا الحاجات وزول مسؤول من الميز ومش عارف بتاع كذا يعني. مشينا الاسكندريه، لقينا قدامنا ناس زي ما مسمينه احنا وفد بتاع مقدمه، ده مش قدامنا عشان يظبطوا لنا الامور بتاعت القبول وكذا يعني. الشاهد في الامر وهذه مسائل مهمه جدا، وقتها طبعا احنا بنمشي على المنح يعني، احنا بنمشي بندرس هناك بيعتبرونا كاننا ما جايين على نظام المنح يعني. فبناخد بيرسري من السفاره، وده من ضمن الاتفاقيه اظن بتاعت مياه النيل السابقه، كان في زي 5000 منحه كده وشباب طلاب، فقالوا بتاع شنبات الحكومة في المنح يعني. لكن الشاهد في الامر انه كليه الزراعه في الاسكندريه كانت بالنسبه لنا عالم اخر يعني، لانه حقيقه اول حاجه ما كنا بنسمع بالتخصصات الكبيره دي لما كنا في السودان. في السودان كنا عارفين انه عندنا في جامعه كليه الزراعه جامعه الخرطوم، طبعا ورانا طوال يعني على فكره، ما حد شنبات بينه وبين كليه الزراعه جامعه الخرطوم بس المزارع بتاعت كليه الزراعه يعني، مزرعتين كده مع بعض فقريبين جدا يعني. فهم بيجونا في المعهد احنا نمشي عندهم يعني، حتى مرات نمشي نذاكر في المكتب بتاعتهم يعني. فعرفنا انه التخصصات عندهم التخصصات الاساسيه فساتين مش عارف انتاج حيوان حاجه زي دي يعني. طبعا دلوقتي تغيرت المسائل، لكن في الاسكندريه كان زملائنا بيقول لنا في 23 تخصص في الزراعه، فانت عندك فرصه اكبر يعني تكون متخصص اكثر يعني. فدي كانت حبيبين حكايه الاسكندريه مره كده في المنصوره، ثاني ما بيقولون في كليات ثانيه، وفي واحدين بيقبلوهم في جامعه في باكستان. اوكي ومن ضمنهن يعني اذكر استاذنا بروفيسور علي عثمان في جامعه الجزيره، هم من الناس اللي قروا في باكستان، وبعدين بروفيسور الشنباتي مالك حسين برضه من الناس اللي قروا في باكستان، من القيادات الكبيره جدا كان في العمل الزراعي، العمل بتاع الشنباتي دين، لانه هو لما كنا في شنبات كان بيجينا زيارات وكذا يعني. فانتقلنا لكل الزراعه يعني الاسكندريه مصر بحاله يعني بكل ما فيها يعني. بعد ذاك كليه الزراعه جامعه يعني الاسكندريه لوحدها حاجه ثانيه، لانه كان فيها الاندر جراديويت وحدهم كان 7000 طالب، والدراسات العليا كان عندنا زي 1100، فالكليه كانت كبيره جدا، وكل العرب دي اللي لقيناهم هناك بيجوا منح الكويت ما عارف السعوديه مش عارف. والاجمل ما في الامر كل الافارقه، وكان اجمل ما في الاسكندريه اللي هو الافريكان دي، ولانه الكليه تدرس باللغتين عربي وانجليزي انت تختار.
اوكي، فكانوا كل الاخوه الافارقه ديل بيدرسوا باللغه الانجليزيه، حتى زملائنا من جنوب السودان هم سودانيين لكن كانوا مسمين نفسهم اصوص، عندهم اتحاد خاص بهم يعني. اوكي، ومعانا زملاء من اريتريا ومن اثيوبيا، ديل عندهم اتحاد، بالذات الاريتريين كانوا مرتبطين بينا شديد يعني. يعني انا اذكر في معانا زميلاتهم جوازاتهم سودانيه لكنهم اريتريات يعني، قروا معانا في نفس الديبارتمنت بتاع الارز يعني. فمشينا الاسكندريه وعندنا زملاء مشوا قدامنا، جهزوا لنا كل ما يتعلق بالقبول والسكن وكذا يعني. العايز اركز عليه انه الرابطه بتاعت شنبات اللي هو الريليشن شيب دي لها اثر كبير جدا في حياتنا. يعني احنا لما جينا اتوزعنا على 4 شقق، كنا 45 طالب وعندنا 7 طالبات، وديناهم الناس بتاع الطالبات ونحن توزعنا على يمكن 3 أو 4 شقق فقط. وكنا والله مرات يمكن نفترش الارض لحد ما امورنا تستعد لانه نلاقي الشقق الثانيه وكده يعني. واول ما يصل واحد لازم نحطه في شقه وبعدين الميز واحد وبتاع كده يعني. فتره الاسكندريه من الحاجات اللي وثقت عرى الصداقه بيننا كزملاء مع بعض، حتى زملائنا في الكليه الثانيه، طبعا من الكليه في ناس بيقروا فيها من سنه اولى، احنا جايين سنه ثانيه، في ناس قاعدين بيقروا 3 4 سنوات قدامنا يعني. فما كان عندنا ارتباط شديد بهم، كانوا يعني كانوا دائما بيقول لك يا اخي الشنبات دي ما يعني ما بيدخلوا في الناس وكذا، بحكم ان احنا جينا طبعا وعندنا فقط فتره 4 سمسترات بنقضيها وبنطلع يعني. فكنا مرتبطين مع بعض كشنبات يعني. الاسكندريه اضافت لي كثير جدا في المساله بتاعت الثقافه، لانه كانت مواعيد الثقافه متاحه بشكل كبير بشكل كبير، انك انت تتلقى الصحف واللي هي كنا منتظرها هناك وكذا. ف قرينا فيها كثير يعني، المسائل هذه والمسرح وال وكانت تجينا رحلات فنيه من السودان، محمد وردي مش عارف. الحياه يعني بالاضافه للعنت الاكاديمي فيها لكن كانت مهمه جدا بالنسبه لنا يعني، واستفدنا كثير يعني. مكتبه المعارف مش عارف، مكتبه ايه مكتبة يعني، اول مره كنا نشوف مكتبه طابقين يعني او 3 طوابق. فكنا وبعدين بتلاقي الكتب في الارض يعني، انا كنت شغوف جدا بحكايه تبحث في الكتب في الوطني، فجمعت قدر كبير جدا من الكتب وقريت كثير جدا فيها. وبعديها طبعا بعد خلصنا الاسكندريه جيت راجع عن السودان، وطوالي كنت اشتغلت في المدارس الثانويه لانه كان عندي ارتباط قبليها، لما السنه بتاعت التجميد ديك كان اشتغلت لي شغل كده في مدرسه خاصه، في مدرسه خاصه. وبعد كده لما جيت راجع اشتغلت في مدارس ثانويه، منها مدارس الفلاح الثانويه في درمان، ومدارس اللهم صل على النبي الاحفاد الثانويه اولاد والاحفاد الثانويه بنات، كنت بدرس كيمياء واحياء. ودي كانت من الحاجات اللي خلتني انا ارتبط جدا بالاحفاد كفكره يعني، لانه كان عندنا المرحوم يوسف بدري كان مدير المدرسه، هو يعني المسؤول الكبير في المدرسه. فكان النظام بتاعنا انه اليوم بيبدا بنشيد وبعدين الطلاب لو عندهم حاجه يقدموها وعندهم درامز كده بيضربوها بتاع، فكانت مختلفه شديد يعني. اشتغلت في التدريس يمكن سنه، وبعديها قدمت واحده من لقيت وظيفه مثلا في شركه الشيخ مصطفى الامين اللي هي كانت في الدمازين. قبلها طبعا كنا بنتواصل مع مسين المصانع وما عارف زرنا كم جهه عشان نقدم ونلقى شغل، لكن ما توفقنا يعني في المصانع، برغم انه لما كنت تدربت كانت تدربت في مصنع سليد للاغذيه ومصنع كبير جدا يعني، لكن ما لقيت فرص. اول فرصه لقيتها في الشغل في الزراعه مشيت اشتغلت في الدمازين، والدمازين والرصيف زي من اجمل مدن السودان على فكره، زي ما واضح لكم هنا في الصوره. والدمازين قضيت فيها سنتين، ما في الدمازين نفسها، في منطقه اسمها بوط يمكن 120 كيلو من الدمازين، احراش يعني وغابات كثيفة جدا لكن جميلة يعني جميلة. وكنا بنشتغل في مشروع بتاع زهرة الشمس يعني، تخيل أنت 100,000 فدان مع بعض كده كلها تكون مزروعة بمشروع بمحصول واحد، ويزهر في فترة واحدة مع الصباح، وبالمسا الزهرة بتاعته تميل ناحية الشمس وكذا، ومنظر رهيب. وبعدين مناطق الأنقسنة دي مرتبطة بالجبال كلها، كلهم بيسكنوا حول الجبال، وبعدين شعوب بريئه وشعوب طيبه بشكل، ويهتموا جدا بالتراث الفولكلور يعني، الرقصات واللبس بتاعهم
والحكايه بتاعت الوازا ومش عارف، يعني الحاجات دي كلها كنا بنشوفها يعني، والمناظر الطبيعيه دي انا خلقت فيني حاجات كثيره جدا لقدام، يعني اللي هي اظهرت مني بعض المسائل المهمه جدا في مسيره حياتي، سواء كان في المجال الادبي او المجال الاكاديمي، لانه هناك تعرفت على كل انواع الاشجار المثمره في المنطقه هذه، ودي من ضمنها بعد شويه بتشوف انا اشتغلت على هذه المسائل يعني. بعدين تعرفت على جزء كبير جدا من الحاجات التي تؤكل، يعني سواء كان مثلا الباميه البريه بتحصد، يعني ناس بيشتغلوا على بيزنس شوالات عربات كمان باميه بريه بتقوم في الخلاص هاي. بعد ذاك عندهم الملوخيه البريه نفس القدر، الرجل البريه نفس القدر يعني. فكانت بيئه 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 يعني. وبعدين غابات من الطلح والاشجار، الاشجار الضخمه بتاعت الخشب دي يعني، مهوجني وما عارف، الجوغان ده كان بشكل كبير جدا. فمنطقه قضيت فيها سنتين، انا اشتغلت في المشروع ده مع ناس، انا بفتكر ناس من الناس الوطنيين يعني، من راس المال الوطني جدا، اللي هم ناس الشيخ مصطفى اللمين وقتها، طبعا السودان ده معروف، الشيخ مصطفى اللمين، مش عارف النفيدي، مش عارف يعني شخصيات معروفه هي عندها مال يعني. وسبحان الله برغم انه كان عنده مال ما كانوا بترفعوا من الناس يعني. احنا كان مدير الشركه بشير الشيخ نفسه، هو كان قاري في اوروبا بتاع، وقاري اظنه زي مناخ، حاجات لها علاقه بالمناخ وكده، لكن كان دائما موجود من شهر 6 لحد شهر 8، هو حتى مصمم له جرار خاص به يعني، جرار كبير كده، وهو لانه المنطقه دي منطقه طينيه بشكل رهيب يعني، يستحيل تتحرك فيها انت بجرار عادي. طبعا العربات واللواري هنا دي من شهر 6 بتقيف خلاص، يكون في جرارات، في جرارات خاصه دفع رباعي كبير يستخدموها يعني. فهو كان عنده جرار خاص به يمر علينا في الوحدات الزراعيه. تعرفنا على كثير جدا من المجتمعات السودانيه، نمشي نجيب عمال من كردفان، نجيب عمال من الرنك من جنوب السودان، ونجيب عمال مثلا من القضارف، من سنار، من كذا. وديل هم بيكونوا قاعدين في التايات بتاعتهم، بيسموها التايات وكذا. لكن احنا لما احنا كزراعيين وكناس مشرفين على العمل الزراعي والاداري بنختلط بهم بشكل كبير جدا يعني، بنروح لهم في التايات بتاعتهم. ومرات تلاقي العامل ده التايه بتاعته عباره عن سرداب كده، عامل هو بيدخل فيه بس يعني، هو ما يقدر يقن فيه، بس ينبطح كده يدخل فيه، لانه الامطار رهيبه هناك، امطار رهيبه بشكل فظيع. ف يعني استفدنا كثير جدا من التفنس بتاعت البيئه دي بشكل كبير. انا بديت اكتب هناك يعني، بديت اداب، لانه عندنا زمن كثير كبير جدا مرات بتكون قاعد لوحدك اوكي، وبتتامل الطبيعه وكذا، فبتكتب خواطر، مرات تكتب مشروع بتاع كذا. المهم استفدنا من الحكايه دي، وبعدين استفدنا من النواحي العمليه بشكل اخر يعني. في 89 تركتها لفهم بتاع انه انا والله خلاص عايز ابدا حياتي، اتزوج وكذا، وداير اشوف لي طريقه اتخارج يعني. فسافرت لليبيا على اساس انه اشتغلت في ليبيا فتره يمكن 4 سنوات، وبعدها جيت راجع. في ليبيا اشتغلت في مجال الزراعه ومجال البيزنس. واحده من الاشياء اللي انا قلق جدا في اتجاه العمل يعني، دائما ما بقلني سبحان الله، كتب لي انه ما اقلني في محل اكثر من سنتين ما عدا هنا في السعوديه وفي جامعه السودان، لكن قبلها كل الشغل بتاعي كان 2 و3 سنوات يعني. بديت عملي في الشيخ مصطفى الامين ده، اشتغلت معاهم 2 سنين وطلعت، مشيت ليبيا قعدت 4 سنوات، اشتغلت في مشروع زراعي، كنت الاداره بتاعت المشروع الزراعي 2 سنين وخليته، مشيت اشتغلت في البيزنس، عملت لي محل بتاع سوق كده في بنغازي مش عارف ايش، برضه 2 سنين كده، وكمان والله اقل من 2 سنين وخليته. جيت راجع السودان، اشتغلت في المصانع يعني، جيت راجع طوال، اشتغلت في مصانع فؤاد مدني، مصانع بتاعت مياه غازيه، مصانع بتاعت عصائر مركزه، مصانع بتاعت بسكويت، اذكر ناصر الربيع للبسكويت. وبعد ذاك خلصت الحكايه دي، كل 2 سنين بقني في مصنع يعني. هو مش قلق وبس، ولكن انا افتكر ممكن نوع من التطلع للاحسن يعني. يعني انا اول ناس اشتغلت معاهم ناس الديمقراطيه في مدري، اشتغلت معاهم زي سنه وشويه في مصنع بتاع مركزات، حولوني لمصنع بتاع مياه غازيه. وبعدين انتقلت من مصنع المياه الغازيه، في ناس من ناس المناقب ديل اصدقائنا كده عملوا مصنع بتاع بسكويت، بسكويت الربيع كان جديد يعني، فقاموا جوني قالوا لا يا اخي احنا عايزين، انت زول بتاع غازيه وكده، عايزين نعمل لنا طبعا في مصانع، في مصنع البركه وكذا، وفي مصانع في الخرطوم، احنا دايرين نعمل نعمل معمل، على الاقل يكون عندنا معمل، احنا دايرين شخص متخصص يعني.
ودي كانت فرصتي انا ادخل في مجال صناعه البسكويتات او الخبائز دي مع بعض يعني في المصنع ده، وفعلا اسسنا معمل متكامل، وكنا بنجيب يعني اذكر ناس الهيئه المواصفات المقاييس لما يجوا مدني بيجيبوا زياره للمصنع نتحدث يعني يحدثونا عن الايزو وعن كذا، ونعمل دورات للايزو، وفكرنا نعمل برنامج نطبق برنامج الايزو في المصنع، ده اجتهاد كبير جدا مننا يعني، وبعثونا ما قصروهم للخرطوم لمجموعه من دورات كان بناخذها في مجال الايزو، وبعد ذاك بدينا جينا نطبق الفكره بتاعت الايزو في المصنع. برضو من الحاجات المهمه جدا ناصر ربيع ده يعني صاحبه اسمه مهدي واخوه اسمه كريم الله يعني ربنا يمد في ايامه يعني، لانه انا لما كنت شغال في المصنع بتاع المياه الغازيه كنت بشتغل نظام الورديات، المصانع اصلا فيها 3 شيفتس يعني، انا كنت كيمست في اللاب جوا، فكان عندنا شيفت في ناس بيشتغلوا من يعني مره تشتغل من 8 صباح مثلا او من 6 صباحا لحد الساعه 3 دي ورديات صباح، في ناس اشتغلوا من 3 لحد مثلا بالليل، في ناس اشتغلوا ورديات ليل لحد الصباح، فهي متداوله يعني انت كل واحد بيشتغل ورديات كذا. فانا لقيت نفسي انه لما اشتغل ورديه بتاعت ليل بيجي النهار بكون قاعد في البيت ما عندي حاجه. فكنت بمشي جامعه الجزيره عند اصحابي كده بزورهم يعني في قسم اللغز وكده، فقاموا قالوا لي يا اخي انت ما تيجي تعمل لك ماجستير. قلت والله فكره كويسه، كيف الامكانيات بتاعتكم وكذا وكذا؟ قال لي ما عندك مشكله. قلت له ما طبعا لا استطيع ان اترك العمل بتاعي لانه عايش على المرتب بتاعي وكذا. فقال لي يا اخي ما مشكله، هذه انت ما تقول لناس الجامعه انك انت شغال، لانه هم بيقولوا لازم واحد يكون متفرغ وكذا، لكن ان شاء الله بنساعدك. هم اصحابي كانوا في المعامل وكذا. من هنا والله بحييهم وبحيي كل جامعه الجزيره يعني كل الناس في جامعه الجزيره سواء كان في قسم الاغذيه او في معهد الزيوت ولا الناس في كليه الهندسه والتكنولوجيا يعني. ف من الربيع ناصر الربيع، قلت له ناصر الربيع لما جوني انا كنت بديت في الماجستير ومواردي الشخصيه، لكن لما جوني قلت لهم والله اول شرط انا زول بعمل في الماجستير، لو ما عندكم مانع تدفعوا لي جزء من رسوم الماجستير دي. فقالوا لي يا اخي ما في مشكله، والزمن ذاك القروش كانت بسيطه يعني يمكن 1700 ولا حاجه زي دي. فقال لي ما عندك مشكله بندفع لك رسوم الماجستير ده. فانتقلت لهم، خليت المصنع بتاع المياه الغازيه وجيت للمصنع بتاع الربيع، وده مصنع جديد كان في الزمن ذاك يمكن 96 على ما اعتقد، و او لا والله عكس بعد 97 في اول او نهايه 97 وقت انا سجلت الماجستير اصلا. فخلاص اذا لما جيت الربيع كلمته قلت له انا عندي شغل بتاع ماجستير، قالوا لي ما عندك مشكله احنا العربيه توديك المصنع وتوديك خلص شغلك هنا وبعد ذلك بنوديك الجامعه ومن هناك تمشي اهلك يعني. فساعدوني في المساله هذه وشجعت كثير جدا وجود الزملاء في الديبارتمنت، واشتغلت المشروع بتاعي بتاع الماجستير، وكان في حاجه مرتبطه بالمنطقه بتاعتي اللي هي جزء من المشروع بتاعي يعني. فاذكر الاستاذ الرئيس القسم وقتها وهو اللي كان مشرف عليه بروفيسور علي عثمان ربنا يمد في ايامه يعني ويديه الصحه والعافيه، من هنا بحييه يعني وبحيي كل الزملاء في جامعه الجزيره. فقام قال لي يا اخي انت شغال؟ وانا قلت له والله شغال في المصانع صراحه يا دكتور ما اغش عليك انا شغال، لكن انا اصلا عندي نظام ورديات يعني ممكن اجي اشتغل في المعمل ده ساعه 3 4 ساعات وكذا يعني. فقام قال لي يا اخي والله عندك حاجه دار تبحث فيها انت؟ قلت له نعم، انا عندنا في الغرب حاجه اسمها الحمير، انه كذا كذا عنده بذور كذا بتشبه اللوز وفوقه زيت وفيه بتاع هنا، بس قال لي خلاص تشتغل بتاع ده. انا قلت انا بعرفه اوكي. فبديت المشروع بتاع الاسكروكاريا بيريا اللي هي الحمير ده، اشتغلت في الزيت بتاعه يعني. وكنت موفق جدا لانه عملت علاقات كويسه في جامعه الجزيره من اصدقاء واصحابي والناس المحاضرين في الماجستير. لقيت مجموعه كده زي 5 اذكر منهم واحد دكتور صلاح حاليا في جامعه سنار، ودكتور تاريكو في اثيوبيا هو في اثيوبيا، وزميلات فضليات كانوا معانا، كنا زي 5 مع بعض عاملين جروب كده بنشتغل مع بعض. وكلنا كنا بنشتغل يمكن في 4 مننا بيشتغلوا في الزيوت. فكنا مرتبطين بالفهم بتاعنا احنا ناس الزيوت شغالين معانا، ما عدا تاريخ ده هو كان شغال في البروتينز بتاعت العدسيه. فكنا بنشيل مع بعض بنشيل بعض يعني نشتغل مع بعض والتجربه نكررها وكذا، وكنا مجتهدين. وبعدين نقنب لحد الساعه 7 8 في المعمل، وكنا الزملاء اللي معانا في المعمل كانت الجامعه بتسمح انك انت ممكن تقنب في المعمل لكن لازم يكون معك ملازم معمل.
فكانوا معانا أصدقاء ظريفين جدا والله، كنا يعني بيجنبوا معانا لحد الساعة 7 7 8 بالليل يعني، وبنجيب الغداء، احنا باعتبار الناس موظفين كده بنجيب الغداء وبنجيب البارد وكذا يعني. فأمورنا مشت بشكل طيب جدا يعني، وأنجزنا في وقت وجيز يعني. أنا متذكر خلصت الشغل بتاعي وكذا، وبعد ذاك جزء من البرنامج بتاعنا مسجل في قسم الأغذية، لكن التسجيل الأساسي المشرف بتاعي كان من قسم الأغذية، والمشرف الثاني اللي هو من معهد، عنده معهد اسمه معهد أبحاث الحبوب الزيتية. وسبحان الله أنا كان عندي 3 مشرفين يعني، كان عندي بروفيسور صلاح الحسين، هو باي كيميست، راجل من العلماء الأفذاذ جدا عندنا في جامعة الجزيرة ومشهور يعني، هو كان ماسك معايا الجزء بتاع الكيمستري الباي كيمستري زي كده، هو كان ماسك معايا جانب التصنيع. بروفيسور اسماعيل حسن حسين وهو يعني استاذي واخ وصديق وشخص امتدت علاقتي به من 1997 لحد الان ممتده يعني، برغم الاختلافات الكبيره جدا في مشارب السياسه ولا كذا، لكن لحد اليوم انا متواصل معاه، هو عندنا عمل في مجال الابحاث ممتد ومتواصل لحد الان ان شاء الله يعني. فهو كان ده في معهد الزيوت، وكان العميد بتاع المعهد بتاع الزيوت يعني، هو ماسك الجانب ده. فاذكر لما جيت للمناقشه اختاروا لي واحد من الاساتذه في مركز ابحاث الاغذيه، واحد صديقنا وحبيبنا، فقال لي كيف انت ماجستير مشرف عندك 3 اساتذه؟ قلت له والله انا ما عندي فكره يا بروف، هذه الجامعه عملت كده يعني. فما اتفقنا معاهم في حكايه اي اكسترنال اكزامينر يعني، مع اي مين مع الديبارتمنت يعني، شكله التزموا انه لازم يحددوا لي زي ما حددوا كده. فرفض هو، قام رشح لي استاذنا وصديقنا بروفيسور حسن مضوي في جامعه الخرطوم كليه الزراعه قسم الارز يعني. من طبعا ده الناس كلهم اصبحوا بعدها اصدقاء واحباب واخوه في مجال البحوث وكذا، التقينا معهم كثير جدا. حسن مضوي كان الاكسترنال اكزامينر بتاعي يعني، وخلصت الماستر بتاعي، وحقيقة استفدت كثير جدا من المركز بتاع أبحاث تصنيع الحبوب الزيتية. في حاجة واحدة أساسية، أنه هذا المعهد كان مشترك في المجلة الأمريكية لكيمياء الزيوت اللي هي American Journal of the Journal of American Oil Chemistry Society، وهي دي المجلة الأولى في العالم يعني، من سنة 1918 هذه المجلة تصدر يعني، وهي منضوية تحت اللواء الكبير بتاع الأسوسيشن بتاعنا يسموه الامريكان اويل كيمست سوسايتي. فالمعهد ده بفضل الدكتور اللي هو الدكتور اسماعيل حسن حسين كانوا مشتركين فيها، فالمجله بتجيهم طوال كل شهر، فانا كنت اطلع على الابحاث في العالم كل شهر. وقتها طبعا يا داب كنا بنتلمس الحكايه بتاعت الانترنت يعني، داب دخلنا في الهوت ميل ومش عارف بتاع كده يعني، لانه ما كان الايميل النت اللي في الجامعه وكده يعني. فدي واحده من الحاجات اللي حببت لي جدا الفهم بتاع كيمياء الزيوت، لانه انا اصلا خلاص لما جيت بحضر في زيوت معناها في الاغذيه مشيت المجال بتاع كيمياء الزيوت يعني، ومشيت فيه بشكل كويس جدا يعني. وحتى الابحاث بتاعتنا من الماجستير، على فكره احنا نشرنا ورقتين من الماجستير، ومن خلال الماجستير انا ترشحت لمؤتمر في المانيا في 2001 في المصانع من مدني طوالي. قبل ما اخلص الماجستير بتاعي ده اتنقلت لمصنع ثاني، لانه جنبت يمكن سنه وشويه مع ناصر الربيع ده، لقيت اوفر ثاني في مصنع اخر في الخرطوم بحري، او حقيقه مصنعين مع بعض، واحد مصانع المشرف في بحري وفي مصنع بتاع ناس افاضل كده من الناس الكريمت، باشمهندس عالي من الكريمت، عندهم مصانع خلف سباق الخير. فديل اتفقوا معايا الاثنين، هم اصدقاء كان عندهم مشكله بتاع تروتنينج كده في المنتجات بتاعتهم، وواحد فيهم كان المنتجات بتاعته رجعت من السوق لانه بسكويت حصل له رانسيتي وكده هناك. فقال، وطبعا ناس الربيع كانوا عاملين دعايه في التلفزيون، انا بيجي في التلفزيون لابس اللاب كوت وتصنيع وكذا وعاملين بيه دعايه، ودي كان يمكن اول معمل بتاع تصنيع رزاي في مصنع يمكن بتاع بسكويت. وفي الزمن ده كان التلفزيون السوداني ده كله بسكويت، اي اعلان بس بسكويت كان يعني، في الموضه بتاعت المصانع اللي قامت يعني. فشكله انهم شافوا الشخص اللي في التلفزيون ده، تواصلوا معاه لانه علي ده من المناقل وديلك كان من المناقل، فقال لهم يا اخي ادونا زوركم ديل فتره يعني. فانتقلت للشباب ديل باوفر احسن ووضع احسن كده، اشتغلت معاهم
مصنعين مع بعض، يعني بقلني في واحد مصنع حد الساعه 12، ومن الساعه 12 بالجنيه عربيه من المصنع الثاني بشتغل، بمشي لبحري، من بحري بعدين بودوني بيتنا، وانا مرتبط معاهم انه الخميس والجمعه والسبت بمشي مدن، لانه اولادي في مدن واسرتي في مدن يعني. فاشتغلت معاهم الفتره بتاعت يمكن سنه الا كده او سنه وشويه. 99 خليت المصانع وانتقلت لجامعه السودان، وكانت الفكره بتاعت انتقالي جامعه السودان طبعا ما حدش بات اصلا، احنا زملاء، عندي زملاء شغالين في الكليه وكذا، فكنت بزوره من وقت لاخر يعني. وحتى الاساتذه، في اساتذه كبار درسونا لحد الان موجودين، هم كانوا يعني بروفيسور عبد العزيز مكاوي، وكان عميد المعهد او عميد الكليه الزمن ذاك. فمره لقاني قاعد مع اصدقائي الزملاء، سلم علي فقاموا قالوا لي يا اخي الزول ده الباص المريض ده بتعرفه من زملائنا وكذا وشغال في المصانع. فسلم علي يا اخي شغال في المصانع، قلت له والله شغال في كذا وكذا وبعرف ناس. قال لي يا اخي احنا عندنا والله اسبوع عندنا مؤتمر صغير عاملينه، منظم بتاع المنظمه العربيه للزراعه دي مع ناس وزاره الزراعه وكده، والله ما لاقين زول يربطنا بناس المصانع ديل. احنا عندنا قسم بتاع تصنيع غذائي لكن ما عندنا لينك مباشر كده، فانت لو ما عندك مانع يا اخي انت ساعدنا توزع لنا، يعني ترشح لنا بعض الناس عشان يقدموا لنا محاضرات في اللقاء ده والمؤتمر ده يعني. فقلت له ما عندي مانع، انا بعرف فلان وفلان، بعرف ما عارف مين كده بشيل في مصنع العصائر، وبعرف ناس سعيد وبعرف ناس كده يعني. وزعت لهم. بعد ذاك لما وزعت الدعوات وجيت ارتبطت مع ناس وناس الاغذيه اللي هم بروفيسور احمد العوض ربنا يديه الصحه والعافيه، وكل الزملاء في قسم الاغذيه وقتها يعني. فقال لي يا اخي لو ما عندك مانع تنضم للجنه بتاعتنا دي عشان تنظم معاهم المؤتمر، انت بتعرف الناس اللي جبتهم وكذا يعني. ففعلا كنت داخل معاهم في النعمه بتاعت المؤتمر كده، وبعد خلصنا اليوم الختامي جينا مارقين، قال لي يا مريض يا اخي انت ما تحاول تيجي الجامعه يا. قلت له والله يا بروف يا اخي ما عندي مانع، انا يا ليت والله اجي الجامعه يا اخي، لانه انا اشتغلت في المصانع فتره طويله وعندي فكره، اصلا عندي ماجستير اجي الجامعه واي نوت. فدي كانت الفرصه اني اجي الجامعه دي جي نفسها. لكن فوجئت بحاجه عجيبه جدا يعني، انا كنت باخذ 1900، كنت باخذ من مصنع 1000 ومن المصنع الثاني 900، 1900 جيت لقيت المرتبات عندهم 460. لانه انا وافقت اديت الراجل كلمه، فما ما قدرت اتراجع يعني، وخليتها مشت كده يعني. وسبحان الله يعني ربنا يسر لي الامور فيها بشكل مختلف جدا يعني. مشيت بعديها التحقت بجامعه السودان، تعينت بصفه رسميه محاضر في قسم الاغذيه، ولقيت زملاء فاضل يعني قدامي في المعهد في المركز في القسم، زملاء فاضل جدا ولحد الان بحييهم من هنا يعني. منهم بروفيسور مهدي، مهدي شكاك اللي هو مؤسسنا ابو جامعه السودان ده، وهو متخصص في نفس المجال بتاع الزيوت بتاعي. وبعدين بعد جيت من المانيا انا مع بعض مع بروف مهدي شكاك، لحد الان عندنا طلاب مع بعض يعني كده، وكل الزملاء بتربطني بهم علاقه جيده. اشتغلت معاهم فتره ما حدش في الكليه الدراسه الزراعيه. واذكر اول من جيت من جيت للكليه عرفت انه مدير الجامعه وقتها اللي هو كان بروفيسور عز الدين، رجل ما شاء الله يعني، راجل من الناس اللي العمل بوش كبير جدا لجامعة السودان. وبعدين هي از نوت سيلكتيف مان يعني، ما في ناس اداريين كده مرات عندهم فهم بتاع انه السياسه دي لازم تدخل في اي حاجه يعني. هذا الرجل انا اشهد له ما كان عنده هذه النظره يعني، برغم انه سطوه الكيزان في الزمن ذاك يعني. هو رجل منظم معروف يعني، لكن كان دائما بينظر للمسائل بنظره شموليه يعني. فعرفت من الزملاء المعين والله هو كان معاهم لما جيت عينت جديد، قالوا لي يا اخي كان معانا مدير الجامعه اجتماع هنا تمام مع كل المحاضرين بتاعنا الكليه وكذا، وقال يا جماعه هو عمل كولابوريشن مع جامعات في جنوب افريقيا، وانه والله اي محاضر يجيب له اكسبتنس من اي جامعه هو ما عنده مانع، بده $500 بس، $500 كل شهر ومرتبه يخليه لاهله هنا، وبده تذاكر. وها انت عملت شنو؟ قالوا والله نحن والله فتشنا وما لقينا هنا. انا قنبت في النت كده يعني، ما هو اجتهاد ولا هنا، لكن يعني كنت انترست جدا في حكايه الدراسات العليا دي، لانه يعني لما خلصت الماجستير فتح لي افاق كثيره جدا في المجال بتاع الفود كيمستري يعني، وبالاضافه لشغلي في المصانع. وكثير جدا لما انا كنت في الفتره بتاعت المصانع دي بجيب يعني الطلاب من جامعه الجزيره بنجيب لهم المصانع عشان يتعلموا هنا. اوكي، فكانت الجوين موجود يعني. ف قمت طوالي قدمته
ما دام انت متذكر فتشت كده لقيت لي جامعه في جنوب افريقيا دي، بروفيسور كده بتاع زيوت مشهور جدا يعني. كتبت لي ايه؟ انا دول عندي ماجستير كذا كذا، I would like to have an acceptance to PhD وعندي جامعه بتاعتي going support me كذا يعني. فسبحان الله يعني كتبت لي ثلاثه من ضمنهم الرجل ده، اثنين ما ردوا لي، ده رد لي مباشره قال لي اوكي يو ار ويلكم، وارسل لي الورق بتاع الجامعه كله الاكسبتنس والفورمات عملاه وكذا. وبعد ذاك شلت الورق ده مشيت لمكتب مدير الجامعه طبعا عشان تقدم له انت انك دار تطلع برا. فمتذكر هو كان علق انه متى التحق هذا المحاضر بالجامعه، فقاموا قالوا لي يا اخي الزول ده والله لسه ما تم سنه ذاته. طبعا الجامعه عندها شروط انك لما تكون تشتغل فيها، يعني لو حضرت الماجستير عليهم تقني بسنتين اقل حاجه، 4 سنوات حتى يبقى سوق. اما لو جايين جديد تقني بقول له حاجه سنه او سنه ونص ولا سنتين حتى يبقى سوق. فالشاهد في الامر انه هذا الرجل لم يتردد ابدا في انه انا جبت له اكسبتنس. قام ناداني قال لي تعال، فانت يا اخي والله انت محظوظ لانه انا ما جاني لسه واحد من الدراسات الزراعيه دي قدموا وقابلين اكسبتنس. فانا قال لي ما حاول يعني، ما صحيح انت التحقت بينا يمكن لك 6 7 شهور، لكن يا اخي دي فرصه انا ما اضيعها منك يعني، رغم ان انت اللوائح بتقول انك تفترض تجنب كذا، لكن يا اخي حاول. اداني العنوان بتاع تواص اللي هي اصبحت عندي معها علاقه قويه جدا كمان من خلال هذا الرجل يعني، اداني اسم منظمه تواص قال لي يا اخي شوف لو يدوك تذاكر، لان والله صراحه احنا بنديك ال 500 دولار دي كل شهر وبنديك مرتبك وكذا، لكن لو لقيت لنا تذاكر بنكون خففت على الجامعه شويه. قلت له اوكي ما في مشكله. بديت ابحث يعني ما يعني ما تكلمت بالنجاح البحثي، حتى بحثت في جهات كثيره بعرفها انا ما لقيت طريقه فيها. يقوم مشرفي اللي هو في جامعه الجزيره بروفيسور اسماعيل حسن حسين يرشح الواحد من الاوراق بتاعتي لمؤتمر اللي هو المؤتمر بتاع الجمعيه الامريكيه لكيمياء الزيوت، ده بنعقد كل سنه في امريكا وكل سنتين خارج امريكا، والاسوسيشن دي تابع لها منظمات بتاعت اغذيه بتاعت زيوت كثيره جدا، جمعيات بتاع الزيوت يعني. فكان رشحني للمؤتمر ده وجاني قبول للمؤتمر بالورقه بتاعتي الاولى بتاعت الاسكلوكاريبيري اويل دي، اللي هو من الحاجات المهمه جدا احنا في البحث مرات في اشياء بتحصل كده ممكن تكون بحكمه ربنا سبحانه وتعالى. احنا لما جينا اشتغلنا في زيت الحميض في ناس قبلنا كتار اشتغلوا يعني، في افارقه اشتغلوا، وفي واحد اللي هو واحد من اساتذتنا ديل في كليه الصيدله جامعه الخرطوم، واللي هو قريب الاخت سوزي سلامه، وبروف سلامه كان اول سوداني عمل فاتي اسيد باستخدام الكروم الجاز كروماتوجرافي في كليه الصيدله جامعه الخرطوم سنه 71 للفاتي اسيد بتاع السلسله بتاعت الاحماض الدهنيه الموجوده في زيت الحميض. احنا كنا معتمدين على التو ريفرنس ديل فقط، يعني احنا لقينا حاجه سويتش از فيري ديفرنت، لقينا نوع من الاحماض الدهنيه اخر نسميه سي ال اي اللي هي الكونجوجيتد لونيك اسيد بنسبه بتاعت 0.5، والنسبه دي كبيره جدا 0.5 لكنها تعادل شيء كبير جدا، لانه سبحان الله السي ال اي دي لها علاقه باسم النبات نفسه، نبات اسمه سكولوكاريا بيريا، وفي ناس الطب السكولوريسيس معناها تصلب شرايين، شوف النبات ده اسمه اسكلوركاريا، واحنا لقينا ال 0.5 ده في السي ال اي له علاقه كبيره جدا بتصلب الشرايين، له علاقه كبيره جدا لانه بيستخلصوا مرات من الجبن، بيستخلصوا من نباتات ثانيه عشان يعملوا كبسوليشن ويعالج هذه المسائل، فاحنا لقيناه. فاستاذي وعلى فكره هنا شوف شوف نعم، هل انت قاعد تحرك السلايد ولا واقفه هنا بس في؟ لا الواقف هنا انا. ايوه بس خلاص اتذكر بس اوكي نعم. اللي هو ده الموضوع بتاع الحميض هنا سكولاكاري بيريوم. فالاشراف الجيد اللي هو الاساس الثلاثه ديل فيهم واحد بروفيسور صلاح الحسين، وهو ليتر اون اصبح اخ وصديق وزميل يعني، وكان معنا في ماليزيا اشتغل استاذ في ماليزيا فتره، وهو راجل فيري انتليجنت يعني. فلما جبت له التحليل بتاع الاحماض الدهنيه قال لي انت عارف يا مريود شفت بس ال 0.5 دي امسك فيها هي، وفعلا 0.5 دي انا عملت لي الانطلاقه بتاعت كميه الزيوت لحد الان. تواصلت مع المشرف بتاعي، ارسل الاوراق بتاعتي لالمانيا عشان نحضر المؤتمر، ومشيت حضرت المؤتمر. وفي قبل ما اروح المؤتمر بقيت افتش للناس اللي هيحضروا المؤتمر اشكالهم كيف يعني الاوراق بتاعتهم وكذا. فكان عندي فهم انه يا اخي والله الموضوع بتاع التذاكر ده طول، يمكن القى لي انا جهه ثانيه ما اشوف المانيا ماله.
وفعلا بحثت في الليسته بتاعت المؤتمر قبل ما امشي، لقيت واحد اللي هو ليتر اون بقيت انا مشيت اشتغلت معاه، يعني بروفيسور ماتيوس، وهو اخ وصديق يعني، وامتدت علاقتنا من 2002 تلنا ولحد اليوم. يعني علاقه، مش علاقه يعني، معظمها 99% عباره عن علاقه بحثيه يعني، لكن فيها جانب انساني كبير جدا ممكن بعدين انا احكي عنه يعني. فمشيت بالورقه دي لحضور المؤتمر، وكتبت ايميل لماتيوس ده، قلت له يا اخي انا والله حاحضر معاكم المؤتمر ده، وعندي الورقه بتاعتي كده، وحقدمها في اليوم الفلاني، وانا اصلا عندي فرصه بتاعت اعمل دكتوراه، فعايز لو ما عندكم مانع انت تعمل لي اكسبتنس لتر عشان ادي لي جامعه تعمل لي فاينانشال سبورت يعني. هو ايميل قال لي ما عندي مانع، لكن قال لي خليني اقابلك هناك في المانيا وجيب لي عينه معاك من النبات بتاعك ده عشان اشوفه انا. وفعلا شلت له العينه بتاعتي ومشينا وتلاقينا، ووراني درس مهم جدا في التايم البروفيسور ده، وقتها كان دكتور يعني، وكان اصغر مني على فكره هو. فلما تلاقينا في المانيا في المؤتمر سلمت عليه وكذا هناي واديته العينات، وقال لي يا اخي سوري ناو اي ام سو بيزي، خلينا نتقابل الساعه 1. الساعه 1 طبعا المؤتمر كميه من الناس جايين من كل العالم، ووقتها كانت الضربه بتاعت 11 11 دي، سبتمبر 11، كانت عامله مشاكل، وقفوا الطيران ومش عارف، في ناس ما جو وناس جو اليوم الثاني والثالث، والامريكان كانوا حانقين جدا على الفهم ده يعني، اوكي، حتى تنمروا فينا يعني لما تقول لنا من السودان ومش عارف هكذا. عموما المهم تلاقيت معاهم، فكان قلت له يا اخي، قال لي خلاص اوكي الساعه 1 نتلاقى، وانا لافي الساعه 1 الا 10 دقائق لقيته جالس في حته، فقمت جيت سلمت عليه وقال لي نو ذير از 10 مينتس لسه، يعني لسه في 10 دقائق. من وقتها عرفت انه الزمن ده مساله مهمه جدا، انك يو هاف تو كاتش اوف تايم يعني. فعموما ليتر اون خلاص، هو دي الفكره بدات هنا، ما انك انت تمشي لالمانيا يعني. فهو شال العينات قال لي ما عندي مانع، انا خليني امشي هناك في المعمل بتاعي، هو في مدينه ثانيه، وهو في المعمل الفدرالي للزيوت، المعمل الفدرالي الالماني للزيوت يعني، المركز الالماني الفدرالي للزيوت. فقال لي خليني احلله وبعدين برجع لك في ايميل. وفعلا بعد فتره انتظرته، بعد شهر كده اظن ارسل لي النهائي، قال لي يا اخي والله الموضوع انت بتاعك مهم جدا، انا فيري انترستنج بالنسبه لنا كباحثين يعني، فما عندنا مانع، ارسل لك اكسبتنس. وبعد ذاك بقت في مفاوضات، فانه والله يا اخي المنحه الجايبه دي فيها مشكله بسيطه وكذا. فلما جاني اكسبتنس مشيت لمدير الجامعه الرجل الفاضل ده، قلت له والله انا معلش يعني، انا مشيت المانيا حضرت المؤتمر ده وجيت، وجبت له طبعا البورشيت بتاع المؤتمر والورق واسمي فوق وكذا يعني، قلت له انا مشيت مثلت الجامعه كده وحضرت المؤتمر، وقلت له زول الماني، وقال لي يا اخي هسه جاب لي اكسبتنس يعني، فانا عايز لو ما عندكم مانع ال 500 دولار بتاع جنوفريغ ادوني لها بشبه الماني. قال لي واي نوت، ما عندنا مشكله، لكن لما رفعتها للالمان قالوا لا لا لا، انت اقل حاجه لازم تجيب في حدود 900 يورو، 500 دولار طبعا كانت بسيطه جدا. فبدأت البحث يعني، ودي واحده من الحاجات المهمه جدا حق الناس اشوفها، لانه صنعت لي جزء كبير جدا من المشروع بتاعي، اللي هو انك انت تعمل كولابوريشن مع كل فرصه بتتيح لك. انا مشيت طوالي، اتكلمت مع بروفيسور اسماعيل ده اللي هو معهد الباسبور الزيتي، قلت له يا بروف يا اخي، يا دكتور انا مشيت المؤتمر وجيت ودلوقتي، وتخيل ما في علاقه، انا ما شغال في جامعه الجزيره، لكن ده المشرف بتاعي بس في جامعه الجزيره، ولانه هو فيري انترستد في الريسيرش. فلما جيت راجع وديت له الورق بتاع المؤتمر وكذا، ووريته الحاصل، انا مشيت قابلت شخص كذا كذا، وقال لي تمشي، ما عنده، ما جاب لك اكسبتنس، ولكن الجامعه بتاعتي قال والله ال 500 شويه. هذا الرجل اداني خطاب لشركه الحبوب الزيتيه بمعرفته، خطاب لي وين متى، على انه بيعمل لي سبورت. انفورشنتلي ما عمل لي سبورت. ففي النهايه جه هو قال لي يا اخي انا ممكن من جامعه جيزن اعمل لك سبورت ب 300 دولار، لكن نكتب معاك كونتراكت، عقد، انك انت تشتغل لنا في حاجتين. انت تشتغل في الاسكروكاريا بتاعتك دي وفي الحمام بتاعك ده، لكن احنا عندنا حشرتين لازم تشتغل لنا فينا الشغل بتاع الزيوت ده. قلت له واي نوت. قال لي الحشره بتاعت السورجم بر والحشره بتاعت الووتر ميلون بر، والووتر ميلون بر ده اصلا موجود عندنا في الغرب بشكل كبير جدا، والسورجم بر موجوده في الجزيره وموجوده في المناطق بتاعت الزراعه الاليه يعني الذره وكذا يعني. فقال لي تشتغل لنا الشغل ده بالاضافه للشغل بتاعك انت، احنا بنديك 300 دولار.
وعملنا الكونتراكت ده وقعته من المستشار القانوني بتاع الجامعه. اوكي، على اساس انه انا اهم حاجه انه اعمل الابحاث دي، ولما انشر لازم انشر. هو وضح لي كده يعني، لا تنشر اوراق في المانيا باسمنا، تحط اسمنا معاك. الحاجه الثانيه لما تيجي رايح في الاجازات تورينا ايش عملت لنا الشغل بتاعنا. وفعلا ده طيلة فترة وجودي في ألمانيا، كنت بنزل كل سنة في السودان. أنا في ألمانيا على فكرة أنا زي ثلاث سنوات ونص، كل سنة بيجي زي بيجي من رمضان بمشي بعض الدحيح. والفترة دي بجنب جامعة الجزيرة، مرات بقدم دورات عن حاجات، أقصد محاضرات الشغل اللي اشتغلته، مرات بنمشي نشتغل في المصانع بتاعه وكذا يعني، معاون يعني عندهم استشارة اللي كذا. وكنا بنعمل الشغل ده يعني تحت رعاية من هنا. فانا افتكر دي واحده من الحاجات المهمه جدا كانت انه توريك الكولابوريشن كيف. لكن كان واجهتني مشكله لما اجي لمدير جامعه السودان، لقيت الرجل الاول كان مسافر وقتها، لقيت نائبه اخ زميل يعني، فكلمته قلت له والله انا ماشي نائب وعندي تمويل من جامعه الجزيره. قال لي كيف يطلبنا جامعه الجزيره تمويل؟ طيب انت احنا بديناك تمويل. قلت له تمويلكم ما بكفي، لا وكيف تجينا راجع نظمه، كيف انك تجينا راجع انت يا بروف؟ قلت له يا اخي انا عندي شغل مع جامعه الجزيره، شغل بتاع ريسيرش، وفي النهايه كل شغل للسودان يعني. لا 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 ده موضوع طويل ومش عارف شنو، والله انا بقدر اتخذ قرار ده. قال لي انتظر البروف يجي. فعلا انتظرنا البروف جاء، رجل فاضل جدا، قال ما في اي مشكله، انت ناس الجزيره حتشتغل عندهم؟ قلت له ابدا، انا حاشتغل زي اسوشيت معاهم، عندهم ريسيرش كذا هناك مع شخص محدد في المعهد ده، لانه المعهد غوم هو. بقت عندي مشكله في الوزاره، لما رحت الوزاره عشان يصدقوا لي الاموال دي كلها مع بعض، لانه كلها بتصدق من الوزاره بتاع التعليم العالي. وقتها كان بروفيسور المجذوب على ما اعتقد، كان مدير الجامعه، الوزير بتاع التعليم العالي. فمتذكر برضه كان عصلا جاي في الحكايه دي، يعني ما علاقه هذا المبعوث بجامعه الجزيره، لانه اصلا جاي من جامعه الجزيره، كان مدير جامعه الجزيره وجابوا الوزاره، وعارف الجامعه كويس يعني، وما عارف فيها واحد اسمه ريوت. فقال ما علاقه هذا المبعوث ب يعني دي ذاته، لكينا فيها كده عشان نفهم الناس انه this is sort of collaboration. This is a project. أنا تشتغل شو أنت؟ أوكي؟ فالمهم بعد كم استضاح كذا وهنا الأمور مشت يعني، ومشينا. وكانت الرحلة اللي هي أنك أنت تشتغل في 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 ألمانيا في الموضوع بتاع الأبحاث يعني. وألمانيا كانت نقلة كبيرة جدا بالنسبة لي. أنا صحيح مشيت لها في المؤتمر شفتها وكذا، لكن المركز ده بالذات، المعهد ده هو المركز بتاع Institute of Liberty Research، ده هو فيدرالي، وكان فيه كل ال أو شيء فيه المكتب بتاع الايزو بتاع الاتحاد الأوروبي. الشخص معانا في المعهد ذاته يعني مسؤول من الايزو ومسؤول من الجانب الخاص بالزيوت فيه. فكان معهد مركز انستيتوت فيدرالي يعني، وهو ما له علاقة بالتعليم طبعا. أنا حسجل في الجامعة اللي هي جامعة مونستر في المدينة بتاعت مونستر دي، سجلت في الجامعة مع بروفيسور اللي هو أصلاً المشرف بتاعي كان شغال معه قبل كده، عمل معه دكتوراه يعني، برضو راجل فاضل جداً يعني، من الناس اللي وقتها كان على وشك أنه يتقاعد يعني، لكن كان يعني ساعدني كثير جداً في أشياء كبيرة يعني في حياتي. بعد ذاك أول من وصلت قبل ما أصل مونستر دي، تواصلت مع هذا الماتيوس اللي هو بروفيسور ماتيوس، واصبحنا بعد ذاك ليترون بعد خلصت الدكتوراه اصبحنا اصدقاء، واصبحنا متواصلين بشكل تلناوي يعني، لحد اليوم متواصلين مع بعض يعني. انا برسل له طلاب وبرسل له عينات وكذا، وبنشتغل شغل مع بعض، اشتغلنا شغل كبير جدا يعني، وكان له اثر كبير جدا في ان انا اخذ التراك الصحيح في الريسيرش، لانه كان منظم بشكل رهيب. انا مشيت المانيا ومن حسن حظي انه هو استقبلني هو في المطار، المطار بعيد عن المدينه 50 كيلو، هذا الرجل بسيارته استقبلني في المطار. وبعد ما استقبلني في المطار جابني طوالي للمدينه جوا، لقيته حاجز لي في فندق صغير كده بيسموه اوستل، حاجز لي فوق عليه ايام عشان تقني باسبوع لحد ما انا اجي لك سكن في الجامعه. وبعد ذاك طوالي خطينا حاجاتي في الغرفه اللي حاجز لي فيها، في بعض الحاجات عندي دولارات قال لي تفكها، فكيت وخدت وشفت اليورو لاول مره. وبعد ذاك اشتريت لي بعض الحاجات، قال لي اشتري كذا وكذا، وجا خديته في الغرفه وقال لي يا اخي اداني خرطه بتاعت المدينه، قال لي طبعا هنا بتمشي بالخرطه انت. وانا في السودان وكتب لي، قال لي انا موفر لك المحل بتاع المعمل، وموفر لك من الحاجات الظريفه جدا، قال لي موفر لك عجله عشان تواصل بها انت. ومونستر دي من المدن اللي هي بسمها المدينه الطلابيه، تقريبا فيها حدود 200,000 250,000 نسمه، يمكن ربعها طلاب.
فيها جامعة واحدة لكن جامعة كبيرة جدا، مدينة هادية كده وجميلة. اوكي، فهنا دي الصورة بتاعت وسط المدينة، وهنا دي الصورة بتاعت المعهد بتاع الفود كيمستري انا مسجل فيه كطالب. اوكي، وده المبنى الكبير بتاع الجامعة اللي هو بتعمل فوق السيمون بتاع التخريج وكده، وده المعهد اللي انا اشتغلت عليه، وده this is بروف ماتيس now is my friend يعني، حتى علاقتنا اصبحت مرات علاقة أسرية يعني. فقعدت معاه هنا الفترة بتاعت 3 سنوات ونص، وهو منظم جدا الشغل بتاعه يعني. بعد خلاني في الغرفة اداني الخرطة وقال لي يا اخي وراني الممر وين، وراني الباص اركبه وكذا، رقم الباص والتذكرة بتاعها كيف وكذا، والباص ده بنزلك، والباص ده بيتكلم كل مرة بقول يا اخي المحطة الجاية اسمها كذا، وقال لي لو ما بتعرف الماني اتكلم معاه وقول له انا ماشي المحطة دي، كتب لي العنوان بتاع الشارع وكذا يعني. وهو كان ماشي لمؤتمر فقال لي انا ماشي المؤتمر ما حتلقاني لكن بيجي راجع، لكن وصيت لك شخص هناك او سكرتيره حتستقبل وكذا. وفعلا الكلام ده كان يوم جمعه، يوم السبت اجازه انا قمت براي كده قلت يا اخي اشوف البلد دي وامشي اشوف المحل بتاع المعهد ده وين، وفعلا ركبت التريب ومشيت وفعلا وصلت لحد المعهد وكذا، وكان مقفول طبعا يوم اجازه. جيت راجع عرفت المحل، واليوم الثاني من الصباح مشيت وفعلا في بوابه هنا وانا ضربت الجرس استقبلتني السكرتيره بتاعته، اول شخص استقبلني هو السكرتيره دي يعني، وساقتني طوال ودتني داخل ورتني المحل بتاعي ورتني اي حاجه لدرجه الاستيكه وقلم الرصاص. اول شيء فايلات كثيره كده، قالت لي فايلات حطها لك دكتور موتيز، قالت دوك ليها فيها كل الشغل بتاع الاوراق العلميه لا علاقه بالموضوع بتاعي، حط لي مذكر زي 4 بوكس فايل. وبعد ذاك ورتني المعمل وكذا، ومرتني على الناس الموجودين في المعمل والناس الاجانب الشغالين الدكتوراه وكذا يعني. من ضمنه تعرفت على واحد زميلي، هو كنا احنا 2 اجانب بس انا ومعي واحد دكتور هيروان ده من اندونيسيا، وتعرفت عليه برضه مررني عليه وقال له يا اخي ده بيس فروم اندونيسيا، فتكلمت معه وانا مسلم وكذا. فقمت سالته قلت له طيب يا اخي انا بصلي له كيف؟ قال لي والله نازل مدين غرفه خاصه بي انا اصلي فيها، في اعلى المبنى في غرفه فاضيه قال لي بصلي فيها. فقلت له والله يا اخي ده ناس كويسين فعلا يعني، دي من الحاجات اللي خلتني انا احس بانهم بيحترموا الاشياء دي يعني. قعدت في مونستر دي يمكن 3 سنوات ونص، يعني تعلمت فيها الاي بي سيز بتاع يعني الادفانس ريسيرش، وكيف انك انت تو ستارت تو دو يور ريسيرش. وبعدين لقيت يعني اشراف مباشر دايركت كونتاكت، متوز ده هو في مكتب ثاني وانا في المعمل، بيننا تليفون، وبقول لي لو عايز اي حاجه اديني تليفون بس ما تجيني يعني، انت ما تجيني لازم تديني موعد. لو انا عايز اقول له عايز اجيك بديه موعد، لو هو عايز يجيني بقول له انا جايك كده. فتعلمت منه الاهتمام بالزمن بشكل كبير من الحركه اللي عملها معي في 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 برلين في المؤتمر. ولما جيت هنا في 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 المعمل بتاعه نفس المستوى، فتعلمت منه الانضباط في العمل بشكل كبير. الزمن ذاك اول مره كان في حكايه البصمه، يعني تدخل المحل بالبصمه، كان البصمه عندهم زي كرت كده بتدخل الكرت وبيحدد لك الزمن الساعه والدقيقه والزمن يعني. هم عندهم لو اخر الشهر لو شاف زمنه زايد يحاسب الدعاء له، لو زمنه ناقص يتخصم منه، كانوا كده هم. فدي برضو من الحاجات اللي حببتني فيهم كثير. بالاضافه للمركز، المركز كان يعني المعهد كان معهد فدراليا، وكان فيه جهابزه العلماء في مجال الكيمياء الزيوت يعني، وكنت بحتك بهم يعني، اطلب موعد مع واحد واجلس معاه ولو عنده اي مشكله اصلا ما كانوا بيتوانوا. بعد ما كنت بتردد انا اي حاجه يعني ما افهمها كويس، كنت اطلب اذن مع واحد ادي بالتليفون والله يا اخي سوري عندي مشكله كده يعني ممكن تشرحها لي. فساعدوني كثير جدا، بالذات المشرف بتاعي دكتور ماتيوس يعني. قضيت فتره في المانيا، وبعدين من ضمن الاشياء المهمه جدا في المانيا تعلمتها، واحد باحث في الجانب بتاع الفيزيكس، احنا بنعرف ان الفيزيكس والماس دائما الناس بيفتكر انهم صعبات يعني، هذا الشخص يعني ماسك لنا الجانب بتاع الفيزيكس في الاويل، كان في الاويل يعني، وهو مهتم جدا وزول شاطر بشكل كبير، لكن انا لاحظت انه هو هيز درنكر يعني، ولكن حبوه بشكل كبير يعني. كل ما اتصل اقول له يا اخي اشتغل شغل بتاع فيسكوسيتي شغل بتاع هنا، وبعدين ما بعرف المعادلات دي بتاع،
فبقول له تعالني امشي له وقلني بيشرحها لي، وبعدين انا حاسس ان هي دمها ثقيل جدا يعني، لكن هو حبوب فكان بيتكلم معاه بتاع. وانا قلت له يا اخي يوم بتونس معاه كده، قال لي يا اخي انا طالع بدري الليله والله عندي تمارين. قلت له مرة انت؟ قال لي انا بجري ماراثون. نعم؟ قال لي انا نائب بمارس نشاط بتاع ماراثون. وقال لي انت بتمارس اي رياضه؟ قلت له انا بتمشى. قال لي وبعدين هو بيشرب يعني زول بتاع الكحوليك يعني، لكن قال بنائب بيمشي بيجري ماراثون يعني، فحاجه غريبه جدا. فقام شرح لي الفكره بتاعت الرياضه والماراثون وكيف انك انت ممكن تبدا ومش عارف بتاع، وحبب لي الفكره بتاعت انه امارس الرياضه بتاعت الرد. وفعلا قال لي انت، هو اداني فهم، قال لي يا اخي عفوا، قال لي انا اهم حاجه عندي الرياضه دي بتستعد لي مزاجي. بعدين قال لي مرات بكون متوتر وكذا، لكن لما اتريض واتمرن بكون مزاجي ممتاز جدا عفوا. فقال لي يا اخي والله مهمه في زمن في عمرك ده ومش عارف ايه، وانت بنيتك كويسه انت ولا فارقه دي كذا وبتاع. المهم حببني الفكره بتاعت الماراثون دي، فقال لي تبداها كذا. جربتها انه انا اجري مثلا ربع ساعه نص ساعه بتاع هناك وكذا، وبعدين اشتري جزمه محدده ولبس محدد ومش عارف، واشيل معي ما اعرف ماس بتاع عرق كده زي حاجه زي الفلينه كده بتربطها معاك وكذا يعني. فجربتها، وهو كل مره بيجي يقول لي اوكي عملت شنو؟ بقول له والله يا اخي الليله مشيت كده وبتاع. فلحد ما بقيت المساله بالنسبه لي كانت فيري انترستنج يعني، ومنها طوالي استمريت في الحكايه بتاعت الرياضه بتاعت الجري دي من 2002 الحمد لله لحد الان انا امارس هذه الرياضه. واشتركت في ماراثون يمكن في المانيا في 2005 اشتركت في ماراثون، و في 2000 في 2015 هنا ده في 2005 انا اشتركت في الماراثون، وده كان 42 كيلو 42 كيلو. انا متذكر كنت جاري 3 ساعات و50 دقيقه يعني، كانت بالنسبه لي تجربه كبيره جدا. انا حتى الدكتور صديقي الالماني قال لي يا اخي اتدرب قبل، قال لي في ماراثون. طبعا في المانيا الماراثون كل فتره في مدينه على مدار السنه يعني، يجي مونستر يمشي برلين يمشي ميونخ يمشي مش عارف بتاع معروف، وفي اوروبا كلها معروفه الماراثونات يعني. وبعدين ما بيجي فيها الناس عشان ياخذوا جوائز، لا لا، الناس كل المجتمع تلاقي جاري يعني، لانه اصلا هم بليل ونهار عندهم شوارع في عشان تركض فيها انت يعني. فدي حببت لي حكايه الرياضه بشكل كبير جدا. وفعلا انا لاحظت انه الرياضه يعني بتشحذ الذهن، بتقدح الذهن بشكل رهيب، وبعدين بتوفر لك نواحي بتاعت يعني اكتئاب قلق مش عارف متنشن وكذا. والاهم في الامر هي بتساعد في المساله بتاعت الكتابه، ولا انك انت ممكن تكون حريص جدا على الشغل بتاعك يعني، وبتساعدنا كثير جدا في while you are doing research، لانه مرات في الابحاث بتكون في حياه عميقه كده محتاجه لانك انت يكون ذهنك صافي وكذا، فلما تتريض انت بتكون very relaxed يعني. فمارست الحكايه لحد الان ما شاء الله يعني، انا يعني في الاسبوع مرتين او ثلاث مرات 4 كيلو 28 دقيقه 20 30 دقيقه يعني من 2002 الحمد لله، يعني ما اتركها الا حاجه قويه جدا يعني، حاجه تخليني ما اعمل الرياضه بتاعتي، لكن هي من الاولويات بتاعتي اصلا ما بجامل فيها. حتى في السودان رغم الزخم الاجتماعي الكثير ده انا الرياضه بتاعتي لازم. بعدين مرات لما يعني عندي مرات جري في زمنين، يا بعد صلاه الصبح مباشره او الفتره المسائيه. طبعا في السودان مرات المسائيه تكون مشغوله هنا، فصلاه الصبح تصلي الصبح. بروف بس ننبه في ظاهر العنوان بتاع الجلسه اتنشر في حته ما، وفي هجمه هسه حاليا على الجلسه دي. بنقوم بنخط الناس في الويتنج روم، ننبه ما في زول يدخل زول قاعد في الويتنج روم. واصل يا بروف، بس المهم اللي في الويتنج روم ما في زول يدخله. تمام؟ اوكي. يعطيك العافيه، واصل يا بروف. فدي اهميه الرياضه مهمه جدا، يعني انا الفتره الصباحيه في السودان دائما الفتره الصباحيه. وكثير جدا من الحاجات بتحصل طرائف يعني، انا اذكر في غبيش طبعا الناس ما متعودين في حد جاري كده الفتره الصباحيه كده، فانا بكون لابس زي بتاع جاري، فكثير جدا الناس بيستغربوا
البروف ده هم بيعرفوني الناس كلهم يعني البروف دي جانبين. فمسكر مره عندي خالي بعد جاري بجنبه كده، طبعا ما بكيف انا لانه انت في الرياضه بتاعت الركض يفترض ما يتوقف انت اصلا. فبيجي مر عليه كده سلمت عليه من بعيد ومشيت، وجيت بجنبه حجز لي الشارع. يا زول جاري ما رد، قال لي قلت له لا ما في حاجه يا خال، بعدين انا بتصل عليك بوريك الحاصل شنو يعني. فدي من الطرائف يعني، كثير جدا مرات الناس بيشوفوا الشخص بيركض هنا بنمارسها بالعصريات يعني زمن محدد في الاسبوع، عندنا الجمعه سابته الاثنين مرات مرتين في الاسبوع كده بتعمل الرياضه بتاعتك يعني. فده كان في المانيا 2005، ده مارسون في جده كان في 2015 على ما اعتقد. طبعا انا ما انترست انه اخذ نتائج، لانه الماراثون ده في الفازوبيه وكان اثيوبي كيني وواحد اثيوبي، اصلا ده المتخصصين شايلين شنطهم لافين العالم للماراثون يعني. فقطعوا المسافه دي بتذكر في ساعتين وشويه يعني، ساعتين اظن وثلث او ساعتين و27 دقيقه على ما اعتقد يعني. فبالنسبه لنا كانت تجربه كبيره جدا يعني. وبعدين بيدوك ارقام وبيدوك يعني حتى في بيرسك اللي بيدوك لها وبيدوك زي وحاجات مهمه جدا. هنا في السعوديه في جده كان 2015 بس كان 21 كيلو. ده هنا كان عندنا في جامعه جده، هنا في جامعتنا هنا وقتها كانت قبل ما تابع لجامعه الملك عبد العزيز، كان عندنا ماراثون عملناه زي 12 كيلو. واصبحت واحده من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي في حياتي الرياضه اللي هي كنت بمارسها. طيب من اهم الاشياء المهمه جدا انا اكتسبتها في المانيا انه احترفت حكايه الريسيرش بشكل كبير، لانه المشرف بتاعي مركز بحثي ما عندهم اي حاجه، شغل بحوث فقط، بحوث ودورات وتدريب للناس. وكانوا بيشتغلوا اكثر حاجه على الريب سيت اللي هو القرطوم ده في اوروبا كثير جدا، وهو كان فيه مساله بتاعت مراره كده والتغيرات في مواد محدده كده وعايزين يشتغلوا عليها، هو ده مركز فيدرالي كان. فكان كنت محظوظ انه اشتغل مع هذا الرجل، وكان من النوع المحفز جدا يعني. كان بقول لي المجله ذكرت لكم، المجله الامريكيه دي كانت موجوده عندنا بكل اعدادها من 1918، تخيل في المكتب بتاعتهم موجوده. بعدها جاءت المجله بتاعت الاتحاد الفدرالي اللي هي احنا بنسميها الايروفيد ليبيتي اللي هي جورنال اوف اويل ساينس اند ليبيت في اوروبا، ده الاتحاد الفدرالي الاوروبي عنده برضه اسوسيشن، عنده مجله، فدي برضه كان بتجينا يعني. بالاضافه لمجله كان اسمها فود ليميتس اللي كانت في كندا، المجلات دي بنلاقيها طوالي عندنا، وهو عندهم لا اكسس في الانترنت يعني، وبتلقاها ورقيه يعني. فكان هو بحفز يعني، بقول لي شوف هنا انت مما جينا اتفقنا على البروبوزل، طبعا جاي من السودان بنفس البروبوزل، لكن وعد لي فيه كثير جدا ووراني خطوات العمليه فيه، وانه الجزء الاول ده حتخلصه في كذا من الشهر وحننشره في المجله الفلانيه، وهكذا وزعنا كل الشغل بتاعنا لحد فتره بتاعت 3 سنوات ونص. انا في 3 سنوات خلصت البحث بتاعي ونشرته، كان وقتها زي 3 اوراق، وعندنا اوراق سبميت جاء. اذكر اول مشكله كان واجهتنا في الببليكيشن، انه احنا معروف ان الزيوت عندنا زيوت الاديبلز الاويز دي معروف عندها مصدرين، يا يعني مصدر من النباتات او من الاشجار، زيتون مثلا من الاشجار زي الزيتون او زيت النخيل، من النباتات اللي هو النبات العاديه دي الفول معارف السمسم وكذا، كان تو سورسز يعني. فنحن جينا اشتغلنا على الزيوت بتاعت الحشرات، انا طبعا شغال على زيت الحشرات اثنين حشرات ومعي زيت الحميض يعني، وشلت معي 4 زيوت سودانيه اللي هي زيوت تقليديه دي عشان اغارينا يعني. انا متذكر لما شحنت حاجاتي دي من مطار الخرطوم كانت كميه من الحاجات يعني، زيوت كل زيت شاي جركانه الصغيره دي لتر وربع دي او لتر ونص ما اعرف، بعد ذاك شايل حشرات كامله وشايل حميض كامل بسور بتاعته وكذا يعني، وشحنت كارجو اوكي. هو قال لي انت قبل ما تيجي تشحنها لي انا لما تصلني هناك حتى بعد ذاك يتاكد انها وصلت يعني. ففعلا شحنتها له، كانت فيها دايلمه كبيره انه ما عارف ورق من وين ورق من وين جامعه الخرطوم السودان وإيزن ومش عارف بتاع كده. فلما بدينا نشتغل الشغل هو كان بيقول لي يا اخي انت كيف فسرت انه ده زيت ما هو ليبيت؟ لان احنا بنعرف انه كل الحشرات فيها شحوم ما فيها زيوت، والفرق بين الشحم والزيت هو انه الزيت بيكون سائل بحرارة الغرفه
والشحم بكون متجمد في حرارة الغرفة، أو لما تيجي تحطهم في الثلاجة بيتجمد الشحم، الزيت ما بيتجمد إلا بعض الزيوت يعني. فعموما قلت له يا أخي تزن أويل، لأنه قلت له أنا عملت له الحاجات العادية دي عرفت أنه هو أويل يعني. فقام قال لي لا نحن وي نيد واحد بتاع فيسيولوجي عشان يفسر لنا أنه هاو ذيس إنسكت كان اكسكريت أويل أند نوت اكسكريت ليبيدز. وده كان موضوع الديبيت كبير جدا من ناحيه بتاعت البحوث يعني، حتى اتصلنا بواحد في جامعه كاليفورنيا بروفيسور بتاع حشرات، فهو شغال عمره كله في الحشرات دي، اشتغل في الفيسيولوجي بتاع الحشرات، انه كيف يعني الحشره تنتج الطاقه من جسمها، وكيف الطاقه دي بتكون عباره عن كربوهيدرات او بضاعه من الليبيد او بضاعه من بروتين، وكيف يتحول وكذا يعني. فده قال لي يا اخي انا ما لقيت حاجه زي دي، انه الليبيد الموجود ده بيكون فاتح صنع. فقدر ما تحاورنا معاه، وطبعا ده راجل مشهور يعني في المجال ده، وهو اغنى على المانيا انه الشغله دي ما زيت. الالماني مقتنع انه ده قدامه زيت يعني بكل الخواص اللي بيعملها في المعمل هو، لكن قال لي احنا وي نيد سم ون تو جاستيفاي ذيس يعني، حتى عشان لما نبدا ننشر ما عندنا مشكله. وفعلا لما جينا بدينا ننشر كانت في مشكله، لانه كل المجلات ما بتكبر، بيقول لك ذيس المجله عندنا تو سورس يعني، اما يكون فروم ذا تري اور فروم ذا بلانت يعني. اوكي، فبالتالي كانت في مشكله لحد ما واحده من المجلات اللي هي الكنديه دي اسمها الفود ليبي قالوا لنا يا اخي اوكي ما في مشكله، بس تشوفوا لنا زور ريفيور، زور ريفيور عشان نحكم الاوراق دي يعني. فمذكر وقالوا شوفوا ريفيور افريقي، لانه الشغل ده انتوا جايبينه من افريقيا يعني. فنحن بطريقه بتاعت البحث كده لقينا واحد من الباحثين الكبار في نيجيريا، هو قدر يفسر الظاهره دي وقال ما عنده مانع يبقى ريفيور الاوراق. وقتها انطلقت الفكره بتاعت الابحاث بتاعتنا، ونحن يعني في خلال الدكتوراه نشرنا 18 ارتكل من الشغل بتاعنا ده، لانه الاوريجيناليتي الشغل اللي شغالين عليه ما فيش حد كان شغال عليه وقتها يعني، ما عدا الحميات فيه شغلين زي ما ذكرنا يعني، لكن الشغل بتاعت الزيوت بتاعت الحشرات دي ما كان فيها شغل اصلا. بعد ذاك كانت عندنا فرصه كبيره جدا انه نحن نشتغل، نحاول نقفل كل الابواب، ودي مهمه جدا لما تشتغل في الريسيرش لازم تحاول تغطي كل حاجه، والا لما تنشر الاخرين هيجوا لاقوا الحته الفاضيه عشان يغطوها يعني. فاحنا متذكر قسمنا البي اتش دي كان يعني ميني بروجكت يعني، فانجزنا فيها الشغل ده. طبعا بنشوف بعض الحاجات نشرناها لحد 2012 كل ما ننشر احنا من الرساله بتاعتنا، لانه في ريفيوز بعد ما نشرنا الشغل كله بعدين عملنا ريفيوز له، عشان ما في واحدين كمان يجي يعمل ريفيو قبالنا في الشغل بتاع الزيوت يعني. فاحنا عملنا ريفيوز، وبعد ذاك انا خلصت الدكتوراه، وبعدين فترتي بتاعت جامعه السودان 3 سنوات انتهت، فكان باقي لي زي 6 شهور، هم كانوا مدينيها 4 سنوات، انا عملت 3 سنوات و3 سنوات، باقي لي زي 6 شهور. فاتصلت على الجامعه قلت لهم يا جماعه والله انا خلصتها وباقي لي 6 شهور عندكم، كم تدوني لها قروش؟ انا بجي السودان، كم ما تدوني بقني هناك؟ قالوا لي يا اخي بنديك لها، حولوا لي 6 شهور بتاعتي ورجعت رجعت السودان. بعد ما خلصت الشغل بتاعي بتاع الدكتوراه، المشرف بتاعي قال لي يا اخي اشتغل لنا شغل جانبي اللي هو ده، اشتغلنا فيه زي 5 اوراق كده. وانا ماشي في الاجازه الصيفيه بتاعتي قام قال لي يا اخي، قلت له يا اخي والله في اشجار عندنا بيعملوا منها كذا وكذا، فقال لي يا اخي جيب لنا عينات نشتغل عليها، اللي هو اشجار الهبيل والغبيش والدروت، الناس اللي بيعرفوا الاشجار دي. وعلى فكره الهبيل والغبيش هم من الحطب بتاع الدخان في غرب السودان، والغبيش ده بيستخدموه اصلا للسكري وللضغط وكذا يعني. فحكيت له قال لي خلاص جيب لنا منه عينات عشان نشتغل عليهم. وفعلا بعد انا خلصت الدكتوراه اشتغلت على المشروع الصغير ده، وياهو نشرنا منه يمكن 5 اوراق. اوكي، فدي كانت الرحله بتاعت المانيا. ومن الحاجات المهمه جدا في المانيا عرفت من زميلي الاندونيسي ده انه يا اخي في حاجه اسمها الورد يونيفرسي سيرفيس، الالمان بيسموها فوز. فقال لي فوز دي بتدي ناس، احنا قال لي في اندونيسيا بتدينا مرتبات الناس اللي بيرجعوا من المانيا. على فكره المانيا عندها يعني فيري كونكريت ريليشن مع اندونيسيا، هي هولندا. طبعا هولندا لانه كانوا مستعمران يعني، فبدوهم منح وبدوهم حاجات خاصه كده يعني، منح كثيره جدا. فقال لي يا اخي فوز دي بتدينا نحن، يا يقول لك امشي بنديك 1200 يورو في بلدك تشتغل هناك لمده سنتين،
او نديك معدات كيميائيه ولا كده تشتغل بها هناك، تجهز بها معمل بتاعك. فقلت له يا اخي والله انا احاول، قال لي انا ما شفت السوداني قدمها، قلت له بحاول انا غايت. فانا قدمت للناسبوز ديل وادوني، وكنت دار لي معمل لانه لما رجع اشتغل فيه. فادوني معمل في 13000 يورو. يعني دي بعض الحاجات اللي انا كنت انترستد، لانه شايف الاجهزه دي في المانيا انا ما حلقاها في السودان. فتواصلت مع ناس بوز ديل قبل ما اغادر المانيا، وقالوا لي اوكي جبت خطاب من جامعه السودان، وجبت خطاب من عميد الكليه مش عارف ايش. وهنا اشكر ناس كليه الدراسات الزراعيه في شنبات، سواء كان العميد الاسبق بروفيسور عز مكاوي او الاخ والزميل بروفيسور يوسف محمد احمد كان رئيس القسم، كان متعاون معي جدا. قلت انا هنعمل معمل في القسم وكذا، فرسلوا لي الاوراق الرسميه بتاعه هاي، وجبتها قدمتها للنازل. وبعد ما مشيت السودان بعد يمكن 6 شهور او 7 شهور وصلنا المعمل ده عن طريق السفاره الالمانيه، وجابوا لنا معدات ب 13000 يورو، وكانت بيز لمعمل بتاع في قسم الاغذيه في جامعه السودان، واشتغلت به. وطبعا كان من شروطه انك انت تشتغل به لكن الملكيه تقول للجامعه، وتشتغل فيه طلابك انت على وجه الخصوص وطلاب الدراسات العليا، وبعدين ليتر اول في فرق بتاع الزمن يشتغلوا به طلاب الاندر جراديويت، وكنا اشتغلنا عليه. الحاجه الثانيه كانوا بيدونا كتب كل سنه ب 200 يورو، يرسلوا لك القائمه بتاعت كتب، تختار كتب في مجال تخصصك ويرسلوا لك الكتب دول البوسطه. وكنت مستمتع جدا بالمنحه بتاعت المانيا. طبعا ما يفوتني انا اخذتها لما جاني موافقه من جامعه الجزيره وجامعه السودان، ورفعتها لالمانيا قبل ما تقدم مكفي. المشرف بتاعي اداني قال لي قدم للنزدات، قدمت للمنحه بتاع الداد وادوني 6 شهور، ادوني حاجه بيسموها شورت تيرم سكولرشيب 6 شهور، كانت ساعدتني كثير جدا في لانه قروش هي على القروش بتاع جامعه السودان جامعه الجزيره، كانت بتضيف لي شغلي في المانيا، وما كان عندي مشاكل برغم انه عندي اسرتي وكذا، والجامعه كانت بتدي اسرتي في السودان المرتب بتاعي وكذا يعني. فقضيت الفتره في المانيا وجيت مستفيد جدا منها. تعلمت البيزك بتاع الساينتفك ريسيرش، الديب ساينتفك ريسيرش من الجماعه دي، وانطلقت بعديها شغلي في الابحاث. لما جيت راجع السودان وبعد شويه تكفلت يعني جابوا لي المعمل بتاع اللي انا اخترته، وبديت اشتغل. وكونت اول حاجه معرف بالريسيرش جروب، وانا بتذكر عندي طلاب يعني لو فيهم ناس متابعيني من هنا، دكتوره مكارم من جامعه زي ما الاسري كانت بتحضر معي دكتوره، كانوا بيحضروا، كان عندنا ميتنج، كان بنعمل ميتنج كل فتره. ودكتور صلاح حسي في جامعه، احييهم جدا والله، هؤلاء الشباب كانوا معايا في فتره الدكتوراه، وكانوا بينظموا عندنا ميتنج كل مين ننظمه، وعند طلاب بتاع الماجستير والدكتوراه كلهم يجتمع مع بعض وفي المعمل، وبنتناقش القضايا بتاعتهم عندهم مشاكل وكذا، وكيف الريسيرش ماشي وكذا. حتى في ناس من زملاء من جامعه الخرطوم، اخونا بروفيسور احمد حمدين كان عجبته الفكره دي انضم لنا، قال لي يا اخي والله دي فكره كويسه. اخونا دكتور مجاهد من الاختبارات الطبيه في جامعه السودان، عالم مجتهد جدا برضه، كان عنده جروب، فكنا بنعزمهم جروب ونيجوا معانا يشوفوا احنا شغلنا ماشي كيف وكذا، احنا بنزورهم برضه. فكانت الفكره بتاعت الريسيرش دي يعني متغمسانا بشكل كبير، فانجزنا فيها الاشياء اللي انتم بتشوفوها قدامكم يعني بدرجه كبيره جدا. وبعد ذاك خلاص اصبحت المساله يو هاف تو جو. جيت راجع انا وانتظمت في جامعه السودان، وجيت راجع في 2005 شهر 10 وقدمت في الجامعه، وبدات الشغل بتاعي بتاع الابحاث يعني، واستاذ في القسم بدرس وبشرف على الطلاب وكذا، وعندي طلاب بشرف عليهم. فاتخلقت لي فرصه كويسه انه انا يكون عندي اشراف جيد لانه عندي معمل وكذا. وبعدها اخذت شويه كده، قاموا مسكوني القسم بتاع الاغذيه، اشتغلت فيه في زي سنه وشويه. جاتني فرصه انه امشي ماليزيا. ماليزيا الفرصه بتاعت جاتني انه يعني في مؤتمر، مش عشان امشي احضر مؤتمر في ماليزيا، مشيت حضرت المؤتمر وقدمت فيه شغل كان في الجامعه الاسلاميه. وبعد المؤتمر في وانا في المؤتمر كنت نازل مع واحد صديق يعني ربنا يديه الصحه والعافيه، هو اخونا وزميلنا هان دلوقتي تحبينا في جامعه جده هنا في كامل، دكتور احمد سليمان، كنت نازل عنده. فواحده من زميلاته كلمته قلت لها والله عندنا بروفيسور بتبحث لها عن زول بتاع زيوت كده، ما المساله دي كده جات يعني بدون تخيل يعني، انت بتكون قاعد جاي في مؤتمر راح يقول لك والله يا اخي في واحد هنا قال ده زول بتاع زيوت، كنت زول بتاع زيوت يعني. وقتها انا كنت كويس يعني، كنت ناشر يمكن 34 ورقه في الزمن ذاك يعني. ف
وكلمني الزميل ده واستفسرت من البيت الزميله برضو بالتليفون، قالت لي فعلا والله انا عندي واحده مالي ان يمنيه شغاله مع البروفيسور دي وهي ساكنه معي سوا وهم بيشتغلوا على الزيوت، وقالت لهم زول بتاع فوت بتاع الاويل كيمستري. فمشيت زرتهم في المعمل بتاعهم، حقيقه اتصلنا لها بالتليفون قلنا لها يا اخي فعلا انت محتاجه، هي كانت بروفيسور، انت محتاجه لشخص كده كده، قالت هاي. فقلت لها خلاص والله انا جاي هنا لمؤتمر لكن ما عندي مانع ممكن ازوركم يعني. قالت طيب اوكي تعال زورنا يوم كده الساعه كده. مشيت زرتهم طوالي، اول ما دخلت معاهم قالت لها اعمل لنا برزنتيشن، ايش بتشتغل في الزيوت انت يعني. فطبعا الشغل بتاعي متواصل، انا عارف يعني جاي من المانيا شغال على حشرات وعلى كذا وكذا وكميه من المصادر الثانيه يعني، بدينا فيها وصلت قريب ال 34 مصدر الزيوت يعني، كل المصادر الجديده كمشروع بتاع بحثي بدينا فيه مع بروفيسور اسماعيل حسن حسين ربنا ميت في ايامه يعني. بدينا في المشروع اللي هو سميناه النيو اويل سورسز، مصادر جديده للزيوت. بدينا نشتغل يعني ما بنشتغل على اي حاجه الناس اشتغلوا فيها، لازم نشتغل على حاجه جديده. فبدينا من الحميض والحشرات، بدينا في حاجات ثانيه يعني مثلا العرقسي عملنا مشروع كبير جدا، المحلب الاسود عملناه مشروع كبير جدا شغالين عليه يمكن طلاب بتاع ماجستير ودكتوراه كده. فوقتها هي ظهرت فرصه ماليزيا، فحكيت لها قلت عندنا انا عندي بروجكت كبير شغال عليه ومعايا استاذي وكذا اسمه نيو اويل سورسز. فعجبت بالفكره جدا يعني كونه باحث في اداب كده الاستاذ ما يكون عنده اوراق منشوره وشغال في مشاريع كده. فقلت لها والله نحن يا اخي شغالين على الحبه السوداء وعايزين شخص متخصص في الزيوت، انا طبيبه وبتاعت نيوتريشن باي كيمستري وزميلتي بتاعت اطفال وكذا، وعندنا معانا ناس في المعمل بتاع بيور كيمستري وكذا، لكن داري شخص متخصص في الحته دي لانه الدوله مولانا في مشروع التمويل كبير جدا يعني. فقلت لها والله ما عندي مانع، انا عملت البرزنتيشن قالت لي فيري جود ممتاز جدا، هتعمل لنا شنو انت؟ قلت لها يا اخي انا هعمل لكم كذا وكذا وكذا وكذا. قالت لي خلاص احنا فروم يعني ممكن تفتح معانا طوالي؟ قلت لها نو انا ام هيد ديبارتمنت لازم ارجع السودان هناك. وبعد ذلك ليتر اون اتناقش معاك في الموضوع، لا 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 انا ما عارف ايش ودي بتاخذ زمان ومش عارف. قلت لا ما في طريق اصلا، انا زول موظف في الدوله يعني لازم ارجع. المهم رجعت، وبعد ذلك بعد رجعت بعد شهرين كده هي قالت انا ماشيه سويسرا ومش عارف شنو، اعتبرت الموضوع نسيته يعني. فيوم انا قاعد هي اتصلت علي، دكتور باسط يس فانا كده كده في ماليزيا وكان قلنا لك كذا وكذا واديني ايميلك انا ارسل لك الكونتراكت. فتكلمت معاها قالت لي عايز كم انت؟ قلت لها كذا بس لي الكونتراكت اشوفه وبعد ذاك انا اديك الحاسب. عندي زميل لي اسمه بروفيسور الواسر ده بس مره لقى منه كان معانا في المعهد القومي للزيوت في جامعه الجزيره، هو جامعه الجزيره لما كنت بعمل في الماستر انا كان علاقتي به وطيده جدا في المركز بتاع الزيوت ده، وهو عمل دكتوراه في ماليزيا وجا راجع كان في 2005. فهو اللي كلمني قال لي يا اخي تواصلت معاه ويا اخي الشغل في ماليزيا، قال لي شوف الناس زي بده الاستاذ المساعد وما عارف الاسوشيت في حدود 8 ل 9000 رينجت اوكي، انت لو داير امسك لهم من هنا وفوق بس. وقتها كانت بتعادل اظن في حدود 2500 دولار ولا كده. فلما رجعت لي قلت لها انا قالت لي بنديك 2000 دولار، قلت لها نو 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 انا والله 2000 دولار انا تغطي معي كده لانه انا يعني شغال هنا في الجامعه وعندي شغل ريسيرش وكذا يعني. المهم في النهايه توصلنا ل 3000 دولار وكانت الزمن ده بتعادل في حدود 10500 يورو رينجيت يعني، فكانت كويسه. اخذوني في وظيفه اسمها سينيور ريسيرش فلو، كانوا بياخذوا هم البوست دوك بعدين من البوست دوك عندهم ريسيرش فلو وبعدين عندهم سينيور ريسيرش فلو، فكانوا بياخذوها بالبوبليكيشن. اللي عنده بوبليكيشن 5 6 ده بياخذوه بوست دوك، اللي عنده ما اعرف 10 15 بياخذوه ريسيرش فلو، اللي عنده اكثر من 30 بياخذوه سينيور ريسيرش فلو. لكن بيلزموا بانه لازم يعمل بوبليكيشن لدرجه محدده لانه عندهم حاجه اسمها الكي بي اي بتاعه. فالمهم مشيت اشتغلت معاهم وفتره كانت ثره جدا في حياتي يعني، اشتغلت شغل وبمساعدة إمكانياتهم هنا كده اشتغلنا شغل رهيب جدا في مجال، دخلنا مجال النانو تكنولوجي لأنه هم كان شغل مشروعنا كبير جدا على الحبة السوداء، زيت الحبة السوداء احنا بنطلعه نعمل له اكستراكشن وبعدين كان بي كابسوليتد وبعدين نعمل له نانو ايمولشن ولا او كذا، وبعدين اشتغلنا على الفيران التجارب، اشتغلنا على المرضى بتاع السكري، اشتغلنا على السرطان بتاع القولون، اشتغلنا على الدايبيتس، كل ما يتعلق بالمواضيع اللي كان اشتغلناها في خلال فترة بتاع السنتين. حصلت لي ظروف أسرية محددة
أجبرتني أن أرجع السودان، وهم كانوا يعني متمسكين بأكبر درجة. يعني أنا خلصت السنتين دي، قلت حتى قبلها قبل ما ينتهي العقد بتاعي بشهرين ثلاثة كده، قلت لهم والله أنا راجع عندي ظرف كده أسري لازم أرجع يعني. فكانوا يقولوا لي يا أخي أوكي ما في مشكلة أمشي وتعال وبتاع، قلت لهم لا 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 أنا بنهي ما بجي ما بقدم عليكم أصلا. ففعلا رجعت جامعة السودان واشتغلت في الجامعة لفترة. أول ما جيت وأنا في الجامعة كان متواصل معي مدير الجامعة اللي هو بروفيسور أحمد الطيب، كان بيقول لي يا أخي نحن ما عارف اديناك شنو ما عارف وتعال راجع ومش عارف ايش بتاع. المهم انا عندي ظروف ثانيه غير الجامعه، جيت راجع. فقام قال لي لازم تشتغل لنا في البحث العلمي لانه اشتغلت مع الناس زي كذا وكذا. وانا كنت في المانيا وفي ماليزيا كل سنه لازم اعمل ريبورت للجامعه بتاعتي ناس الشؤون العلميه. لما جيت طالع للسعوديه وريني الفايل بتاعي ثلاثه يعني اثنين فايل بوكس، لانه كل حاجه انا بعمل ريبورت برسلونة. فدي كانت رحلتي في ألمانيا، أقصد في ماليزيا. يعني قضيت فيها فترة ممتازة جدا ماليزيا، يعني عملنا مشاريع قومية كبيرة. متذكر من أهم المشاريع كان عندهم مشروع ممول بمليون دولار، يعني كان اللي هو أنه نعمل مصنع للشغل بتاع السوبر كريتيكال فلويد اكستراكشن، الاستخلاص بزيوت بالكربون دايوكسيد. وتواصلنا مع شركة ألمانية عشان تجيب المصنع ده وكذا يعني، لكن ما حظيت أنه أنا أحضر الانستوليشن بتاعه لأنه غادرت قبلها يعني. ولحد الان علاقتي معاهم متواصله. انا اصلا very interested انه to be collaborated with others، ما بعرف اشتغل لوحدي اصلا. عشان كده لما عملنا المجموعه بتاعت الانشر بحثك دي، هذه اصلا من الاشياء اللي انا يعني بفتكر انها مهمه جدا. انك انت يعني عشان يكون المساله بتاعت الجبيل ذكرناها، انك انت عشان يكون عندك بصمه واضحه كده محتاج انك يكون عندك قليل من الاشاعه حوالينك يعني. فهذا المسألة محتاجة لجروبات. تخيل لما تشتغل أنت لوحدك قد يكون إشعاعك ضعيف، لكن لما نشتغل معك اثنين أو ثلاثة أكيد النتائج بتكون يعني مهمة جدا. فترة ماليزيا اشتغلنا شغل كبير، مشاريع بحثية كبيرة جدا، ممول وزارة الزراعة، ممول عندهم حاجة اسمها الوزارة بتاعت التقنية، ممول من اللهم صل على النبي، قدمنا حتى للقطر فاونديشن مرة قدمنا لها مشروع بحثي. كانت مضنية حقيقة يعني، احنا كنا بنطلع من المعمل مرات الساعة 10 بالليل. وغريب البروفيسور اللي انا اشتغلت معاها وربنا يديها الصحة والعافية يعني، بروفيسور مازن اسماعيل، لسه متواصل معاه ومع التيم بتاعه كله يعني. الناس اللي خليتهم كانوا بيحضروا معانا ماجستير ودكتوراه بيقولوا دكتور دكاترة واسي متواصلين معاهم، ورسلت لهم الطلاب بتاعي. يمكن عندي واحدة طالبة جات منهم قريب يعني، واسي عندي طالب ثاني ماشيلون يعني. ومتواصلين معاهم بشكل يعني ما يومي، لكن يمكن يكاد يكون في اسبوعي. يعني انا اشتغلت اكسترنال زمنه اكثر من 12 رساله بتاعت الدكتوره في ماليزيا، في حين انه رسائلي بتاعت الدكتوراه اللي جابوني اكسترنال زمنه في السودان يمكن واحد ولا اثنين، مره واحده في جامعه الخرطوم. لكن في ماليزيا وانا قاعد هنا ده 12 رساله بتاعت الدكتوراه، والله الشغل فيري انترستنج. ويرسلوا لي الهارد كوبي والسوفت كوبي يرسلوا لي. فناس بيهتموا بالعلم وبيحترموا الناس يعني. وحاليا داخلين معاهم في شراكات كبيره جدا في كتابه كتب، كتابه اوراق علميه، ريفيو ارتكلز، مش عارف مشاريع بتاع. اوكي هم والمانيا يعني. اوكي وبعديها بعد جيت راجع جامعه السودان اشتغلت شويه وجاتني فرصه من ناس تواز، لانه تواز دي زمان كان عندي معها تواصل. فتواصلت معاهم قلت له عايز اسوشيت اللي هي استاذ زائر، وكان فيها بروش كويسه وفي شغل بتاع ريسيرش. مشيت اندونيسيا، هم عندهم زي مركز في تختار انت يا افريقيا يا اسيا يا امريكا الجنوبيه. فانا اخترت من امريكا الجنوبيه، اخترت حاجه اسمها معهد البحوث الاندونيسي اسمه كده، زي المركز القومي للبحوث عندنا. عندهم ديبارتمنت كده خاصه بالكيمستري، من ضمنها في شغل بتاع الكيمستري اشتغلت فيه يعني. وده كان في باندو. ومشيت جنبت، وكانت المنحه يعني مفترض انا في السنه امشي يا مرة أو مرتين لمدة 3 سنوات. مشيت السنة الأولى قعدت زي 3 شهور وجيت راجع. في نهاية السنة ده أنا مشي تاني، ناس الجامعة قال لي وين تمشي؟ لا 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 كيف؟ قلت أنا يا جماعة أنا عندي كونتراكت مع النازل مع الناس تواز واليونسكو، كان مدعومة الشغلانة من اليونسكو من تواز، هم مويلين للأسوشيتشيب. أمشي أعمل أبحاث، أعمل تدريب، دورات، مش عارف بحوث مع النازل وكذا، وبعدين أجي راجع يعني. أمشي شهر
مره او شهرين في السنه، مش مرتين يعني. فقال لي ما في كلام زينا، ناس اداره جامعه السودان رفضوا. قال لي لو دار تمشي قدم استقالتك، لكن احنا ما عندنا استاذ بيمشي في هنا يا جماعه، ده استاذ زائر. قالوا لا ما في كلام زينا. عشان تشوف احنا مرات عندنا العقليه، يعني مرات بتكون عقليه ما اعرف تقول على شميتها. يعني انا اجي اقول لشخص يا اخي انا عندي منحه مموله من جامعه الجزيره، يقول لي يا اخي انت علاقتك شنو بجامعه الجزيره؟ امشي لوزير وقول له انت علاقتك شنو بجامعه الجزيره؟ في حين انه دي وزاره بتاعت ايش؟ تعليم عالي وبحث علمي، لكن ما في فهم بتاع انك انت something to be collaborated. يعني احنا دلوقتي كل جامعه بتشتغل في وادي وكل مجموعه بتشتغل في وادي، عشان كده المحصله بتاعتنا دائما بتكون لو ما زيرو قريب للزيرو، يعني سواء كان في الببليكيشن او في النتائج وكذا. لكن العالم هناك لا، كلهم بيشتغلوا نظام كلاسترز، جروبات في اي شغل يعني. حتى الدول بتشتغل مع بعض كجروبات يعني. فالعقليه مرات بتكون عقليه تعبانه جدا. خلاص وقت رفضوا لي امشي للاسوشيت شيب، كتبت لناس اليونسكو لناس تواز انه والله انا ما في طريقه امشي يعني. وطبعا وانا بعمل الابحاث دي كلها بتلمس في انه اضع البصمه بتاعتي ومشروعي، يعني اللي هو ده مرتبط اصلا اللي احنا بنسميها زي ما ذكرت لهم كثير جدا بقول الكلام ده، هي مرتبطه بالمخزون المعرفي. وانا متشبع جدا بحكايه المخزون المعرفي ده، لانه الماجستير بتاعي من الحميض، وانا صغير باكل الحميض وبسرح بالغنم، وبعدين الحميض ده بنعمل منه حاجه اسمها الديجر، والديجر ده انك انت تقطع العرق بتاع الحميض ده وتشرب المويه بتاعته. سبحان الله الفراغات بتاعته دي احنا في جامعه الجزيره فكرنا نعمل منها فلتر العرق بتاعه، لانه فيه ماني بورس انسايد. اوكي، فبعد ذاك اشتغلت على الزيت منه، وجيت اشتغلت على زيت الحشرات مربوط جدا بالموضوع ده. يعني زيت مبقى ده وانا صغير شفته، يعني حبوبتي بتجيبه وبيعملوا منه زيت، وزيت بيتمسحوا به وزيت بياكلوه وزيت كده يعني. والحشرات دي موجوده مرتبطه في البيئه بتاعتنا بشكل رهيب. يعني هل تصدق ان هذه المسائل دي كلها في المخزون المعرفي دي بتفيدك انك انت في تحدد اتجاهاتك في الحياه؟ اوكي، عشان كده كانت كل الببليكيشن بيشوفوها انتو دي او الكتب المعموله دي لها علاقه بالانديجنس نولج. يعني الان كونفشن اويل سيد ريسورسز دي اللي هي اكثر من 28، وقتها كانت زي 28 نيو اويل سورس، منها الكركه، منها اللهم صل على النبي الزيت بتاع العرقسي، وده مشروع كبير جدا شغالين فوق. احنا عندنا طلاب واحدين خلصوا دكتوراه، دكتوره منال البشر هنا في جامعه جازان، وعندنا استاذ محمد احمد السحيم شمالي خلص على جزء. اوكي، عندنا المحلب الاسود اشتغلنا عليه، ودكتوره كوثر معانا هنا في جروب انشر بحثك اشتغلت على ماجستير، عندنا استاذ اشراق شغال على ماجستير. فدي مشاريع ممتده هي، وكلها مرتبطه بالانديجنس، لانه المحلب ده في كردفان ودارفور وكذا بيستخدموه بدل المحلب العادي ده. المحلب العادي يكون غالي له، وعلى فكره هو الرائحه بتاعته قويه جدا وبري بري، يعني انترستنج الريحه بتاعته. وقيس على كده مجموعه كبيره جدا من الشغل ده، ما عارف الزيت بتاع الجونجليس مثلا، الكركدي، واشجار كثيره جدا، الجغجغ مش عارف، الكركر مش عارف، اشتغلت معانا معاه الدكتوره ساره في جامعه القصيم يعني، وطالبه اشتغلت معانا واحده اسمها مين كده نور معارف في جامعه سنار كليه الصيدله. هذه المشاريع كلها مشاريع ممتده مرتبطه ارتباط وسيع جدا بالمخزون المعرفي، لانه انت لو معارفك دي ما نزلت للبيئه بتاعتك بيكون ما منها فائده. اوكي، دي بعض الكتب اللي انا شاركت بها في يعني ك تشابترز، يعني بكتب تشابترز لكتب زي دي. ومعايا الكتاب الاول ده معايا واحد من طلابي كان في دكتوراه متميز جدا، دكتور صلاح بجامعه واد النيل، نحييه رجل نشيط جدا، وديناه ماليزيا، قلنا فتره ماليزيا انجز انجاز مبالغ، يعني اول ورقه له نشرها في مجلة 0.35. وبعد ذاك وهو في ماليزيا يعني فترة بتاعت 6 شهور 9 شهور كده، كنا بنوديهم بالعلاقات كده ومع جامعاتهم بيعملون فاينانس سبورت، ومشتغلين في المجال ده يعني لحد الآن. الناشر بوليمرز مع واحد نيجيريا، الاسينشال اويل ده كتاب فيه قريب ال 900 صفحة، يعني يمكن مشاركين فيه قريب ال 130 عالم على مستوى العالم يعني، كاتبين الكتاب ده في كل واحد عنده تشابتر أو اثنين. طبعا نتيجة العمل ده كله انك انت لازم يكون في شراكات، الشراكات البحثية مهمة جدا، يعني بيجيك طالب تبدا الشراكة معاه وما تنتهي العلاقة به، يكون عندك شخص ترسل له عينات كذا. وبعدين بعد جيت راجع من المانيا وماليزيا، وكنت اهتميت جدا
بالتريننج، لانه في ماليزيا في المعهد الانستيتو بايو ساينس في اليونيفرسيتي بوترا ماليزيا مرات كانوا بيقولوا لي بجانب بتاع تدريب، لانه انا سينيور ريسيرش فولو، بيقول لي لازم تدرب لنا الناس، احنا ما الا تعمل لنا شغل بتاع ريسيرش، لا لا تدرب الناس كمان، وعمل دورات وبعدين تحضر للمؤتمر، تحضر للمؤتمر من A to Z. يعني كان فهموا انه انك انت الجوب ده ما جوب كده، جوب ما جوب مفتوح، يعني تشتغل اي شغل في مجال الريسيرش، تدرب الناس، تشرف على الطلاب بتاع الماجستير او الدكتوراه، وتعمل ريسيرش، وعندك ناس في المعمل تشرف عليهم وكذا. فمن ضمن الحاجات كنت بعمل تريننج للناس، فبدأت في التريننج ده انا نفسي اتدرب وادرب الاخرين، فحبيت الشغلات بتاعت التريننج دي جدا. ومن ضمنها بعد جيت راجع طوالي بديت، لانه كنت مرتبط ب ما زلت اسوشيت ريسيرش على فكره في المعهد القومي للزيوت مع بروفيسور اسماعيل حسن حسين وكل الشباب اللي معاه في جامعه الجزيره، من هنا احييهم يعني. اشتغلنا شغل كبير جدا في مجال التريننج. فبعدين جيت ارتبطت بالتريننج في السودان، صرنا انا اعمل تدريب في مختلف الجامعات، فكنت بزور يعني معظم الجامعات السودانيه انا في داخل الخرطوم، دربت فيها يعني في جامعات كان عندي برنامج ثابت، مثلا جامعه الزعيم الازهري، وكنت مرتبط مع القيادات العليا للجامعه، مدير الجامعه، نائب مدير الجامعه، بروفيسور مدير الجامعه او مديره الجامعه برضه، وبعد شويه جامعه بحري ارتبطت معاه بتدريب بصفه راتبه. نعم بروفيسور سهام. نعم، وقبلها بروفيسور بتاع مستشار امراض القلب ده، ربنا يديه العافيه برضه، محمد سعيد الخليفه. فكنت محمد سعيد الخليفة، شكرا يا دكتور، يعني الذاكرة طبعا. فارتبطت مع الجامعات بالتدريب، ومن ضمنها جامعة السودان طبعا لأنه جامعتيها، فكنت طوالي ماسك التريننج ده كل الكليات تاع جامعة السودان. أنا مشيت لحد ناس المياه في بحري ولحد ناس الغابات في سوبا، كنت بعمل تريننج. طبعا بديت تريننج بالشغل بتاع الريسيرش ميثودولوجي، كيف تكتب وكيف تعمل وكيف تعمل شراكات بحثية وكذا. ومشيت جامعة الدويم، جامعة النيل الأزرق، جامعة كردفان طبعاً، وغرب كردفان، وجامعة السلام. ديل كل سنة أنزل السودان، أنا لازم I have to go to them، يعني لازم أمشي أعمل لهم، وتواصل مع الإدارات العليا الجامعات حقيقة مرات في عقليات منفتحة جداً. يعني أنا يعني كل الزملاء ولحد أنا متواصل معهم، مدراء الجامعات السودانية منفتحين بشكل كبير. يعني ما مر علي انا مدير بتاع جامعه اقول له يا اخي انا عندي باكج بتاع تريننج عايز اقدمه عندك، قال لي لا، بالعكس يقول لي اوكي، ويفتحوا لنا مكاتب ويفتحوا لنا المراكز بتاعت التدريب بتاعتهم كذا. فدي كانت برضو من صميم العمل بتاعنا كده، عشان يكون في اشعاع كده حوالينك بصوره كويسه، وداخلك لي برضو نوع من الكولابوريشن كبير جدا، تواصل معي كثير من الاساتذه، دخلنا في مشاريع معاهم، مشاريع بحثيه ومشاريع بتاعت اشراف وكتابه اوراق وكذا يعني. وساعدتني كثير جدا بالمناسبه كتابه الكتب، لما كتبت كتاب الصمع العربي ده ما كان عندي مشكله، انا بعرف كثير جدا من الناس السودانيين الباحثين يعني. والكتب اللي بعديها يعني كتاب بتاع الوائل فرس، ناس السلام، ناس غرب كردفان، ناس كردفان نفسها، المعمل بتاع قسم بتاع الصمع العربي وكذا، كل الزملاء اللي اتشاركوا معنا في هذه المسائل، لان نتاج انه احنا كنا بنزور او بنعمل تريننج يعني. انا شكلي حامشي سريع جدا، لكن في جزئيه دكتور لازم اتكلم عنها، اللي هي الجانب الادبي. ومن الحاجات اللي بحبها جدا انا، وانا بلقى نفسي جدا في المسائل الادبيه، ودي كانت نتاج علاقات وطيده جدا في التسعينات. في التسعينات انا بديت اكتب، لما كنت في ليبيا انا اذكر كان في مجله اسمها جريده، اسمها جريده العرب الدوليه، كان تطبع في لندن، خلي صاحبها واحد ليبي كان تطبع في لندن وبتجي في ليبيا، فكان فيها صفحه كده واحد ناقد اسمه مين كده دكتور مين كده حافظ، كان في كل عدد مرات عنده صفحة كده عن الثقافة والفنون كده، وكان فيها ناس بيكتبوا مرات، بتكتب حاجات بسيطة كده، فأنا كنت كتبت زي خاطرة كده. فمذكر لما العدد الثاني جاء وقريته، كان على قناة قال لي دي ممكن تكون موضوع بتاع قصة قصيرة، وهذا الرجل أو هذا الكاتب يمتاز بمعارف إيش تأكل. فطوالي أنا مسكت في حكاية القصة القصيرة دي، وانطلقت في أني أكتب قصة قصيرة. بديت اجمع الادوات بتاعت الكتابه، من ضمنها انك القراءه، وانا اصلا ما عندي كان مشكله في القراءه. يعني كنا في ليبيا، كان معايا مجموعه طيبه جدا من الزملاء الشنباته، كانوا شغالين هناك، وكان عندنا منتدى ثابت.
وبعدين حتى مرات حسينا كان في تضييع كده من الجهات الليبيه في فتره من الفترات يعني، فكنا بنعقد منتدانا ده خارج المدينه بتاعت بنغازي. عندنا زميلنا اخونا ربنا يطراه بالصحه والعافيه الدكتور ادم الرضي، وعلى بحييه من هنا، هو في جامعه الجزيره، كان ساكن خارج في منطقه مشروع زراعي خارج بنغازي، فكنا نمشي نقضي عنده الخميس والجمعه ونستصحب معانا كتاب للمناقشه، وكانوا كلهم مهتمين، هم فيهم مجموعه تهتم بالثقافه ومجموعه تهتم بالادب ومجموعه تهتم بالسياسه يعني. فانا كنت اميل الجانب دائما للجانب الادبي، وكنا نتناقش في القضايا بتاعت الادب وبعدين المدارس الادبيه في العالم العربي والكتاب وكذا يعني. وكانت المصادر بتاعت القراءه موجوده يعني، كنا نقرا بنهم شديد جدا. فتولدت عندي الفكره بتاعت الكتابه دي مجرد ما هذا الرجل اشار لانه ممكن اكون كاتب قصه، فانا فكرت ان اكتب القصه. وكتبت القصوص او القصص دي كلها من واقع البيئه بتاعتي يعني. طبعا كنت بعتمد على المخزون، الذاكره الطفوليه بسموها. وهي ذاكره لا تصدع ولا تنمحي بسهوله. يعني ما ينطبع عندك في ذاكره الطفوليه يظل موجود عندك. وعلى فكره سبحان الله يتم استدعائه بصوره سريعه جدا عكس الذاكره لما تقدم بك العمر يعني. فكانت هذه المسائل كل ما كتبته كان مرتبط بالبيئه يعني. وكنت احب المساله دي جدا يعني. فكتبت مجموعه كثيره جدا من المجموعات من القصص يعني. وفي النهايه فكرت فان هي تكون عباره عن كولكشن لجروبس يعني، اللي هي مجموعات قصصيه. فلما جيت راجع السودان وانا في مدني شغال في المصانع وكذا، كنت مرتبط بحاجه اسمها رابطه جزء الاداب والفنون. ومن هنا انا بحيي كل من يعرفني وانا اعرف جامعه في عفوا في رابطه جزء الاداب والفنون، اخوانا يعني استاذنا مبارك الصادق الناقد والاديب الكبير، واستاذ علي مؤمن في الصوره هنا، ودكتور محمد الفاتح ابو عاقله، واستاذنا وصديقنا احمد الفضل احمد من اشهر كتاب القصه القصيره في السودان بلا منازع يعني. مهما يكتب الشباب ومهما يقول النقاد، لكن كلنا متفقين انه احسن من يكتب قصه قصيره هو احمد الفضل احمد، وهو رجل يتوارى دائما يعني، ما يكون في الاضواء، وموجود في مدني، راجل يعني له مساهمات كبيره جدا. وهو الرجل الذي يعني هو كان صديق، بعد جيت مدني انا بحثت عنه بشكل كنت لازم الاقيه يعني، ولقيته، وهو اخذ بيدي كثير جدا، وهو الاخ مبارك الصادق والاخ محمد الفاتح ابو عاقله وعمر السنوسي اللي هو دلوقتي اصبح المدير بتاع التعليم في مدني، وعبد الله بكر في القاهره دلوقتي، مجموعه كبيره جدا من الناس ديل، والشاعر الفذ محي الدين محمد محي الدين ربنا يرحمه ان شاء الله يا رب، واستاذنا عبد العظيم في مدني، هذا الشاعر من الشعراء الكبار جدا. وكانت رابطه جزيره الاداب والفنون يعني انضميت لها على خجل كده، انه ما كنت يعني عندي مساهمات كبيره كده، فهم احتواني بشكل ممتاز جدا، وكنا نقيم يعني ندواتنا واجتماعاتنا وتناقش النصوص بشكل اخوي وبمحبه كبيره جدا، ولكن نصوب بعضنا البعض يعني. واستفدت جدا من الحكايه دي، وخلاص اصبحت من المجتمع بتاع الاداب وكذا، وبدات اكتب. فانا اشكر جدا هنا الاستاذ مجذوب عيدروس، وهو برضه من الرابطه ومن الناس اللي من كبار النقاد في السودان، وهو حاليا ماسك الجائزه بتاع طيب صالح السنويه، هو الامين العام بتاعه، وراجل مشهور جدا له بالنقد الادبي، وراجل حبوب جدا. كنا نكتب في مدني ونبعث كتابات لمجذوب وينشرها فيه، سواء كان في الصحافه، بديت انا اكتب في حاجه اسمها الانغاز، بعدين معارف ثاني صحيفه اخرى، وبعد ذاك الصحافه، وبعدين الايام، وهكذا كله ملحق صحافي كنا نبعث له بالكتابات، والكتابات وجدت قبول كبير جدا عند الاخرين. يعني في ناس كانوا بيفتكروا انه زي ما استاذنا مثلا الطيب صالح عنده مشروع بيشتغل عليه، عندنا استاذنا الكبير ابراهيم اسحاق ربنا يمد في ايامه يعني، من اشهر كتاب القصه القصيره في السودان، وراجل كتب كتابات كثيره جدا ومتقدمه جدا في مجال الفهم بتاع المشاريع، عنده مشروع كبير جدا شغال عليه اللي هو في منطقه
في غرب السودان بيشتغل على المشروع ده من يمكن السبعينات، كتب فيه مجموعه كبيره جدا من المجموعات القصصيه والروايات وكذا يعني، وكتابه متفرده وبتدعو للتصالح يعني. عنده زمان قصه مشهوره جدا اسمها الفجوه في وحش كلثوم، هو كاتبه بدري جدا لكن بيتكلم عن كيفيه التصالح وكيفيه التعايش لما يجي واحد للقريه هو فكي مثلا، وبعدين يجاور منزله أسرة، وبعدين يفتحوا النفاج يكون في تواصل بيناتهم. فهنا كان بوريك أنه كيف المجتمع ممكن يتقبل الشخص الغريب يعني، وكيف ممكن الشخص ده يكون فعال هو رجل بتاع دين، وكيف يعمل إصلاح في المجتمع وكذا يعني. واحدة من الـ من الـ من الـ من القصص اللي دائما بيتكلم عنها النقاد في أنها هي الفجوة في عيش كلثوم، دي كانت لها أثر كبير جدا في المسألة بتاع التصالح الاجتماعي في السودان وكذا. فبدأت خلاص الفكرة أنه أنك تنجز يعني، ده كان شغل أنا بشتغل عليه ولحد الآن بشتغل عليه، يمكن توقفت قليلا، لكن لما نشتغل عليه بشتغل عليه بمحبة وبشتغل عليه بتفكير عميق يعني. كتبت المجموعة القصة بتاعتي جزء منها في ليبيا وجزء جديد في السودان، كتبتها في التسعينات ذكر 94، كتبت واحدة من القصص مشهورة جدا اللي هي اسمها التعوسب، والتعوسب دي لحد الآن ظلت الناس يكتبوا عنها يعني، أذكر قريبا كتب عنها في واحدة من الصحف يعني. والفكره بتاعه التعوسف هي كانت في الزمن الفتره بتاعه الانقاذ، الناس مش الجنوب يموت ومش عارف كذا، وكان في شخص تربط له علاقه هو في مدنيه وقالوا مش الجنوب ومات يعني، والرجل ما كان استشهد ولا حاجه، كان عمل عرس شهيد ومش عارف ايش بتاع، ولكن بعد شويه اتضح انه ما استشهد وكذا يعني. فالمسائل دي حزت في نفسي كثير جدا، كانت حاجه اسمها التعوسف يعني، وهي عميق الكتابه بتاعتها لكن فيها رمزيه بتولي أنه الإنسان أصلاً فيه جانب خير وجانب الشر، فلما مرات كثير جداً من الأشخاص يتغلب عليهم جانب الشر ممكن يغيروا كثير جداً من أحداث المحيط الحوالين يعني. طبعاً المحيط ممكن يكون أي محيط يعني، محيط في قرية، محيط في مدينة، محيط في بلد يعني. فكان فيها فهم كثير جداً، وكل الكتابات بتاعتي بتلقى فيها الزيوت، تلقى فيها الحشرات بشكل كده بدون ما أتعرض له أنا يعني، لكن كذا المسائل تأتي لأنه أنت أصلاً الإبداع أو الكتابة هي بتنطلق من مسائل وجدانية مرتبطة بأشياء في حوالين الكاتب يعني، مجتمعك، بيئتك، ناسك، أشخاصك كذا يعني. فبعد شوية فكرت في أنه زملائي دي قالوا لي يا أخي أنت القصص دي خلاص أعملها بشكل مجموعات، فعملنا أول مجموعة اسمها حورية مريس، وحورية مريس دي اتنشرت في 2003 مع ناس دار عزة، النشر في 2003 عفوا. وبعديها جاءت مجموعة تانية، وهنا كان طبعا في السودان في حركة أدبية نشيطة جدا على فكرة الوقت، إحنا عندنا جروبات في الواتساب من مناقشة الرواية يعني، عندنا جروب فيه يعني كتاب من السودان وكتاب من خارج السودان، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من مصر أوكي، وبنطرح كل فترة تانية رواية والناس بنقرأها قبل ما، عشان بعدين في ناس بيقدموا فيها اوراق رصينه جدا يعني. عندنا هنا في واحدين في السعوديه، في السودان، سومله في فرنسا، يعني بتربطنا بعلاقات كبيره جدا مع هؤلاء الناس يعني، تطرح الروايات وتقرا وبعدين كل حد بيجي ينظر لها بنظره مختلفه من الاخر يعني، سواء كان كتابه، تعليقا او صوتيا وكذا يعني. وهذه المسائل راتبه ومستمره يعني، دائما يعني ما شاء الله بتعرض فيها من اميز. انا اذكر من قبل فتره كان ناقشنا واحده من الروايات لصديقنا وحبيبنا يعني اللهم صل على النبي، صديقنا بركه ساكن، هو بتربطني به علاقه شخصيه على فكره، صديق شخصي يعني، وراجل من الناس الحبوبين جدا، كان بيجينا في وقتها كان بيشتغل في دارفور وبعدين اتنقل اشتغل في الغرب في الشرق وصل من خشم القربة، فكان بيجينا لازم يجي غاشينا في مدني يعني، عمل له ليلة يعني كتاباته دي، وبنحتفي به لما نجي يعني وكذا يعني. بعد لحد ما هو دلوقتي صار في النمسا وكذا متواصلين معه، رجل يكتب بعمق كبير جدا يعني، وإن كان إحنا نختلف معه في بعض المسائل يعني. فآخر مرة كان هذه الرواية بتاعته الرجل الخراب كنا بنناقشها في هذا الجروب وكله، وقبل يومين كان عندنا مناقشة للحسن مرغني في 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 سلطنة في قطر على ما أعتقد،
البكري، فهو برضو من الناس اللي كتاباته جميلة جدا، بياخدك الجو والمحيط بتاع هؤلاء الناس، لأنهم بيكتبوا بمنتهى الشفافية، وبده يعني تتخيل أنك أنت لما تجلس للشخص ويتحدث، ويختلف كثير جدا لما تقرأ لكتاباته. يعني أحداث الليالي المطيرة لأستاذنا مبارك الصادق هنا، دي طبعا كانت واحدة من الدراسات لحورية مريس، كانت معمولة في نادي القصة في الخرطوم، وأنا أحد الأعضاء لنادي القصة، ومن هنا أحييهم كل الزملاء في نادي القصة، انقطعنا عنهم كثير جدا لكن متواصلين معهم عن طريق الواتساب وكذا، ولكن الأستاذ أحمد عوض، الأستاذ عامر، صديقنا المشاغب جدا في كوستي، وزملائنا محمد الفكي سليمان، وكل الكوكبة، وبعدين الكتاب اللي ظهروا في الفترة الأخيرة من كتاب القصة القصيرة، إيمان المازري من الناس اللي كاتبين روايات بصورة جميلة جدا للشباب في الفترة الأخيرة، فنحييهم. يعني كان في نادي القصة عقدت لنا في 2016 ورشة لمناقشة مجموعة حرية مريس، يعني كان معنا الدكتور محمد الفاتح أبو عقلة كان مقدم ورقة، وأستاذ مبارك الصادق مقدم ورقة، وأخونا أستاذ علي مؤمن هو كان مدير الجلسة وكذا. يعني دي آخر حاجة في 2000 أكتوبر 2019 عندنا مجموعة اسمها متون الرهق والهذيان، هي فازت بجائزة معرض الحكومة الدولي للكتاب في 2019، وكان أنا ما كنت موجود هنا في المملكة، فاستلم الجائزة ابني قصي زي ما شايفين في الآخر هناك، هي كانت فائزة بالمركز الثالث في مسابقة جائزة معرض الحكومة الدولي للكتاب. ومتون الرهق والهذيان هي واحدة من المجموعات القصصية اللي فيها كثير جدا من الوجدانيات، يعني وفيها أشياء لها علاقة كبيرة جدا من الرهق النفسي والرهق الوجداني، سواء كان لطفل صغير مثلا في قرية، أو محبوبة أو معشوقة أو كذا. يعني فهي فيها نوع من الكتابة كذا، أنا أفتكر كان مختلف شوية من المجموعة بتاعت حورية مريس. يعني حورية مريس طبعا فيها مجموعة من القصص كانت مرتبطة كثير جدا بالبيئة بشكل رهيب، يعني حتى كثير لما كنا بننشر القصص دي في موقع القصة العربية المشهور ده، موقع القصة العراقية، في موقع عود مدني، عندي في أيقونة اسمها الدنكوج من 2000 ويمكن 2 على ما أعتقد، أو 2 و3 أنا كنت متابع معهم. بعد ذاك في كثير جدا من المواقع بتلقى فيها هذه الكتابات. في مجموعة أخيرة اسمها تلابيز من عوسجي، هي من الكتابات الأولى، القصة الأولى كما اتنشرت لسه. وعندي رواية بشتغل عليها اسمها عاشرة حتى يأتي الغرام، هي واحدة من المخطوطات اللي اشتغل عليها توقفت عليها فترة، ولكن أحب جدا الفهم بتاع الأدب، يعني لأنه يدخل للوجدان ويخليك متصالح نفسيا، لأنك أنت تنظر للحياة من على البعد ومن رؤى مختلفة. يعني أنت لما تحدث عن طفل صغير في الشارع مثلا، أو عصفورة تغرد في غصن، أو مثلا زي ما قال الشاعر اللي هو عصافير الخريف، هو الحلنجي قال كان قاعد في الغرفة بتاعته في بسلة، وجات العصافير مرة كده، فكان بيبسها لواعجه وشغفه وشوقه للمحبوب عن طريق هذه العصافير، فطلعت شفت اللحن طلع والكلمات طلعت بشكل رهيب. يعني فالنشاط الأدبي أنا أفتكر بضيف للإنسان كثير جدا، يعني كل هذه المسائل مرتبطة مع بعض. يعني كتابة القصة وكتابة الرواية أصلا لا تطلع من المشروع بتاعي، اللي هو سواء كان في مجال المحيط المجتمعي، احنا قلنا قبل الزمكانية دي اللي هو ارتباط بالزمان أو المكان، ضروري جدا هذا الارتباط، وسيع جدا بتلقاه في هذه الكتابات. حتى معظم النقاد دلوقتي يتكلموا عن هذه الكتابات المتواضعه، انا افتكرها هم ذكروا هذه المسائل. يعني وفي ناس بيفتكروا انه ده فتح جديد في مجال القصه، انك انت تنقل كل ما يدور في المجتمع بتاعك الى الاخرين، سواء كان في الوسط او في الشرق او الشمال او في الجنوب. يعني وعشان كده تكامل الادوار، احنا لما جاتنا يعني الزميله جاتيانو
ستيل لاجاتيانو الدكتوره اللي بحييها، وجات بتنقل لنا يعني كتابات من جنوب السودان. احتفينا بها بشكل رهيب يعني في الخرطوم، وهي كانت اظن تاج الصيدله وقتها، لكن من جنوب السودان كانت تتكلم عن المراه الفقيره اللي يعني تجي الكشة تكسر لها معارف المريسة بتاعتها، وهي المريسة دي معمولة بتأكل منها أطفال وكذا، وقرشين ثلاثة عمل بها كذا يعني، ولا الحروب اللي دمرت الناس وكذا. فالناس احتفوا بها بشكل كبير لأنه بتنقل الجنوب، بتنقل لك كل التفاصيل دي إلى وجدانك أنت، كان في الغرب ولا في الشرق ولا كذا. هذه الكتابات كلها مع بعض يعني بتساهم في أنك أنت يكون في التصالح بين الأيقونات المختلفة في المجتمع السوداني. من ضمن الأشياء اللي حببتها جدا لنفسي كانت فكرة أنك أنت يعني تكون حريص أن تسمع صوتك للآخرين. طبعا في ود مدني كنا مدينة طبعا معروفة ود مدني بكل ما فيها من جمال ومن ثقافة ومن أدب ومن فنون ومن سياسة يعني، لكن سماع صوت من الغريب بنفس اللهجة بنفس الفهم بنفس كلام الحشرات ومش عارف ايش وكذا، او الاشجار والطيور والعناكب والاشخاص والزراعه والمواسم المختلفه، قد يكون فيها نوع من الغرابه عليهم. فبتاتي انت وبتحمل معك كل هذه المسائل في معينك، وبالتالي الناس يستمعوا لك. قد ما يقبلك الاول في الاخر، الناس ما يقبلوك بسهوله، لكن بمرور الزمن يقبلوك يعني، وبيقبلوك بترحاب كبير جدا يعني، وبيفتحوا لك صدورهم. بس انك انت ما تكون زينا، تكون مختلف. وهذا كان المفهوم الاساسي حتى عند الطيب صالح يعني، انك انت تكون مختلف، تنقل البيئه بتاعتك. وهو لما نقل الايقونه بتاعت الغريه الموجوده على الشمال في نهر النيل، وبعدين اتنقلت الى اوروبا، ومن ثم نقل المساله نقله كبيره جدا، حتى الونسه بتاعتهم في قدام الدكان وكذا اتنقلت للعالم كله دلوقتي. يمكن اكثر من 40 لغه ترجمت اعمال الطيب صالح، ودي بنشوفها كثير جدا في 100 عام من العزله. بنفس الفهم يعني انه قريه صغيره جدا في منطقه نائيه في امريكا الجنوبيه، وبتتنقل الاحداث بتاعتها بصوره كبيره جدا الى، وبعديها جاءت الحكايه بتاعت الكتابات السحريه وكذا. ففكرت فانا انقل صوتي من خلال برضه الاذاعه، لانه اذكر انا كنت ساكن جنب الاذاعه بتاعت المدني. فيوم انا غشيت الاذاعه كده بس اتعرف على الناس في الاذاعه، فتعرفت على الناس وايش، وانا والله انا شغال يا جماعه مهندس بتاع تصنيع غذائي في مصنع وكذا، وما عارف برامج بتقدموها كذا وكذا. فقلت لهم يا اخي مرات المفروض نجي احنا نقدم حاجات كده للناس عن التصنيع الغذائي، عن اهميته وعن كذا يعني. فقالوا والله ما فكره كويسه يعني. فقاموا استضافوني في برنامج يعني بيتكلم عن قبل العيد بشويه، كان الضحيه يعني، كلموا الناس عشان المفروض ياكلوا ايش، مش عارف الحلويات مش عارف بتاع كذا، البرامج التقليديه اللي بيعملوها الناس في الاذاعات يعني. بعديها فكرت، تواصلت معهم قلت لهم يا جماعه انا عندي والله برنامج، انتوا ما نعمل حاجه اسمها غذاء ودواء، انا اتكلم عن الغذاء وهل الغذاء ممكن يبقى دواء ولا لا يعني. فكان ده برنامج تسجل في اذاعه مدني، يمكن استمر لمده 3 سنوات، حتى انا لما كنت يعني مرات في الخرطوم بسجله وبرسل لهم في سي دي ولا برسل لهم في فلاش ولا كذا بعد ما مشيت من مدني. بعدين كان في برنامج اسمه خلايا بيتكلم عن التراث في دارفور وكردفان، معي بنتي توفت الله يرحمها، يجعل ان شاء الله جنة مثواها يعني. كانت شابه قضى كده بجامعه الجزيره هذا في السنه الاولى والثانيه يعني، لكن كانت بنت فنانه جدا يعني، وروحها مشبعه بالابداع. كانت شغاله في اذاعه نياله هناك، فلما جات هنا وهي طالبه في الجامعه فضمتها جامعه اذاعه المدني، وكانت اشتغلت معي البرنامج بتاع المخلايا ده، كنا نتكلم عن التراث والثقافة في دارفور وكردفان وكذا. بعدها في الخرطوم اشتغلت مع إذاعة البيت السوداني، حاجة اسمها طبيعة وجمال، وده استمر لفترة طويلة لحد الفترة لما كنت في ماليزيا، كنت بسجل وبرسل لهم يعني. طبيعة وجمال ده بيتكلم عن برضو عن الأشياء اللي لها علاقة بالإنديجينس نولج يعني شنو كركديه وأهميته، ومرات بنشوف حتى الزهور ما أعرف الفراشات الحاجات اللي لها علاقه بالجمال بصفه عامه موجوده عندنا في البيئات بتاعتنا، وبنربطها بحاجات كثيره جدا. البرنامج استمر لفتره طويله جدا في اذاعه المدن. طبعا الحاجه الثانيه اللي هي ممكن انك انت تكون مؤثر جدا في مجتمعك، انه طيب خلاص انت لو اصلا يعني if you satisfy your needs يعني انت خلاص اكتفيت بانك
عملت الاشياء اللي عايز تعملها وربطت المسائل هذه بالبحوث وكذا. فطيب هل كفايه اني انا فقط يعني انا اوصل لاهلي بس انه اعمل ابحاث واكتب غبيش في كل الاوراق بتاعتي؟ يعني انا كنت بقول لزملائي لما تكتب غبيش بالانجليزي حتجيك الاوراق بتاعت مريض، هذه كفايه انا اقول غبيش ظهرت للناس، لانه كانت معظم العينات اللي بناخذها كانت من المنطقه دي، يعني بفهم انك انت لازم تكون لك تاثير فيها في البيئه بتاعتك. فجاءت الفكره بتاعت انه انا ممكن اعمل حاجه لما جيت السعوديه هنا، واعمل حاجه انه ممكن اساهم بها في انه يعني ارسخ الفكره بتاعت الارتباط بالبيئه دي. فجاءت الفكره بتاعت مشروع كليه غبيش للعلوم التكنولوجيه. حقيقه هي كانت فكره بدينا مع زملاء هنا انه نعمل كليه صراحه يعني. وجمعنا في حدود 60 واحد من الاساتذه في الجامعات هنا، وبدينا الفكره بتاعت نعمل كليه، يعني نجمع قروش وحددنا اي واحد يدفع كذا. ولكن شاءت الظروف والاقدار ان ما المشروع ما ين ما ما, ما يستمر يعني. ففكرت براي قلت يا اخي طيب يا اخي انا اعمل كليه. وسبحان الله هذه المسائل لما انا فكرت اعمل كليه ما كان عندي الامكانيات اعمل كليه، لكن قلت كذب ما هو نوت انا اعمل كليه. فكرت قلت اعمل مدرسه ثانويه مثلا، لكن شفت المدرسه يمكن يكون الاشاعه بتاعها قليل، يعني يمكن ما حيشتغلوا فيها يقروا فيها الطلاب بتاع المدرسه وكذا. وبعدين انا يعني حاجاتي ده حاخدها في المدرسه كيف؟ انا زول باحث مرتبط بالبيئه وعندي فهم بتاع انه اعمل متحف للتراث، متحف للفلكلور، بعدين اعمل لي يعني حاجات بتاعت بحوث، بعدين بعد شويه حرجع اشتغل فيه وكذا. فقلت يا خلاص انا ليت ستارت تراب انا كوليدج، ليش ما اعمل كليه انا؟ استفسرت من المسائل دي كويس جدا يعني، وساعدوني ناس كثار جدا، ناس كثر يعني من ضمن الاسره بتاعتي على فكره، ناس وقفوا معي وقفه كبيره جدا يعني. وانا احيي اسرتي منها، اسرتي الممتده واسرتي الصغيره، لانه وقفوا معي في كل اشياء، لانه انا بشتغل كثير جدا. وسبحان الله يعني كل اللي حواليني كانوا مدوني نوع من البراح ونوع من العفو انك يو هاف تو دو يور سينس يعني، ما كانوا بينتقدوا سواء كان اولادي او زوجاتي او الناس اللي حواليني يعني، ما كان بينتقدوا كثير جدا من انا اجلس ساعات كثيره في الشغل بتاع الريسيرش. بالعكس في ناس كتار ساعدوني مساعده كبيره جدا في المسائل بتاعتي دي يعني، كثير جدا من الاشياء بشكلهم سكرتاريه، بشكلهم مستشارين، او يشتغلوا العمل وبنوع من المحبه الكبيره. فبدأت المشروع وتوفقت فيه والحمد لله سبحانه وتعالى بجهود كبيرة جدا من الناس. أهلي في المنطقة أعذروني، صحيح ما فيش حد يعني ساهم معي بناحية مادية، لكن أعذروني بشكل كبير وأدوني دفع معنوي كبير جدا يعني، يحتفوا بالمشروع بشكل كبير ولحد الآن بيرعوه كل الناس. هو مشروع بتاع كلية صحيح، لكن بيرعوه كل الناس في المنطقة بصورة كبيرة جدا. 2017 2016 كانت البدايه مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وهنا بنشكر الزملاء اللي كانوا في وزاره التعليم العالي وراسهم الوزيره بروفيسور سميه ابو كشوه، كانت بتعتبر هذه الكليه نموذج لانه الناس ينتقلوا للريف يعني. وكانت دائما الزملاء بيقولوا لي في اللجان بتاعتهم انه هي بتضرب المثل بكليه ريف، منطقه نائيه هناك واحد عامل كليه فيها، فده المفروض التعليم يتنقل كذا. فساعدونا كثير بالتراك بتاعهم، اصلا ما مشينا خارج التراك، كل ما هو مطلوب من الوزاره برغم انه هنالك كثير من الحاجات واجهتنا في اللجان وكذا، لكن هذه طبيعه الاعمال يعني، انت لا يمكن ان تعمل اي مشروع يكون كده سهله اوكي. فزللت المسائل بشكل كبير جدا باجتهاد من كل الناس في المشروع. هذا المشروع فيه مجموعه كبيره جدا على راسهم المجلس الامناء بتاع هذه الكليه، زملاء معانا في الجامعات السعوديه والجامعات السودانيه، أشكرهم شكرا جزيلا جدا. أفراد العائلة الأسرتي يعني بشكل كبير جدا كانوا معي قلبا وقالبا في هذا المشروع، أهل المنطقة، الإدارة، الناس الإدارة الأهلية، الزملاء، الإخوة، الأهل أوكي. الحاجة الثانية برضو أشكر الناس اللي مروا على الكلية في الإدارات، ولحد اليوم يعني عندنا الصف سبحان الله يعني الصف دائما بيجي متنوع من مناطق مختلفة، من السودان، كانوا معنا اسم الخرطوم، من مدني اشتغلوا في كلية غبيش يعني، كلهم بشكرهم والله يعني. حتى الناس الغادروا الكلية لا يسبب من الأسباب متواصلين، احنا عندنا فهم انك اصلا يعني كل انسان فيه بذرة بتاعت خير، فانت لازم تلتقط هذه البذرة من الشخص وتستفيد منها وتضعها في موضع الخير.
ولو انتهت المصلحه بينك وبين الشخص حقه ما تقطع علاقتك معه، هذه مساله من المسائل المهمه جدا. بعدين انصح الناس انه ما يكون عندهم في خصومات في المسائل، يعني خصومات مثلا في الاتفاقيات، او خصومات مثلا في المشاريع، سواء كان مشاريع بحثيه او اشراف وكذا. حتى لو المشرف ده يعني كان فري تف بالنسبه لك، حقه ما تخلق ما تخرب علاقتك معه، ضروري تواصل معه يعني. فكليه طبيش كانت ضربه البدايه في 2016. 2017 في شهر 8 حصل الافتتاح للكليه، و الافتتاح يعني كان بزخم كبير جدا، يعني من ولايه غرب كردفان كان رسلت الوزير، وهنا المعتمد بتاع المنطقه وكل اعيان المنطقه وكل اهل المنطقه كانوا في احتفاليه كبيره جدا، وزملاء من جامعه غرب كردفان، عفوا من جامعه يس جامعه غرب كردفان جامعه السلام في الفوله شرفونا في الحضور للافتتاح بتاع الكليه. الكليه ولدت باسنان والحمد لله سبحانه وتعالى، وده توفيق من الله سبحانه وتعالى انه بنت ثلاثه قاعات متكامله سعه 150 طالب، بعد ذاك مجموعه بتاعت مكاتب، كافتيريا، مصلى، ساحات ومكتبه، وحاليا شغالين في الفيس الثاني، فيها عباره عن مجموعه كبيره جدا من القاعات ومجموعه جدا من المعامل، لانه مفكرين ليترون نعمل فيها تخصصات، وبدينا فيها بتخصصات. ده كان اعيان المنطقه في الافتتاح يعني، وكانوا كنا بدينا فيها باداره الاعمال والاقتصاد والمحاسبه، حاليا دخلنا بالقانون، دخلنا بالاي تي، الاي تي بكلاريوس والدبلوم بتاع حاسوب، والحمد لله الكليه ماشيه بشكل كويس. لكن طبعا ما وراء الكليه اشياء اخرى اللي هي مرتبطه بالمشروع، بالبصمه، اللي هو انك انت يكون عندك بصمه في الاشياء بتاعتنا. اللي عندنا مركز مغسلين المراه والطفل، وده بننفذ فيه برامج خاصه بالمراه والطفل، مشروع كبير. عندنا مشروع بتاع المخزون المعرفي اللي هو ده الخاص بابحاثي الشخصيه يعني، وده مرتبط بالابحاث والمخزون المعرفي، وخاتل له برنامج بتاع يكون فيه متحف، يكون فيه يعني دورات، يكون فيها شكل جديد تقديمها للكليه. والكليه ما شاء الله ماشيه يعني بنفس الحاجه المخططه لها، والحمد لله الامور ماشيه بوضع ممتاز جدا ومبشره، انك ان التمسنا انه احنا فعلا وضعنا اشياء في المنطقه. يعني عندنا مركز ام قصيده، عندنا مجموعه بتاعت حلقات تلاوه، حلقات فقه، تجويد، محو اميه في القرى اللي حوالين المنطقه وفي داخل المنطقه، وبرامج بتاعت ارشاد عن التغذيه، تغذيه الام وتغذيه المراه الحامل والطفل والعادات الضاره، والمسائل هذه كلها موجوده في المركز ده، وعندنا ناس بيأدوا هذه المسائل وبيشرفوا عليهم يعني. انا شكلي طولت جدا، لكن اختصر الموضوع اقول لكم شكرا جزيلا. ولكن اهم حاجه عندي انه ابنائي اصدقائي، حقيقه يعني من الاشياء المهمه جدا انك في كل هذا الزخم لازم يكون هناك يعني supporting. You have to have some people gonna support you. والدعم الاولي انت لازم تلقاه من الناس اللي حوالينك. احنا قلنا المكان والمحيط اللي حولك هذا مهم جدا، فانه يعمل لك سبورت. فانت لما تطرح مرات افكار الناس بيفتكروها يعني it cannot be easy to be adopted، يعني كونك انت تفكر في مشروع كبير وتلقى الناس اللي ممكن يعمل لك سبورت، بدءا بالموضوع البدري جدا، حكايه ماجستير ولا حكايه تنقل الحميض الى جامعه الجزيره، أو تنقل الحشرات إلى ألمانيا ومن داخل مزرعة محددة من بيت حبوبتك ولا كده عشان تفكر في المسألة هذه مرات محتاجة الناس عشان يعملوا لك سبورت يعني. فأنا حقيقة من النهاية يعني برسل صوت شكر كبير جدا لأسرتي، أنه دعموني دعم كبير جدا وما زال يدعموني بشكل كبير جدا يعني، ومن ضمنهم حتى أبنائي يعني بيساهموا معي مساهمة كبيرة جدا في كل ما يتعلق بأشياء. وشكرا جزيلا، بعتز جدا الإطالة يعني، وشكرا جزيلا ان شاء الله. بروف عبد الباسط، يعني والله الواحد عاجز على الكلام يعني صراحه كده، انا ما قدرت اتمالك الدموع وهي بتنزل، لانه تقريبا ده يعني تجسيد لحلم كل زول تجاه بلده. يعني خليك من الجوانب الشخصيه بتاعتك، بتاعت انك انت زول رياضي وزول قاص وزول كده، لكن المساهمة باك للمجتمع، للبلد، وعبر مؤسسة صرحي أكاديمي وكلية، دي حاجة أعتقد إنها يعني
يعني ما 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 سبيتشلس تماما. فندي الفرصة دكتورة سوزي، ولو في أي واحد من الشباب داير يسأل البروف ولا عنده أي مداخلة ولا كده، رجاء استخدم خاصية رفع اليد. الله يكرمك يا بروف يا أخي، الله يكرمك. يعطيك العافية دكتور، تسلم والله، تسلم كثير، بارك الله فيك، شكرا لك يا أخي. الله يسلمك يا رب، تفضل يا دكتور. بصراحة يا بروفيسور، أنا يعني هو في كلام كتير من اللي أنا كنت عايزة أقوله قاله دكتور أنور. بصراحة يعني دي لونج جيرني، يعني رحلة طويلة فيها يعني حاجات رائعة جدا ومثال لينا كلنا. بصراحة يعني إحنا كلنا لازم يكون عندنا نفس فكرة حضرتك. حضرتك طبعا تعتبر القائد بتاعنا، ف يعني احنا عايزين نمشي على خطاك زي ما بيقولوا، ويعني حضرتك حفزتنا وبتشجعنا على ان احنا نعمل يعني نكون عندنا نفس الإرادة القوية، ويكون عندنا نفس الأمل والرجاء، وما نفقدش الأمل مهما مرينا من صعوبات. يعني نفضل برضو ورا الهدف بتاعنا اللي احنا عايزينه وحاطينه جوانا وعايزين نحققه. ففعلا يا بروفيسور يعني ربنا يبارك في حضرتك وفي أسرتك الكبيرة والصغيرة، وشكرا يعني بجد دي أمسية رائعة، يعني أحسن من أي محاضرة بصراحة. يعني مش عايزة أقول أحسن، مش عايزة أفاضل طبعا، المحاضرات كلها احنا استفدنا منها، ولكن عايزة أقول إن دي لوحدها محاضرة، أو السيرة دي لوحدها الذاتية محاضرة رائعة جدا، في من ناحية الفضائل، من ناحية الـ يعني المبادئ، حاجات فيها social meanings، فيها academic meanings، فيها حاجات كتيرة جدا، ومثال لينا كلنا المفروض فعلا نحط قدامنا نمشي زيه بالظبط. فشكرا لحضرتك جدا بروفيسور، حضرتك قامة وقيمة كبيرة رفيعة الحقيقة، وفعلا احنا نشكر حضرتك على كم الحاجات الجميلة اللي بتقدمها لنا كل يوم، ومن مساعدات من حاجات كتير. يعني مهما عديت ما مش لاقية الكلام العربي ولا انجليش ولا بأي لغة ان هو يقدر يعبر عن المفروض او الواقع اللي حضرتك فيه يعني. فشكرا، وربنا يبارك في حضرتك وفي أسرتك، و تبقى معانا على طول إن شاء الله يا بروف. شكرا. شكرا، شكرا جزيلا دكتورة سوزي. يعني أنا عاجز عن يعني اقتناعكم بفكرة أنه أنشر بحثك معنا. هي يعني أيقونة بدأت صغيرة جدا، ولكن سبحان الله يعني انتشرت بشكل كبير، ولأنكم طيبين، لأنكم خيرين، لأنكم عندكم حس وطني، عشان كده انتميتوا لأنشر بحثك معنا بلا شك. يعني أنا يعني فضل الفكره كلها عليكم انتم، لانه اي تفاعل كيميائي بيتم لو ما كان في محفز للتفاعل الكيميائي ما بيتم التفاعل. فاذا كان انا حفزت التفاعل، انتم اطراف التفاعل، انتم الانبوت بتاع التفاعل، وانتم الاوتبوت والتفاعل. لانه نحن الانبوت دخلنا كمجموعه باحثين، كل واحد فينا مهموم بشخص، يمكن بموضوع محدد عنده اشكاليه محدده، لكن الاوتبوت بتاعنا كان هو وطننا، هو بلدنا، هو نحن نرفع قيمه. يعني تمام. هذه مسؤوليتنا الاجتماعية، كون يكون عندنا أبحاث باسم السودان، أنا أفتكر دي مسؤوليتنا الأخلاقية في المقام الأول. فشكرا جزيلا، لأنكم فعلا تستاهلوا ذلك. يعني أنا يعني جزء منكم فقط، يعني شكرا لك. الله يديك العافية يا بروف. وهنا ده يا اخوانا حننبه انه احنا كنا طالبين من الناس في الورش بتاعت البحث العلمي انه ينشر ورقة علمية بعد ان ينتهي التريننج في خلال شهر. احنا عندنا اليوم الختامي، لما يحصل كل الناس اللي اتدربوا معانا كلهم هنوجههم للمجموعات بتاعت تنشر بحثك معنا، على اساس انها تكون المخرجات بتجي هناك في المجموعه. انا اتناقشت مع بروفيسور عبد الباسط كتر خيره، هو معاه دكتور اياس وكل الجماعه الناس القائمين على المجموعه، انه كلنا بنتكامل مع بعض، نشتغل مع بعض كلنا. يعني كلنا في النهايه هدفنا خدمه المجتمع وخدمه الوطن. والله يا بروف عبد الباسط الليله لغيته، يعني انا حضرت لي آلاف التيد توكس والتيدكس وبتاع، لكن ما في حاجة كانت تاتشينج وتخش جوه كده ده زي الستوري بتاعتك. يعني والله سوبر. يعطيك العافية يا دكتور أمور يا أخي، والله أنت محفز لنا، أنت محفز لنا كبير جدا. الله يكرمك يا رب. وأنا أتمنى أنه السودانيز فاونديشن تظل أكبر من كده بكثير.
إن شاء ان شاء الله. الله انا متاكد ان احنا قادرين عنه نقفز بها قفزات كبيره جدا مع بعض كل الزملاء. إن شاء الله إن شاء الله. وانا شاكر لكم وشاكر جدا لكم في انكم يعني طرحتوا فكره انه نحن الاوتبوت بتاعنا يكون عن طريق جروبات صغيره في الواتساب ان شاء الله. والزملاء اياس وكل الزملاء ودكتور حماد والزملاء معانا في مجموعه انشر بحثك دكتوره سوزي وكل الاخوات الفضليات يعني والباحثين والاخوان الافاضل ان شاء الله هنكون على قلب رجل واحد فانه نستضيف كل الناس من هناك على اساس انه في النهايه يكون عندنا اوتبوت واحد يعني. بإذن الله. طيب ناخذ مداخلة من وفي. وفي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، مساءكم سعيد. شكرا جزيلا يا أبو روف، والله عليكم السلام ورحمة قدمت شيء وفي. ما هين وفي الوفي. أنا وفي خميس، محاضر في جامعة الفاشر ومشرف معكم في مجموعة الباحثين. نعم والله نعم. ما شاء الله، ربنا يزيد إنجازات ما بعد إنجازات. أنا بس داير ألو. أيوة تفضل يا وفي. طيب بخصوص عندي انا مشروع بديته في الايام اللي فاتت بس يعني، واللي اريد اتواصل مع الناس، اللي هي الفكره بتاعت مراكز نقل التكنولوجيا في الجامعه السودانيه. الفكره انه ننشئ اجسام في كل جامعه شيء عشان بطريقه افقيه تتواصل الجامعات مع بعض في السودان، وبعدها تطلق لتتواصل مع الجامعات في الامم وغيرها. معي في المشروع الباشمهندسه غاده، هذه هي في مكتب نقل التكنولوجيا تقريبا في مدينه دقيقه التكنولوجيه، معي مجموعة من الزملاء من الجامعات المختلفين. فدي إعلان للمشروع بتاعي ده، يزول حمل ينضموا بنفس الطريقة. دعوة لك يا أبو روف إنك تكون التشير للمشروع ده إذا ما موجود في السودان يتنفذ بطريقة مثل، لأنك أنت لعبت في كلية غزة مثال زي ما قال ترفع له القبعات. الله شكرا جزيلا يا وفي يا أخي، وتحياتي لكل الأهل في الفاشل أبو زكريا. والمجموعة بفكرة الورش اللي قدمتها وما زلت تقدمها، دي دعوة برضو لك إنك تصلي في دعوة الفاشل بإذن الله تقدم ورشة من ورشة. ممتاز ممتاز، شكرا جزيلا لك يا وفي، وتحيات للفاشل أبو زكريا. بارك الله فيك. التاريخ والإرث والميلاد الكبيرة، بارك الله فيك. حقيقة الفكرة اللي طرحتها أنت والله حق نعض على بالنواجس، يعني لازم يكون عندنا تواصل على مستوى الجامعات. احنا حقيقه كثير جدا مرات يكون مفرطين في الجانب ده. وسبحان الله انت عارف السودانيين بطبعهم، مش بقول لك السوداني انسان طيب، هم فعلا يعني كلهم فيهم بذره خير كبيره جدا يعني. وبعدين بيستجيبوا على فكره السودانيين بصوره كبيره. يعني انت هسه الفكره دي لو طرحتها لاثنين ثلاثه وبعدين بقيت تواصلت مع الجامعات ما يكون عندك مشكله ان شاء الله. ونحن بندعمك يعني، بندعمك بدعم كبير جدا. وانا عندي علاقه كبيره جدا مع الاخوه في مدينه افريقيا التكنولوجيه يعني، سواء كان الاداره السابقه والاداره الحاليه. فان شاء الله انتم لو بديتوا هم ما بقصروا، انا متاكد يعني، لانه عندنا زملاء في الدار هناك مهتمين جدا بالمسائل دي، فما بقصروا معاكم. لكن لانه انتم شباب حقه دائما تكونوا دافعيتكم اقوى يعني، وتنطلقوا بصوره اكبر. فانت اصلا ما تلتفت لورا، طوالي ابدا في المشروع ده وايميديتلي تواصل اي شخص دار تتواصل معه وتواصل معه مباشره، على سواء الى مستوى ادارات الجامعات او على مستوى اداره وزاره التعليم العالي. بالمناسبه انت ما دمت استاذ في جامعه خلاص من حقك تعمل ما تعمل، ما له علاقه بالدرجات دي. يعني ودك تكون بروفيسور ولا تكون دكتور ولا عشان تعمل حاجه، ابدا. احنا بننظر للانسان بحاجاته بقدمه هو. يعني انا بذكر لما انا دكتور أنور عرفني على الباشمهندس أحمد في مجموعة الكليات والجامعات الخاصة، وهو شاب محاضر لكن كان إنرجيتك بشكل كبير جدا يعني. فنحن عايزين الناس زي دي يعني. أنت أنا ممكن حتى أقول لك على ناس الوزارة التعليم العالية تمشي تقابلهم، الجامعات تتكلم مع مدير الجامعة مباشرة. حد صحيح ممكن يديك الجرين لايت مدير جامعتك، لكن ده ما معنى أنك أنت ممكن تعمل اتصالاتك بالناس. أنت عارف السودانيين عادي ممكن تتواصل معاه يعني، سواء كان وزير ولا مدير، ولا بالذات في الزمن بتاع الحكم بعد الثوره دي يعني، تواصل عادي، من حقك تواصل معهم، ومن حقنا نبني لنا حاجه لجامعاتنا ولبلدنا يعني. فانا ما عندي مانع، وانا متاكد اخونا دكتور انور حيدعم المشروع ده بشكل كبير يعني.
اكيد اكيد ان احنا طوالي والله اي زول، احنا قلنا بدله الباحثين السودانيين دي يعني انتقلت من انها مبادره في عظمها لانها بقت منصه لانطلاق المبادرات. اي زول من الزملاء والزميلات يطرح مبادره ونحن بنقدر نساهم فيها كلنا حنبقى له فريق عمل. هسه ندير المبادره بتاعت التخطيط الاقتصادي مع بروفيسور الصادق، دي مبادره منه هو ومعه زملائه وتيمه، ونحن كلنا شغالين لهم سبورت. وهذه الحته المهمه انه الناس يدعوا مع بعض وتدعم بعض عشان نقدر نمشي لقدام يعني. طيب ياسر ابو البشير يوسف، ياسر تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشكرا جزيلا للبروف على المحاضره القيمه والرائعه جدا. وكانسان نشات في الريف خليتني اتقلب يعني صفحات مليئه بالصور الريفيه الجميله. وسبحان الله الناس اللي قابلتهم في حياتي من غبيش يعني يمكن 99% منهم ناجحين اكاديميا. لي صديق عزيز اسمه جبر الدار علي رزق الله، ورجل انا ممتاز جدا، وفي مكان العمل معي الان واحد اسمه اسامه جبوره، ناس ممتازين ومؤهلين جدا. فسؤالي هل النجاح اللي مربوط باشخاص اللي يعني من غبيش هل هي ميزه جغرافيه بمعنى انه المنطقه غنيه فالطلاب ما بيكونوا مشتتين يعني او مشغولين باشياء اخرى، ولا لانه انسان المنطقه نفسه فيه روح التعلم والتعليم، وبدليل انك انت بعد كل هذه الرحله الطويله رجعت الى منطقه غبيش؟ واشكرك جدا مره اخرى، واترك الفرصه للاسئله التخصصيه لاصحاب التخصص. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا ياسر، شكرا جزيلا يا اخي، جزاك الله خير وبارك الله فيك. لكن ما اهلك دائما بقول رجال مراحه يعني، لكن مرات في ناس المراحه ما فكروا فيه. سبحان الله يعني انا واحده من الحاجات ما خدتها على اهلي في غبيش يعني. احنا طبعا سبقونا في مجال التعليم في ناس كتار جدا يعني، بعدين قامات كبيره يعني. عندنا ناس في الثمانينات كانوا مدير عام بنك النيلين، اخونا عثمان احمد سليمان ربنا يرحمه الله والعافيه يعني. وبقى المستشار لمجموعه دل البركه على فكره يعني. فعند ناس كانوا وما زالوا عندنا مجموعات كبيره جدا علوا من المنطقه يعني. لكن للاسف معليش انا اقول الكلام ده، لكن بعيب علوا لانه ما كان في فيدباك صراحه. احنا منطقتنا منطقه غنيه بناسها وبامكانيات وكذا، لكن فقيره من ناحيه التنميه. وانا دائما بقول الناس غبيش انتوا بتفكروا دائما الطريق والمويه والكهرباء، فكر حاجات يحبوا الناس يتفاوت عنها. تشوفوا مشروع قومي كبير مثلا، مشروع زراعي كبير جدا حتى كان بالري المحوري، ولا او استزراع غابي كبير جدا مثلا ملايين الاشجار من الـ سواء كان من الـ اللهم صل على النبي، من الحشاب او من غيره. على فكره في كليه غبيش بدينا السنه مشروع بتاع استزراع بتاع اشجار، فالناس بيستغربوا تزرع شنو؟ بنزرع مثلا هبيل، او بنزرع شتول بتاع النبق بيزرعوه، لكن لازم يزرع لانه انت بعد شويه لو ما زرعت المطيه كلها حتكون زحف صحراوي. اوكي، ففي ناس كتار صحيح. جبر الدار تحياتي له، استاذ جبر الدار تحياتي للزميل الثاني اللي ذكرته. أبناء المنطقة طبعاً زي حال الريف السوداني، كثير جداً من أبناء الريف السوداني متميزين يعني بظروف أنه الواحد بيكون عنده تارجت، ما بيكون مشغول بحاجات كثيرة، في حاجة محددة مثلاً بتخليه ينتبه في حاجات وكذا. لكن غبيش ما معزل عن السودان، في كل زي وزي مناطق السودان مختلفة يعني، فيها ناس في كل السودان ده بتلاحظ أنه يعني تأثر ومسك الخرطة بتاعت الشخصيات العامة في السودان كلها بتلاقيها من الأرياف يعني. يعني تقريبا القله اللي بتكون من المدينه، ولكن مشكلتنا احنا كلنا انكبينا في الخرطوم في المدينه، وكلنا عايزين نشتغل في المدينه، وكلنا عايزين نعيش في داخل المدينه. وبعدين بنتكلم الكلام السفسطائي ده انك انت تعدل وتعمل وكذا، لكن ده انا افتكر لو كل زول فكر في انه يعمل حاجه او يعني على ودي فكره على الاقل يعني، ما دار تعمل تدي فكره انك انت تعمل شيء يعني. فضروري جدا هذه المسائل احنا بنشوف جدا في
دلوقتي في البلدان المتقدمة دي عندنا الريف أهم من المدينة أصلاً. يعني في لندن الريف في لندن أهم من المدينة في لندن ذاتها. لأنه طبعاً واحد هيقول لك يا ما هو الريف جاهز وبتاع، ما هو جاهز جهاز أهله يعني جهاز برا. يعني في ألمانيا أنا شفت الناس وعايشين في الريف وكذا، لكن عندهم عمل كبير في داخل استزراع، بيزرعوا غابات، يزرعوا الأشجار، يربوا الحيوانات، مش عارف بتاع، ويعيشوا البساطة. هو تلاقيه بروفيسور شغال في الجامعة، الويكند يكون مشى الريف بتاعه فيه وعنده كل شيء يشتغله هو بنفسه يعني. فهذه المسائل بتخليك أنك الحياة بتكون متكافئة، الناس ممكن المجتمع يتقدم بسرعة يعني. لأنه الشخص المجتمعات البسيطة نيس ليدرز يعني. لكن إحنا فهمنا في السودان أنه الليدر ده لازم يكون سياسي. يعني لو ما بقى حزبهم ولا بقى كوز ولا بقى كده ما في زول بيسمع لك، أو أصلاً الليدر عنده مربوطة بالمسألة السياسية. لكن أبداً الإصلاح الاجتماعي ده أصلاً في العالم كله بيصلح من بيطلع من الناس الناس الاجتماع، علم النفس، الناس الكتاب، الأدباء، الرسامين، الفنانين، هذول هم يعني الثورة الصناعية اللي من قامت كان بيتبعها كبير جداً اتجاه بتاع فنون وآداب ومسرح وكذا يعني. فشكراً جزيلاً والله. شكرا جزيلا يا بروف، وانا اكد على كلامك، كوريا الجنوبيه دي كلها قامت في الريف يعني. عندهم الحركه بتاعت سيما او الاندونغ او بناء قريه جديده، هي حركه بتاعت تمدين الريف وليس تريف المدن زي ما حاصل عندنا في السودان في الخرطوم تحديدا. طيب ميساء، ميساء تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. شكرا يا بروف. وما أظن ما بقدر يقول كلام أكثر من الكلام اللي قالوه باقي الدكاترة وباقي الشباب وكلام دكتور أنور كثير. فما شاء الله مسيرة حفلة شديد، ونتمنى إنه الواحد إن شاء الله ينجز حياته كلها إن شاء الله 1% من الإنجازات اللي أنت عملتها. شكرا لك كثير شديد. أنا برضو من كردفان، لكن من شوية كردفان من رهت، فبراود شديد يعني إنه تبي من المنطقة دي من منطقة فيها علماء وناس بروفيسورات ما شاء الله زيكم وناس ناجحين كثير شديد. عندي سؤالين يا بروف. الأول إنه أنت اتكلمت عن نبات الحميض صح؟ اللي هي شجر زي الليمون كده، أو النبات هو زي الليمون صح؟ نعم. مدور كده. فأنا سمعت إنه في لكن ما أعرف الحاجة دي صح ولا ما صح يعني. إنه أنا مثلاً لأنه أهلي من كردفان وكده، فبقولوا إنه أنتوا طالما عملتوا على دراسات كده سمعت إنه بيعالجوا بها أمراض كثيرة منها فقر الدم، فهل الكلام ده صح ولا عنده أساس من الصحة ولا كده؟ أواصل السؤال الثاني ولا؟ واصل. نعم تمام. السؤال الثاني كان أنت تكلمت برضو عن الأسطواس يا دكتور يا بروف، فاللي هم الناس الأسطواس الـ OWSD اللي هما اللي هو أنا برضو كنت مشتركة معهم فكمان يعني كمان بعد كده، وكنت بقدم مرات حتى عندهم الكونفرنس بيقام كل سنة اللي هو اسمه الجريس هوبر سيلبريشن إنديا GHSI. ف يعني كم مرة حاولت إنه أنا أقدم معهم، فأنا ما أعرف هم عندهم تكنيك معينة ولا أنا ممكن عشان لسه ما خلصت البي إتش دي بتاعتي فما بيعتبروني إنه انا مثلا زول يعني بكون مثلا كاتب ريكومنديشن ليترز من مثلا بروفيسورات قاعدين في السودان زي البروف شريف وبروف راشد وغيره اللي هم بروفيسورات في مجال ذاتهم. يعني ما كنت بكون عارفه انه مثلا انا لما اقدم ليه مثلا بيتم رفض يعني، لانه مثلا بيكون في كميه من الناس يعني شهاداتهم احسن منهم قدموا، ولا بتكون التكنيكس المعين شنو انه الزول يقبلوه في الفولوشيبس او في الكونفرنسات بتاعتهم. وثاني حاجه انه لو الواحد مثلا او حسب الريكومنديشن ليتر او الموتيفيشن ليتر انت بتكتبه، فانا كنت عايزه افهم لانه مثلا قدمت لهم كم مره، حتى مره كان عندهم كورس بتاع عن الدبلوماسي تقريبا كان السنه اللي فاتت في ايطاليا، فبرضو يعني بذلت فيه جهد شديد وقدمت فيه وكده، فقلت ممكن يكون عندهم تكنيكس معينة، حتى أنا رسلت لهم لكن ما ردوا لي على إيميل يعني إنه إذا في تكنيكس معينة ممكن الزول يتبعها. ولا أنا مثلا عشان ما من أنا مثلا بقرأ في تركيا بعمل بي إتش دي في تركيا ولسه ما خلصتها، فممكن ما بيعتبروني من إذا كنت مثلا بقرأ في السودان كان ممكن يكون عندي أولوية. ف
عايز اعرف اذا في تكنيكس معينه. وشكرا لك يا بروف، تسلم كثير شديد. كده قبل شكرا جزيلا ميساء، شكرا جزيلا. يجاوب يا ميساء. ايوه اول كده اساليهم، قلت لهم ليه انتوا ما قبلتوني ولا كده بعد؟ أيوة ما ارسلت لهم مثلا انا لانه مثلا كان بس ده سؤالي يعني تمام، بس ارسلت لهم ما ردوا لي. تسلم يا دكتور انور. تفضل يا بروف. شكرا لك. شكرا جزيلا لابن مايسا، ربنا يوفق ان شاء الله تكمل الدكتوراه بتاعتك في تركيا. بالنسبه لسؤالك الاول، السكركاري بيني هو الحميض، على فكره هو واحده من الاشجار اللي في اهتمام كبير جدا بها حاليا في افريقيا، لدرجه انه هل تصدقي في شركه كامله في جنوب افريقيا بتصنع معدات بتاع تصنيع منتجات الحميض. يعني طبعا بيتعمل منه عصائر، بيتعمل منه مربات، الزيت بتاعه في الامازون اللي يمكن 20 جرام ب 30 دولار. فاهلك في الغرب السودان دل طبعا في الحميض احنا بنستخدم اول حاجه الصفر بتاعه من بدايه الخريف، بيعملوه سلطه، ونسبه البروتين بتاعته عاليه على فكره. الحاجه الثانيه لما بداية الرشاشية كده في الرشاش بيطلعوا العرق بتاعه، الناس لما يكونوا عطشانين بيشربوا المويه بتاعته. الحاجة الثالثة لما خلاص يبدأ ينزل الثمار بتاعته، بتنزل بدري جدا، يعني شهر 6 تكون خلاص استوت وصار فيها في حجم الحميضة في حجم الليمونة بالضبط يعني، وفيها نزل عصير عالي جدا، والعصير بتاعه فيه كمية 4 مرات فيتامين سي من البرتقال. اوكي طيب، ما داير اتكلم لك عن مكونات العصير، لا 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 هذا الشيء خليه ده، لكن اتكلم لك عن الزيت. زيت الحميض يضاهي زيت الزيتون، وانا بقول لك بفهم مليان، يعني عندنا يمكن عشرات الاوراق اتنشرت في الموضوع. ليه؟ لانه هو بيحتوي على، يعني احنا معلش نخش في الكيمياء شويه، يعني هو بيحتوي على الانساتوريد فاتي اسيد اللي هي البرابطه واحده اللي هو الاوليك، يحتوي على اوليك في حدود 73، وهذه نسبة كبيرة جدا. الأوليك ده معروف إنه عكسه طوالي اللينوليك، واللينوليك ديل برابطين وثلاثة ديل يعني تحصل لهم أكسدة بسرعة وبينتج لنا أصول حرة ديل بيعملوا مشاكل، لكن الأوليك نو. الحاجة الثانية زي ما قلت لك قبل، فوقه فيه هو السي ال اي كوليك لينوك أسيد، وفيه كمان مكون آخر في الفيتوستروبتات في حاجة اسمها الدلتا أمينا استيرول، ودي مادة أصلا تستخدم توقف البولمرايزيشن، يعني انت لو بتسخني في زيت عشان ما تحصل له بلمره، احنا بنضيف له مواد صناعيه عشان توقف البلمره دي. يعني احنا في الابحاث اضفنا فقط نقاط من زيت الحميض عشان يحصل توقف البولمرايزيشن للزيت، وبعد ذاك نسخن الزيت نعمل به نحمر به كم مره، يعني بدل نحمر به 3 مرات. ده لانه فقط فيه دلتا بينايسترول، وجزء بسيط جدا على فكره، يعني رقم بسيط جدا في دلتا بينايسترول موجود فيه. فكيف ما يكون عنده، ما داير اتكلم لك عن البروتين بتاعه، البروتين اللي هي البذرة الداخلية دي فيها بروتين، والاحماض الامينية فوقه، معظم الاسينشال امانو اسيد فيه. ما داير اتكلم لك عن الدايجستيبيليتي بتاعته، يعني عنده مسألة بتاعت اللي هي بالعربي يسموها معدل الهضمية بتاعته مرتفعة جدا، ما انت مرات ممكن تاكل حاجة اي بروتين مثلا تاكله الهضمية بتاعته تكون مثلا 50 او 60، لا في بروتينات تاكل الهضمية بتاعته مثلا تحصل 90، فهو ده من البروتينات الهضمية بتاعته عالية جدا. الاحماض ما داير اقول لك المينرالز الموجوده فيه، يعني كالسيوم بوتاسيوم مش عارف بتاكل، فهي فعلا من الاشياء المهمه جدا. انا قلت لك لدرجه انه للوقت في مشاريع صناعيه كبيره جدا غير على اشجار الحميض، سواء كان في جنوب افريقيا في دول افريقيه كثيره جدا، مشاريع كبيره شكلها شركات مصانع وكذا تنتج منتجات وبتصدر لاوروبا يعني. لكن للاسف احنا ما مهتمين بهذه المسائل اصلا. سؤالك الثاني بالنسبه للتكنيك، يا ريت لو كان حضرت التوك الممتاز اللي قدمته بروف سعاد بدري، كان بيتكلم عن اجتياز الفرص في الكولابوريشن. لكن انا انصحك انت لو بتكتبي لهم وانت من تركيا وبتكتبي بالايميل بتاع تركيا، فاصلا they consider you as a Turkish، بيعتبروك انك موجوده في تركيا، وهي التواز اصلا معموله لناس العالم الثالث. فيا ليت لو كتبت لهم وما وريت لهم انك انت في تركيا، دي واحد. الحاجه الثانيه، صحيح فعلا اي 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 سكولارشيب او اي اسوشيتشيب او اي حاجه عندها في تكنيكس لها وفي طريقه محدده للكتابه لها، حتى ريكومنديشن ليتر ما يزول بكتب لك ريكومنديشن ليتر،
يعني لازم يكون في حاجه بينك وبينه مشتركه يعني عشان يكتب لك هذا الريكومنديشن لتر، لانه نازل ممر الحاجه السهله. يعني انت كتبت مريود عملت له ريكومنديشن لتر، حيراجعوا حيدخلوا في النت يكتبوا مريود يشوف هل فعلا هو في حاجه بتربطك به ولا لا. لو انت شغال في حاجاته دي وبتاعه هنا معناه انت اشتغلت معاه وصمير يعني، لكن لو هو ما عندك علاقه معاه معناه هو جس عمل لك ريكومنديشن احتمال انه بيعرفك كده. الريكومنديشن نفسها الليتر محتاجه لطريقه محدده عشان تكتبها. يعني ما يزور يكتب لك والله انا فلان ده لقيت وده زول كويس ولغه الانجليزيه بتاع كده، لا احنا ما عايزين كده. احنا عايزين الريكومنديشن دي هي نيد تو ريكومند يو فور اور اورجنايزيشن، فلازم اكتب لها حاجات متكامله جدا عنها. لكن انا ابشرك انه اي خطوه المليون بتبدا بخطوه واحده. انت ما دام بديت تسلك الفكره بتاع التواز والاوسيد وكذا انتقلي له انه امشي معه لاخر الخط، ما تيأس ابدا. لانه هم ما عنده ما بيربطوا بين انك انت قدمت قبل كده ورفضوه. قدمت لمؤتمر رفضوه ممكن تقدم مؤتمر ثاني عادي. قدمت للسكولر شيب ورفضوه ممكن تقدمي ثاني عادي، ما عندهم علاقه. يعني انا اقول والله دي قدمت المره فاتت رفضناها ورفضها المره هذه. بس انت جودي امكانياتك اللي بتشتغل عليها وجودي التكنيك اللي بتشتغل عليه. ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا يا بروف. طيب رانيا، رانيا حامد تفضلي. السلام عليكم. مرحبا يا بروف. عليكم السلام ورحمه. الف شكر طبعا، الحمد لله يعني محاضره وافيه وكامله واستفدنا استفاده قصوى. وللاسف يعني احنا باحثين يمكن نكون المفروض بعد ده كبار في العمر، يعني مشينا في الزمن بدينا الدكتوراه بمعاناه شديده، لكن للاسف هسي كلامك ده حسسني انه لسه في اشياء كثيره بالنسبه لنا مفقوده، يعني في حاجات كثيره ما عملناها. يعني الان للان انا عملت خلصت الدكتوراه في 2015، لحد الان ما نشرت بيبر. اوكي، فحسيت الاهتمام حتى في يعني في الجامعه. يعني انا كنت اثناء الدكتوراه اكزوستد من الشغل، يعني انا بصلح المعمل، يعني معلش اصلح الماسوره بتاعت المعمل، اصلح المكيف عشان اجيب اشتري الكيجز حقت الراتس، برايا صميمه عشان اخذت الراتس. فكانت في معاناه يعني عظيمه جدا، بناء عليها حسينا انه يعني انت بعد ما تخلص خلاص ما قدرت تشوف المعمل ولا قدرت تشوف الشغل ثاني وكذا، مع ان الشغل كان ممتع يعني والزول الحمد لله انجز. انا اشتغلت في النباتات العطريه برضو، واشتغلت على تاثير الكمون الاسود على الليبيد بروفايل، وفي جزء منها ربطته بالشغل بتاع المناعه. فيعني هو الشغل حتى لما امتحنت البروف قال لي المفروض تعملي 3 بيبرس على الاقل من الشغل بتاعك ده. فانا يعني في حاجه عايز انه المفروض الناس احنا في الجامعات زادنا ندفع الطلبه انه والله مجال الريسيرش ده في اتجاه محدد نمشي عليه، في طريقه بتاعت نشر. يعني ناس شايفه الحمد لله الشباب بدوا براهم يبحثوا عن الفرص بتاعت السكولرشيبس والحاجات دي، لكن احنا يعني نطلع نزول عامل ماستر ودكتوره، بتطلع انت برضو في حياه بتحس ان حياتك محدوده، يعني في افقك ما ماشي بعيد. إلا هسي إحنا هسي مع دكتور أنوار والباحثين السودانيين بدينا نتنور شوية. فياريت إنه إحنا ندفع الطلاب عندنا في الجامعات. أنا شغالة في جامعة سنار محاضر في كلية الطب برضو. ممكن المشكلة إنه إحنا في كلية الطب لأنه شغالين بنظام الجزيرة، فما عندنا طلابنا حق الطب ذاته ما عندنا لهم بحوث، ما قاعد نعمل لهم بحوث بتاع التخرج وكده، بيعملوا بس الشغل الكلينيكال، لكن في مجال البيزك ما قاعد يعملوا أي بحوث. فبتحس انك انت ماشي يعني بس شغلك ده اشتغلته وثبتته على كده، ما عملت اي اضافات. فانا هسي بسال سؤالي الثاني انه الان انا الشغل ده بقدر انشر منه الان بعد كده؟ ولو عايزه انه يعني تو بي جوين ان اذر ريسيرشز في النايجيريا سدايفا او في اي نوع من البلانس، بقدر اشتغل شغل يكون بوست يعني؟ والامكانيه كيف؟ وانتم مثلا ممكن تساعدوا الزول باي طريقه في الحاجه دي يعني؟ شكرا لك. شكرا جزيلا دكتور، يديك العافيه ان شاء الله موفق، وتحياتي للزملاء في جامعه سينار. على فكره سينار دي عندنا طالبه بتاعت ماجستير دكتوره معانا استاذه مروه، هي كانت في ماليزيا قبل يمكن شهر وجات رايها، هي شغاله على المحلب الاسود وهي محاضر معاكم في جامعه سينار. ف انا افتكر ضروري جدا انه هو عندنا احنا مرات كثيرة احنا بنقول والله عندنا مشكلة في الزمن، يعني احنا ما بنقدر نخطط لزمننا كويس. لكن دائما بقول بنصح الناس بقول لهم يا جماعة ان احنا ما عندنا اوراد، صح؟ يعني انت اي زول بيأدي صلواته عنده جزء في القرآن بيقراه، وعنده تسبيح محدد بيأديه، وعنده اوراد بيأديها،
فانا بقول لهم يا جماعه دائما انت البحث ده برضه خط له ورجع. يعني انت في اليوم بتقرا مثلا، على فكره لو بتقرا في اليوم 10 دقائق ممكن تقرا لك في المصحف صفحتين او 3 صفحات في المصحف يعني. ايوه صح. وبتجرب تتساعد لو بتجرب تتساعد تتم الجزء. يعني 10 دقائق ممكن تقرا نص جزء في اليوم في شهر، معناته ممكن يعني الحاجات. طيب بنفس القدر لو انت كل يوم بتفتح اللابتوب بتاعك او جوالك وعندك اوراق في المجله بتاعتك او عندك شغل بتاع كولابوريشن او عايز تعمل تكنيك محدد بتديه فقط في اليوم. انا مذكر كنت بقول للناس يا اخي ادونا فقط نص ساعه في اليوم او ربع او تلت او ساعه 45 دقيقه في اليوم. دي بس قول للريسيرش يعني، قول له بروف مريض قال عنده نص ساعه او ساعه. كنت بقول للناس كده بس اديني 45 دقيقه. 45 دقيقه اعمل لي فيها كده اقرا لي مثلا ارتكل وافهم لي فيها شنو. ارتكل بتكون بي دي اف هذا بستة سبعة صفحات يعني. يعني الزول النشيط ممكن في نص ساعه يقراها ويطلع منها الحاجه اللي عايزها. الحاجه الثانيه اقول له يا اخي اللي بتقراه ده لخصه لي في 4 سطور 5 سطور. خلاص تخيل انت كل يوم عندك ساعه فيها 4 5 سطور. 5 سطور دي معناها في الاسبوع حيكون عندك كم؟ عندك 35 سطر. خلاص احنا كده بتكون قطعنا شوط فيه. يعني انت لو قدرت تنظم باختصار، لو قدرت تنظم زمنك وخطيت لك تارجت له اوبجكتيف محدد هدف انك تصله بتصل. انت خلصت 2015 يعني كان ممكن طوالي تبدا تكتب في الاوراق بتاعتك. طبعا ده لو احنا واحدة من مشاكلنا ان احنا يا ده بشاف الجامعات التفت لانه بتلزم الطلاب ينشروا قبل ما يتخرج او ما يتخرج. ده لانه ده بيكون حريص انه هو ينشر عشان يستلم الشهاده بتاعته. فانت بعد 2015 ما عندك مشكله ممكن تنشره دلوقتي. دي واحده. والحاجه الثانيه ممكن يكون عندك كولابوريشن. يو كان ستارت اي سورت اوف كولابوريشن. على فكره ممكن تدخلي مع اي جامعات في العالم من الناس دول في مجالك في الميديسنال بلان دي شغال في البلاك كومن سيدي تلاقيها. بس اي شغل بتاع بلاك كومن في الصين في بتاع شوفي انت عايز مني شنو مثلا. تقول لي يا اخي والله انا سيمبلي عايز مثلا تعمل لي تشيك للورقه بتاعتي. ومرات حتى لو انت احترتي ادخلي في المجله شوفي الحاجه بسمها الايديتوريال بورد بتاعنا. مرات في كونسلتنت كده في الايديتوريال بورد واحد في مجالك اكتب لي ايميل قول له والله يا اخي انا لقيت اسمك في الايديتوريال بورد وانت شخص مهتم في المجال ده وكده وانا عندي الورقه بتاعت البلاك كومين دي اشتغلت عليها شغل عايزك تراجع عليها. صدقيني الناس دي بيستغلوا المسائل دي بس رهيب جدا. يعني ممكن يحل لك مشكله يراجع لك الورقه بتاعتك بعد شويه ترسلها للمجله بتاعت هو ذاته. فانت يو هاف ديفرنت يعني ديفرنت تشانسز هاف كولابوريشن. بس انت دوري العجله بتاعتك ما شاء الله. اوكي وبعد ذاك لو ادخلي معانا في مجموعه تنشر بحثه كتار من الناس جو والله سبحان الله يعني في ناس بسرعه جدا نشروا يعني ما بتتخيلي انت يعني على بال نشر على بال نبدا المجموعه دي اظن كان في شهر 7 على ما اعتقد في ناس نشروا في مجلات تركيه والله يعني بجس لمسات بسيطه جدا يعني. وبعدين على فكره البحوث اللي بنعملها دي اصلا ما نقلل من قيمتها يا جماعه. يعني معظم الناس بيفتكروا انه الشغل بيشتغل في السودان ده ما عنده قيمه. عيبنا على كثير بالعكس. ايوه ما بالعكس تشتغل شغل فريدي. لكن ليه تتواري حجر عشان تنشريه؟ لا يو هاف تو دو ات. لان انت لو ما نشرتيه حيجي من الايام واحد ينشر ثاني يعني مش بحثك انت لكن واحد يشتغل عليه بطريقه ثانيه. فانت تحركي وبعدين الجامعه ذاتها كجامعه اقليميه من حقها تعمل لها كولابوريشن مع جهات ثانيه يعني. وده طبعا احنا الكلام ده قلناه قبل كده يا دكتور انور اي كولابوريشن ما بيطلع الا من الاستاذ. يعني مدير الجامعه مش معمل لك اتفاقيه وانتهى الموضوع. مين اللي بينفذ الاتفاقيه؟ بينفذها الاساتذه. وهي مفترض من البدايه تبدا مع الاساتذه يعني. فانتوا يعني انتوا جامعات الاقليميه عندكم فرص انه تقبلوا كولابوريشن اكثر بالذات بعد الثوره يعني الوقت العالم كله حينفتح على السودان. فهو انه يو هاف تو كونتاكت تشاينا انديا فرنسا المانيا بلجيكا شوف لك اي زول في مجالك تخلي معاه في واصبح التواصل في الريسيرش جيت في الاور سيد ما عارف في جوجل سكولر كل الناس فاتحين صدورهم للتواصل يعني. فجس انك يو هاف تو اعمل النقطه الاول ما عندك مشكله تواصل معنا احنا في انشر بحثك ادخل معنا في الجروبات ده ان شاء الله بنساعدك والزملاء ما شاء الله يعني very helpful يعني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وانا بروف احنا برضو قطعنا خلاص يعني تقريبا الاشواط الاخيره نعم من مجله الباحثين السودانيين. المجله ممتاز.
هي في الانجينيرنج والسستينابيلتي الافريكان الافريكان افريكان جيرنال افريكان جيرنال فور انجينيرنج اند تكنولوجي. طيب غالبا في خلال اسبوع ال10 ايام حيكون عندها لونشينج ايفنت حيكون في مجموعه من السودانيين وحيكون في معامله تفضيليه. طبعا الفوكس بتاع افريكا كلها لكن حيكون في تفضيل للطلاب والطالبات من السودان والزملاء والزميلات. ممتاز. انجينيرنج اند تكنولوجي انجينيرنج والتكنولوجي يعني الفود البتاع ده كلها داخل فيها كلها بيدخل فيها نعمل انجينيرنج والتكنولوجي. والحقيقه احنا الحاجه اللي عملناها دي عملنا زي دار نشر مش مجله فقط. وفي المستقبل ان شاء الله هنوسع المواعين يكون في مجلات يعني طبيه وغيره 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 ان شاء الله تعملوا هب يعني دكتور محمد الحاج وان شاء الله حيكون في لونشينج ايفنت قريب حنعلن للناس. ممتاز ممتاز. نعم. طيب دكتور نادر. دكتور نادر وفاطمه وبعد كده هنختم يا ابرو. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. الله يبارك فيك يا بروف. الله يسعدين بالرحلة والمشوار الطويل. كما قال الشاعر أنت من أكرم البرية عندي فمن الحق أن أجل الكرامة. كلنا واسق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلامة. إذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجساد. فعرفتك يعني بالهنيهات الأدبية وكنت حقيقة أردت أن أسمع الجزية دي لكن قدر الله أن نتقطع ورجعت أطلاصت يعني بعد صعوبة لأنه طبعاً دكتور أنور في هاكن حصل فكان في بلوك لكن الحمد لله يعني في اللاست سيشن اللي هو دخلت فيه يعني حقيقة يا بروف مريود يعني وانت رجل غني عن التعريف ورحلتك حقيقة بالرحلة الطويلة دي بتدفع الأمبيشس في كثير من الناس والستيودنت. لكن يعني الكلام ده توجيه لي كل دكتور أنور وغيرهم وبما حتى التوجيه لنفسي من طلابي وغيرهم بقول لك يعني الدكاترة دي البروف مريود دكتور أنور بروف علام دكتور نادر موسى بروف عبد الباسط وغيره من الكوكب بروف سعاد ديل كلكم بيقول لنا انتوا انتجتوا عشان لانكم طلعتوا برا وفي برودكتيف عالي جدا من النشر والمؤتمرات والكونفرنس لانكم تسهلت لكم امور مشيتوا منح واستفدتوا اكوير خبره. يعني دايما دي المشكله او العقب اللي بتواجه الطلاب او بيلومونا بانكم انتوا وتحت لكم فرص والفرص دي اكوير وهي اللي اكسبتكم النولج والمعرفه. ده السؤال الاول للرد على الحته زي دي لكل الطلاب والناس البيجنر المستمعين عشان يشوفوا عمليات. الحاجه الثانيه بيقولوا انه دايما العقول بتاعتنا يعني دايما للاسف كل الناس النولج والاكسبيرينس والفول بروفيسور يعني الان الجامعات حقيقه فيها فقر كبير جدا. يعني ممكن كليه كامله ممكن تلقى لك فيها يعني واحد درجه فول بروفيسور. يعني حتى نحن بالرغم انه ناس في شغل بروفيسور بقى طلاب الدكتوراه اقبال شديد علينا لانه في ندره او ريليتي بالنسبه لي او سكيرسلي لعدد البروفات فبيجينا يعني مرهقين. فهل من عوده يا دكتور أنور الى السودان فهل من عوده يا بروف سعاد الى السودان فهل من عوده يا بروف علام لبروف عبد الباسط الى العوده الى السودان عشان نبني وطننا الغالي المحتاج حقيقه كلنا نحن في المرحله الاولى المعاناه والخبرات الناس اللي اكتسبتها برا كيف يحصل ريفليكشن وعيد يعني زي حس المصدر بتاع الاندستيريا لموضوع الزيوت والاشياء بالشكل ده. فيعني هي دعوه لكل الناس البرا يعني صحيح الاوضاع والاشياء والناس كل انسان بيبني فينا يعني بحل مشكلته بنفسه لكن استيل الحنين الى الوطن يحتاج الى ابنائه ويحصل فلوريش ورفعه وصبر ومعاناه عشان نبني سوداننا ووطننا الحبيب الغالي لكل فرد فينا. يعني لانه خسارة انه كميه من الكوادر يعني لو جينا مسكنا الجامعات بيكون اذا عملنا نحن بتاعت ستيتمنت او احصائيه يعني برا يعني هسه بروف انور من السعوديه الى قطر فبيحرم الناس مع انه يعني الوسائل المعينه بتاعت الفاونديشن لكن ما زي لما يكون الناس في ارض الوطن المنتديات المناقشات الاستابليش بتاع بيكون بطريقه فعاله واجود وافضل يعني كنحي بتاعت سجشن. الخيار الثاني يا بروف انه الان في خطاب يعني طالع وهي دعوه لك حقيقه دايرين شايف ناس وزاره التعليم العالي صح الخطاب دايرين زول يكون فول بروفيسور وخبره علميه ودرجه علميه لجامعه نياله
فأتمنى الخطاب ده يكون مر عليك وغايته حان في الواتساب، لكن مدى صحته لكن بختم التعليم العالي. فدي دعوة لك أنت، أقل شيء مفترض تجينا كمدير لإحدى الجامعات عشان تبني لنا الساينتيفيك كوميتي، ويكون في أفكت زي ما بقوله على المجتمع والكوميونتي، وبالتالي نرفع كل أبنائنا ويكون كولابريشن لكل الجامعات. وجزاك الله خير وما أطول عليك لأن أخذت وقت كثير، وأتيح فرصة للناس الأخير، فدعوة لناس الخارج للرجوع، حان الآن الرجوع إلى بناء السودان الغالي على كل فرد قيور على وطن. وبالله التوفيق. دكتور أنور. والله يقول لك نور استنى لكم حمدوك انتوا يا نادر معهم ده معاكم اسمع نحو دير الشباب ده ذاته ترشحوا شكرا جزيلا يا دكتور نادر يا اخي جزاك الله خير يا اخي على الكلمات الطيبه في ابيات الشعر، وتعرف الشعر دائما يدخل الى القلب مباشره. شكرا جزيلا لك، وكمان الشكر اجزل للمساله بتاعت الدعوه الصادقه دي، يعني واضح انها تنبع من القلب. يعني سؤالك الأول أنه الناس اللي بيطلعوا برا هم دائما بكون لأنهم بيستفيدوا أكثر وكذا، والله هذه جزئية أنا أفتكر يمكن أوافقك في جزء منها، لكن على العموم ما كل الناس اللي بيدرسوا برا وبيقروا برا بيجوا كمان بيكون عندهم أوتبوت كويس، وما كل الناس اللي قاعدين في داخل السودان ديل ما عندهم أوتبوت على فكرة. بالعكس، في ناس قاعدين في داخل السودان وامثله كثيره جدا زي ما قال يعني اخونا بروف علام ربنا يديه الصحه والعافيه ان شاء الله اللي ما شارك معنا. ف كثير من الحاجات دلوقتي في ناس في داخل السودان ما طلعوا ولا يعني ولا حضروا برا ولا شافوا برا، دي حتى مؤتمرات ما مشوا، لكن they are very active بعدين they are very productive وما شاء الله باحثين كبار جدا يعني. وبنفس القدر في ناس مشوا برا وقعدوا سنين يعني 8 سنة وعشر سنة وما عارف وبتاعوا في النهاية جاء قاعد زي وزي قاعد جوز كده ما عمله. فهي المسائل مختلفة يعني، لكن المهم في الأمر أنه الإنسان يفترض هو يستفيد من الفرص اللي حوالينه حتى لو في داخل السودان. ما هي في داخل السودان في فرص يعني، أنت ما بتقدر تقول أنه كل chances closed بالنسبة لك أنت كسينتيست في السودان. نبر أنا أفتكر الفرص مفتوحة لك بنسبة يمكن 65-70% موجود. يعني أنت you have the samples, you have the students, you have the labs, yes, you have some lack in the lab, لكن you have alternatives. يعني أنا يعني أديك مثال، أنا عندي زميل بروف عماد كنوزي في الخرطوم أنشأ معمل باجتهاده، هو جاب من هنا وقلع من هنا وسوى من هنا وعمل معمل ممتاز جدا، وعنده كمية من الطلاب بتاعنا الدكتوراه، وعنده كمية من الإنتاج الكل فترة تانية بتطلع منه حاجات يعني. وعلى ذكر مثال كثير جدا من الناس بعرفوننا قاعدين في داخل السودان وشغالين. فهي المسألة ما مسألة، احنا دائما بنقول يعني نظرتنا للآخر ده ما تكون هي نظرة بتاعت شغف كده أنه هو أحسن منك وأنه أفضل، لا ما مسألة بتاعت كده، شوية فرص كده الناس بيقتنوا عشان بيعملوا حاجة. فعشان كده نحن في الداخل فيه في عندنا امكانات كويسه جدا والناس ممكن ينطلقوا هنا. الحاجه الثانيه الناس البرة دي ودعوتك لهم دعوه صادقه جدا، واتمنى الناس يرجعوا يعني. لكن دار اقول لك نحن في الوقت الراهن ده حتى لو الناس ما راجعوا يفترض نستفيد منهم. ما هو العالم ده كله امريكا دي ذاتها فيها ناس برا تستفيد منهم. امريكا دي نفسها تستفيد من ناس علماء من برا امريكا. خلاص؟ ومرات عندهم ناس من السودان كالتعبان ده شفتهم بيتعاملوا معهم اوكي، لكن لانه ديلك الناس اللي بيفهموا كيف انه هو يغتنم الفرص يعني. فنحن مشكلتنا ما قادرين نغتنم الفرص دي دلوقتي. يتكلم مع مدراء الجامعات، يا جماعه احنا عايزين نعمل تدريب للاساتذه بتاعينكم في مجال مثلا زي الحاجه طرحناها يومتها يا دكتور انور انه في مجال الجوده والاعتماد بزوم ممكن ادرب ليك انا بدل تجيب لك زول يدرب. في ناس بيفتكروا انه لا انت ما تدرب بزوم لانه انت بتدرب مجان واحنا عندنا ناس بيدربوا. في فهم كده يا اخي. طيب انا يا اخي اقدم لك محاضره في جامعه الفاشر بزوم ده يقول لك ما عندنا نت، وهم نت ده بكم يعني؟ يعني مدينه زي الفاشر دي ما فيها راوتر ممكن يجيب نت؟ وانا متاكد كل زول ماسك جواله بيعمل في الهنا بتاعه.
اذا انك انت مفترض تستفيد من الناس البردين على اساس انهم يقدموا لك محاضرات كورسات كامله. انا بذكر عندنا بجامعه السودان في دكتوراه كامله بتتعمل اونلاين. اوكي، فاذا الناس يستفيدوا من حاجه زي دي. وطبعا الناس كل سنه في ناس بيرجعوا على فكره يا دكتور نادر، كل سنه في ناس بيرجعوا، وفي كل سنه ناس عقوداتهم بتنتهي يعني، وبيبداوا يرجعوا السودان وبيشاركوا في اللينا. لكن احنا اشكاليتنا انه احنا يعني كيف نغتنم الفرص سواء كان داخليه او خارجيه. شكرا جزيلا لك. والله انا طبعا يا بروف يعني برضو باكد على كلامك ده. انا شخصيا ما قريت اي مرحله في الجامعه في السودان، قريت لي بس سمستر تقريبا في كمبيوتر مان، والباقي كله قضيته برا. يعني انا طلعت من السودان بشهاده ثانويه، جيت رايح بدكتوراه. ما في اي جامعه عندها التزام علي ولا تعليم عالي ولا غيره ولا كده، وبيده كله جيت عشان اشتغل في السودان. ايوه، لكن انت بتعرف اللي بيحصل شنو، يعني حب من طرف واحد يعني، فانت بتحب وبتاخد شغله، حب ثاني تاخد شغله الى اخره. فغيته احنا بنحاول بالقدر اللي بنقدر كويس، انه المجال بتاعنا مرتبط بالانترنت وغيره، فبنحاول انه نساهم من على البعد. الأحيان المشكلة إنه الناس ما بيستقبلوا منك، يعني أنت بتقدم لكن ما بيستقبلوا. صحيح. صحيح. الواحد عنده فنجان، تقول له اسمع جيب لك كوباية، جيب لك حاجة كبيرة عشان تشيل فيها، يقول لك الفنجان ده كفاية. معظم الناس تفكيره شورت سايتد، بيفكر في إن الواحد كيف يتخارج. يعني أنور شوف لي فرصة بتاعت منحة دراسية، أنت ما قريت في كوريا، شوف لي يا أخواننا. ركز انت التاسي ما قاعد، انت لسه ما ركبت طياره ماشي كوريا، من الليل لحد ما تلقى المنحه دي في شغل. ركز سوا مع بعض. نعم صحيح. ما يعني اي يعني دائما بضرب مثل بيونس، بروفيسور يونس في 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 بنجلاديش، اخذ جائزه نوبل من بنجلاديش. طيب. عمل له ابروبريت يعني سوليوشن اللي هو القصه بتاعت المايكرو فاينانس في البنوك. فما في مهما تكون فقير، مهما تكون بتاع، دائما في روم. وانت كريسيرشر ولا استاذ مهمتك اصلا تقديم حلول. صحيح. لو المشاكل دي عدوا من الدنيا، انت المفروض ترضوك من الشغل، ما في شغل تعمله، انت شغلك انت تحل مشاكل. ماشي، ما في شغلك ثاني. نعم. شغلك نعم. ففي في حاجات يعني يا اخواننا، الزول اللي قاعد برا ده بالمناسبه عليه ضغوطات برضه. يعني الزول ما قاعد برا، البرسبشن بتاعنا ما يكون انه والله بس الكهرباء ما في، الكهرباء فيه والانترنت فيه والمويه فيه. انت في جزء نفسي منك محطم ومهشم داخليا، لانك اوت اوف الناتشورال هابيتايت بتاعك، زي السمكه تطلعها من المويه. لا قاعد جنب اولادك، لا قاعد جنب اهلك، لا عندك وجود في المجتمع الى اخره الى اخره. فلحد ما يجي الوقت ذاك الفيو تبقى والله زي ما بيقولوا القاعده بتاعتنا ممكن تترتب بكويس في السودان، خلونا نشتغل في الحاجه اللي بنقدر نشتغلها سوا مع بعض. صحيح. انا ممكن بزوم بغيره اقدم محاضرات لاي جامعه تعمل هنا. نعم. ايوه يا اخواننا، تعال اطلبه، ما في زول بيطلب يا برو، ما في زول بيطلب والله. صحيح. وان شاء الله الله يرحمه على القصد ده، الباحثين السودانيين بجهودكم كلكم يعني، بما فيه دكتور نادر وكذا، الناس بتقدم تتكلم مع بعض، يعني البلاتفورم بقى فيها نتوركينج وفيها كولابريشن. والله شوف يا دكتور معلش انا اقاطعك شويه، لكن افتكر رانيا ودكتور نادر ووافي، ونشوف الناس في الجامعات الاقليميه دول هم يبادروا لنا. يعني انا متاكد دليله في جامعه الفجر بكون عندهم بكون شورتج في كميه من الاساس يعني. اوكي، فهوين اطنوا هم يبادروا يتكلموا مع مدير الجامعه، يقول لي يا اخي احنا بدنا نجيب اساتذه من برا يدرسوا اونلاين. خلاص يوفروا الانترنت ويجهزوا طلابهم. نعم. ما افتكر فيها مشكله يعني. الناس تبادر بس يعني اذا كان اصلا عندك شورت. انا عارف الجامعات الاقليميه دي تعاني معاناه عجيبه جدا يعني. يعني ما في داعي الواحد استاذ واحد يدرس له 10 كورسات. خليه يدرس 3 كورسات، الثاني خليه يدرس ناس من برا. إذا كان أصلا بياخذوا منك قريش لا تعريفه يعني. زي ما عندنا يقول لك الجوي يساعدوه في دفن أبوه ودس المحافير. يدس المحافير بس. الناس في السودان بتدس المحافير، من الوزيرة فوق لحد أصغر زول بدس المحافير، عبر إنه أنت عندك مشكلة بتاعت نكسي أساتذة، أساتذة كلهم قاعدين في السعودية والإمارات وقطر وبتاع. طيب. شنو اللي بيخليهم ممكن يساهموا؟ هتلقى العقبة هي القانون. القوانين بتاعت التعليم العالي وقانون أنا ده لو منهم والله يخلي القانون ده فليكسبل، لو في زول داري يقدم لي نص محاضره، مش محاضره نصها بس. والقانون ده ما بيتغير انت يا نور، ما هي المشكله القانون ده واضح ان البشر يعني تتغير. لا انا قصدي انه كل زول بيجي بيقعد هذا ما وجدنا عليه اباءنا بس ما بنقدر نغيره. السلام عليكم. السلام عليكم لو سمحت لي يا انور.
أنا أفتكر الموضوع ده كبير شديد وأحسن نفرد له نفرد له جلسة يعني براه، لأنه أنا سعد بدري ودخلت عليكم لأني كوهوست عندي الخاصية دي يعني. فبس أنا شايفاكم أن أنتوا جريتوا الكلام في الموضوع ده وهرد لي سؤال وفي ناس مستنين وكده، والبروف ذاته تعب يعني من قبيل قاعد. فأحسن نفرد له موضوع يوم براه نناقشه، والحلول كثيرة يعني. البروف ذكر الكولابوريشن وذكر إنه امتحن عدد من الطلبة في ماليزيا وفي مجالات كثير، والزوم ده الناس اللي قالوا الكورونا يعني كانت ضارة، هي الكورونا هي نشطت موضوع الزوم ده ونشطت موضوع الناس تلاقوا مع بعض بميديا غير ما فيزيكال. فإحنا حقنا نفرد له يوم ثاني وندي فرصة للمعلقين والناس اللي عايزين يسألوا. أنا برضو من اتفقنا مع بروف علام أنه افترض كانوا بيجيب حد من الوزارة، أظن كان في اتفاق مسبق زي ده دكتور أنور أن يكون عندنا توك ويجينا ناس من الجامعات ومن الوزارة برضو. أي نعم، لكن بس الأمور بتسير إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يسهل الأمور. طيب يا بروف، نحن في ناس طبعا رافعين يدينهم وبيلاحظوا دائما في الجلسات دي قدر ما يعني خلاص آخر زول فلان الفلاني بتلقى بعد شوية تاني في يدين اترفعت. يا دكتور أنور بس خليني نشكر يا أخي البروف ده، يا أخي دار أشكر البروف والله على الإضاءات دي يعني أكثر من موتيفيشن، هي إضاءات عديل ومشاركة بتاع تجربة حياة كاملة يعني. وزي ما بقولوا بيقى عندنا رول موديل السودانيين، مش بقول لك أهم حاجة يكون عندك غدوة كده موديل وكده. أي نعم والله أنا أفتكر إنه أي زول دار ينجح، مش زمان كده في كلاسيك إكزامبل كده بيضربوه إنه طلاب خريجين هارفر سألوهم إنه هدفك شنو، واحدين كتبوا الهدف واحدين ما كتبوه وبعد ذاك تابعوهم بعد كم سنة. فواحدة من أسباب النجاح إنه زول يعني يكون عنده زول ملهم بالنسبة له، ويا حبذا لو تكتب اسم ذاته وتخطه في الدولاب وكل مرة كده تعاين. يا أستاذ طارق البروف سماها بصمة، سماها بصمة، فأنا نغاية سميتها جسم فيش وتشبيه، بصمات كثيرة يعني ما بصمة واحدة مش؟ أكيد. جزاك الله خير يا دكتور يا أخي، والله استمتعنا جدا معي يا طارق. يا أخي تسلم، يديك العافية، النت الليلة خزني كثير يعني. شكرا لك يا أخي، شكرا لك والله تسلم، شكرا بروف سعد، يديكم العافية إن شاء الله. أخواننا في الختام يعني، ولازم يكون في ختام في لحظة ما يعني، نشكر بروفيسور عبد الباسط آدم مريود على يعني فتحه لقلبه وفتحه لحياته وإشراكنا يعني في إننا نعرف نتلمس الدروب والخطأ. نعتذر الأخوان الأخوات الرافعين يدين وما حنقدر نأخذ المناية دي، ممكن الناس تواصل وحنواصل في سلسلة دروب على دروب النجاح وأضع بصمتك مع بروفيسور عبد الباسط مريود وكل الزملاء وزميلات الجايين. معظم المدربين دي احنا دعيناهم يا اخواننا انه يجوا يقدموا عن حياتهم وعن تجاربهم وانه الناس يستفيد منهم كيف، ويكون في مزيد من الالهام. نشكركم جزيلا وان شاء الله تواصل، كتر خيرك يا بروف. شكرا جزيلا دكتور انور، انا سعيد جدا والله بتواجدي معاك ومع كل الاخوه المشاركين والحاضرين سواء كان على الزوم ولا في الفيس يعني. نتمنى سبحانه وتعالى انه نكون اتساهمنا على قدر المستطاع في انه نحرك البركه الساكنه في وطننا، ونحاول بقدر الامكان مع بعض نتشارك الهم في انه يعني نمشي ببلدنا بقدام ان شاء الله برؤيه جديده. شكرا جزيلا للجميع باذن الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا، السلام ورحمه الله. تسلم يا بروف، يعطيك العافيه ان شاء الله.